قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدا المسلسل في لندن وبنشوف حاليا شخص كده اسمه جيفري بياخد برشامه فيها سم وبيقتل نفسه، وبيبان ان جيفري مجبر انه يعمل كده وبيموت. بعدها بنشوف شاب اسمه جيمس برضه بياخد برشامه وبيموت وبيكون مجبر برضه ان هو يعمل كده. واخيرا بنشوف ست اسمها بيس برضه بتاخد برشامه وبتموت وهي مجبر. من اكبر الثلاثه دول يعملوا كده لسه ما نعرفش. بعد الحوادث دي كلها بيطلع المحقق ليسترد ومعاه مساعدته المحققة سالي في مؤتمر صحفي كده، وبيقول ليسترد ان كل العمليات الانتحارية دي اكيد ليها علاقة ببعض، ان كل المنتحرين ماتوا بنفس السم، ويكون ليسترد متأكد ان دي عمليات قتل مش انتحار، ويوعد كل الناس انه هيجيب حق اللي ماتوا وهيعرف مين القاتل بالظبط. على الجانب الاخر بقى بنشوف الدكتور جون بيصحى حاليا مخدود، وده بسبب انه شاف حلم مزعج يخص فترة وجوده في الحرب، لان جون على فكرة كان طبيب في الجيش وسافر للحرب عشان قادر يعالج الجنود، ولعلم فترة جون في الحرب دي اتسببت لجون في اصابة خفيفة وكمان صدمة نفسية كبيرة. المهم بيروح جون بعد كده للمعالجة النفسية بتاعته وبياخد جلسته، ولما بيخلص بينزل يتمشى في الشارع، وفي طريق جون للبيت بيقابل شخص كده اسمه مايك. مايك ده بقى كان زميل جون زمان في الدراسة، فبالتالي بيقعدوا يتكلموا سوا. بيعرف مايك من جون انه حاليا بيدور على شقة كويسة في لندن هنا يعيش فيها، لكن يعني مش لاقي شقة بسعر مناسب، وطبعا محتاج شريك في السكن بحيث يعني يقسموا الفلوس بتاعت الشقة سوا. وقتها بيفرح مايك وبيعرف جون ان طلبه موجود عنده، وهو عنده الشخص المناسب اللي هيكون الشريك بتاعه في السكن. وبدون تضييع وقت بياخد مايك جون وبيروحوا يقابلوا المحقق الغني عن التعريف شارلوك هولمز. والعلم شارلوك هو شخص ذكي جدا ومحقق من الطراز الرفيع، ده غير ان عنده قدرات خاصة بيقدر من خلالها يعرف معلومات عن اي شخص واقف قدامه، لدرجة انه بيقدر دلوقتي اول ما يشوف جون انه يخمن انه كان ضابط سابق في الجيش، وكل ده من طريقة بس كلامه ووقفته وقصة شعره. المهم ان شارلوك بيحس دلوقتي ان جون شخص لطيف كده، فبيعرفوا انه موافق يكون الشريك بتاعه في السكن، وبيتفقوا بعد كده مع بعض على ميعاد يتقابلوا فيه بكرة عند الشقة اللي هيأجروها. تاني يوم بقى بيروح جون يقابل شارلوك عند البيت اللي هيأجروا فيه الشقة، واللي بيكون بيت ست كده اسمها السيدة هاتسن. وحاليا بتيجي السيدة هاتسن وبترحب بشارلوك وجون وبتدخلهم يشوفوا الشقة، والشقة فعلا بتعجبهم وبيقرروا انهم خلاص فعلا هيسكنوا فيها النهاردة. في الأثناء دي سألت هاتسن شارلوك عن القضية اللي فيها تلات أشخاص انتحروا دول، فبيعرفوا شارلوك إن المحقق ليسترد لسه ما استدعاهوش عشان يعني يحقق في الموضوع ده، ولكن هيستدعيه قريب جدا لما تحصل جريمة رابعة وما يعرفش يحلها. وتعرف كلام شارلوك ده يا صديقي بيتحقق بالحرف، إن مش بيعدي لحظات حرفيا، وبيوصل للبيت ليسترد، واللي بيعرف شارلوك دلوقتي إنه مضطر يستعين بيه في حل القضية دي لأن في ضحية رابعة ماتت. وبيعرف ليسترد شارلوك إن الضحية دي غير أي حد من اللي ماتوا، لأنها سابت رسالة قبل ما تموت. وقتها بيفرح شارلوك وبيعرف ليسترد انه هيجي على مسرح الجريمه وراه بحيث يعني يعينه، وفعلا بيمشي ليسترد وبعده على طول بيمشي شارلوك، لكن ما بيفوتش دقيقه وبيرجع تاني للبيت، وبدون مقدمات بيطلب شارلوك من جون ان هو يعني يجي معاه مسرح الجريمه لانه دكتور عسكري واكيد يعني فاهم وممكن يفيده. ومن اللحظه دي يعتبر جون بقى مساعد شارلوك. في المجمل يعني بيروحوا شارلوك وجون سوا لمسرح الجريمه، وهما بيوصلوا هناك بيقابلوا سالي مساعده ليسترد اللي بتتضايق جدا لما بتشوف شارلوك انها مش بتحب تشتغل معاه لانه شخص متكبر، يعني دي حقيقه الصراحه، بس هو شخص شاطر. ده غير يعني ان اندرسون مسؤول الادله الجنائيه برضه بيتضايق اول ما بيشوف شارلوك لانه مش بيحبه وقت تاني. بس شارلوك مش بيهتم بكل ده، وبيطلعوا دلوقتي هو وجون لمسرح الجريمه واللي بتكون فيه جثه الضحيه الرابعه واللي هي ست اسمها جينيفر. وتكون جينيفر على فكره كاتبه على الارض قبل ما تموت كلمه ريتش، وهي دي الرساله اللي جينيفر سابتها. اول ما بيقرا شارلوك الكلمه بيعرف ان دي كلمه المانيه معناها الانتقام، لكنه بيكتشف برضو ان الكلمه دي ملهاش لازمه ان الضحيه تكتبها قبل ما تموت، فبيتخيل انها كانت كاتبه كلمه ريتشل لكنها ما قدرتش تكملها وماتت. فبالتالي بيطلب شارلوك من الكل انهم يبحثوا عن معارف الست دي ويعرفوا مين هي ريتشل دي بالظبط وتقرب لها ايه، لانها ممكن تكون القاتله اللي قتلتها او اللي اجبرتها تقتل نفسها بمعنى اصح. المهم ان شارلوك بيكمل فحص في الجثه وبيقدر يكتشف ان خاتم الجواز بتاع الست دي بيتقلع بسهوله من ايدها، فبالتالي بيعرف شارلوك انها كانت دايما بتقلع الخاتم وتلبسه، وده معناه يعني بشكل ما انها كانت على علاقات غير شرعيه ومحرمه بعيد عن جوزها. ولما بيفكر شارلوك شويه بيكتشف ان المدينه هنا مش المدينه اللي عايشه فيها جينيفر اصلا، وبالتالي بيفهم شارلوك ان جينيفر من مدينه ثانيه وكانت جايه لندن هنا مخصوص عشان تخون جوزها مع واحد ثاني وتمشي، وبالتالي هي اكيد كان معاها شنطه فيها لبس وما الى ذلك. وبيسأل شارلوك عن الشنطة، بس ليسترد وكل الموجودين بيعرفوه ان ما كانش فيه شنطة في المكان، فبيفهم شارلوك ان القاتل تخلص من الشنطة، وبالتالي بينزل شارلوك دلوقتي يدور عليها لانه متأكد انها هتفيده وبيسيب جون. في الوقت ده بقى جون بيقرر يروح لوحده للبيت، بس قبل ما يمشي جون بيقابل سالي واللي بتنصح جون انه يبعد عن شارلوك انه انسان سيء وملوش اي اصحاب، بس جون مش بيقتنع فبيسيب المكان وبيمشي من غير ما يرد على سالي. واثناء ما كان جون ماشي كل ما بيعدي على كابينة التليفونات يلاقي التليفونات عمالة ترن، فبيفهم جون ان التليفونات دي بترن عشانه هو بالذات بشكل ما، ورغم انه مش عارف ده حصل ازاي لكنه يعني بيرد على تليفون منهم.
في شخص غريب بيتكلم مع جون وبيعرفه انه فعلا كان بيحاول يتصل بيه على كل كباين التليفونات، والشخص ده بيعرف جون انه بيقدر يتحكم في كل كاميرات المراقبه اللي في الشارع، واللي قدر منها بقى يحدد مكان جون فاتصل بالكباين اللي جنبه. المهم الشخص ده بيعرف جون ان في عربيه هتجيله لازم يركبها ويجي يقابله ضروري. وبالفعل بمجرد ما قفل الراجل ده مع جون ليه جون قدامه عربيه جات وقفت قدامه، بيركبها فعلا وبيلاقي فيها ست كده اسمها اسينا. اسينا دي عرفت جون انها مساعده شخص مهم اللي هو اصلا رايح يقابله دلوقتي، وبالفعل بتاخده اسينا بالعربيه للغريب ده. الغريب ده صديقي معرفش جون هو مين اصلا، لكن عرفه انه عدو لدود لشارلوك هولمز وعايزه ينقل له كل اخباره وهيديله فلوس كتير جدا. وبيعرف الغريب ده جون انه عاوزه بس يراقب له شارلوك لانه خايف عليه اصلا وقلقان عليه مش اكتر من كده. طبعا جون بيرفض الكلام ده 100%. فبيعرف الغريب انه عارف كل حاجه عنه وعن سفره للحرب وعن الدكتوره اللي بتعالجه وكل حاجه، وبينصحه يعني انه يفكر في العرض كويس ويرد عليه. بعدها بيسيبه عشان خاطر يمشي. بيمشي جون فعلا من مكان وبيروح الاول على بيته القديم وبياخد منه مسدس لانه طبعا خايف دلوقتي ان حاجه كده ولا كده تقابله، فجاب يعني المسدس خاطر يحمي نفسه. بعدها بيروح جون للبيت وبيقابل شارلوك وبيعرفه كل حاجه حصلت. في اللحظه دي شارلوك بيقول له انت غبي، انت ليه ما خدتش فلوس من الغريب اللي كان عارض عليك العرض ده وكنا قسمناها سوا؟ مش بيهتم شارلوك اصلا مين الغريب ده لان ليه اعداء كتير، بل بيهتم بس بالقضيه. بمناسبه القضيه فشارلوك بيعرف جون انه قدر يوصل للشنطه بتاعت الضحيه جينيفر، وبيعرف شارلوك جون انه كان متاكد ان الشنطه دي كانت مع القاتل بالغلط فتخلص منها في اقرب مكان للشقه اللي كانت في الضحيه. وبالتالي فضل شارلوك يدور في الاماكن اللي جنب الشقه اللي ماتت فيها الضحيه لحد ما لقي الشنطه في واحده من مقالب الزباله اللي في المنطقه. لكن الغريب بقى ان شنطه الضحيه ما كانش فيه تليفونها، وتليفون الضحيه نفسه ما كانش جنبها لما ماتت، وده معناه انه مع القاتل. وبالتالي بيطلب شارلوك من جون ان هو يطلع تليفونه ويبعت رساله على تليفون الضحيه اللي هو المفروض مع القاتل، ويقول في الرساله دي انا ما متش ولسه عايشه. وقتها القاتل هيفتكر ان الضحيه ما ماتتش فهيروح بيتها يعرف ايه اللي حصل لها بالظبط، وبالتالي هنقدر وقتها نعرف مين القاتل. وبالفعل بيبعت جون رساله. بعدها بيروحوا دلوقتي جون وشارلوك قدام بيت الضحيه وبيفضلوا بقى يراقبوه لحظه بلحظه بحيث يشوفوا هل القاتل هيجي ولا لا. مش بعد وقت طويل وبيلاقوا كل عربيه تاكسي كده وقفت قدام البيت بتاع الضحيه، فبيعرف على طول الكل ان القاتل هو اللي راكب في العربيه دي، فبيفضلوا يجروا وراه كتير جدا لحد ما بيقدروا يوقفوا العربيه وبيشوفوا الراكب اللي فيها واللي بيكون شخص مش من المدينه اصلا. وهنا بيعرف شارلوك ان ده مش القاتل لان القاتل واحد من المدينه وحافظها صم، فده ما ينفعش اصلا يكون القاتل. وبالتالي بيعتذر شارلوك للراكب ده وسواق التاكسي وبياخد جون وبيمشوا. وعايزك صديقي تفتكر سواق التاكسي ده ضروري جدا جدا لقدام. المهم بعد كده بقى بيرجع شارلوك وجون لبيت السيده هاتسون، فبتعرفهم حاليا ان ليسترد والشرطه بتفتش شقتهم، فبيطلع شارلوك يشوفهم فبيلاقيهم فعلا بيفتشوا الشقه، وبيكونوا بيعملوا كده لانهم عرفوا ان شارلوك بيشتغل على القضيه لوحده من غير ما يشاركهم، وده مش قانوني. المهم يعني بقى ان شارلوك مش بيهتم بكل ده وبيبدا يفكر في القضيه بشكل عام، وبيسال ليسترد دلوقتي هل عرفوا ريتشل اللي اسمها كان مكتوب جنب جينيفر وهي ميته تبقى مين؟ فبيعرفها ليسترد انهم اكتشفوا ان ريتشل ده اسم بنت جينيفر الضحيه واللي ماتت يعني من 14 سنه. في اللحظه دي بيكونوا كل مستغربين ليه كتبت الضحيه اسم بنتها وهي بتموت مع ان بنتها دي ماتت من 14 سنه اصلا. وقتها بيفكر شارلوك شويه وبيربط الاحداث ببعض لحد ما بيقدر يتوصل ان الضحيه جينيفر كانت ست ذكيه وانها سابت تليفونها مع القاتل عن عمد عشان خاطر يقدر يوصلوا له، وانها كتبت اسمها ريتشل جنبها وهي بتموت لان ده باسورد تليفونها واللي منه هيقدروا يتتبعوا القاتل عادي جدا. وفعلا صديقي بيعملوا كده الكل وبيحاولوا يفتحوا ايميلها، فبيتفتح وبيكون طبعا ناقص كلمه السر اللي هي ريتشل، فبيكتبوها وبيبداوا من اللحظه دي يتتبعوا تليفون ريتشل. فبيتفاجئوا دلوقتي ان تليفون ريتشل موجود هنا في محيط البيت. وفي اللحظه دي بتيجي السيده هيدسون وبتعرف شارلوك ان في تاكسي مستنيه. شارلوك بيستغرب طبعا لانه ما طلبش اي تاكسي اصلا، لكنه برضه بيربط الاحداث ببعض لحد ما بيكتشف ان القاتل هو سواق التاكسي اللي كان عند بيت ريتشل من شويه مع الراكب، وكان طبعا جاي يشوف ريتشل عايشه ولا لا. لكن طبعا ما حدش فكر ان سواق التاكسي يكون هو القاتل، بل شكوا في الراكب اللي معاه وما اهتموش بالسواق اصلا. وحاليا بقى السواق موجود هنا بحيث يقتل شارلوك. ومجرد ما شارلوك فهم كل ده مش بيقول لاي حد اي حاجه لانه بيكون عاوز يفهم هو ليه السواق ده اصلا بيقتل الضحايا بتوعه. فبالتالي بيسيب شارلوك الكل وبينزل، فبيلاقي سواق التاكسي فعلا مستني، وبيعرفوا السواق دلوقتي ان هو القاتل، وبيعرفوا كمان ان ممكن حاليا ينده على الشرطه ويسلمهم ليه عادي جدا، او يجي معاه وهو هيعرفه هو بيقتل الضحايا بتوعه ليه وازاي. فيوافق شارلوك فعلا وبيمشي مع السواق. وقتها بياخدوا السواق لمدرسه كده فاضيه وبيدخلوا يقعدوا فيها، وهنا بقى بيطلع السواق لشارلوك علبتين كل علبه فيها حبايه سم من اللي الضحايا بيموتوا بيها دايما. وبيعرف السواق شارلوك انه هيلعب معاه لعبه دايما بيلعبها مع كل ضحايا. اللعبة دي باختصار ان في واحدة من البرشامتين دول سم والتانية لا. وبيعرف السواق شارلوك انه بيكبر ضحايا دايما على اختيار البرشامة، وهو بياخد البرشامة التانية والاتنين بيشربوها وواحد فيهم بيموت وواحد بيعيش. وفي الاربع جرائم بتاعت القتل اللي فاتت
عمل معهم نفس التحدي وكلهم خسروا واختاروا البرشامة الغلط. وبيسأل السواق شارلوك هيختار انهي برشامة، لكن شارلوك مش بيهتم، بيفضل دلوقتي يتكلم مع السواق ده بحيث يعني يعرف منه قصته. وبيقدر شارلوك في النهاية يعرف ان السواق مريض بتمدد الأوعية وبيموت، وان في منظمة طلبت منه يعمل جرائم قتل، وكل جريمة بياخد عليها فلوس كتير جدا، وبيسيبها طبعا لعياله الأطفال اللي هيتيتموا لما يموت قريب بسبب المرض. وبيسأل شارلوك دلوقتي السواق عن المنظمة اللي بتموله دي، فبيعرفوا السواق انه يعرف شخص واحد بس فيها ومش هيقول اسمه. وبيعرف السواق كمان ان المنظمة دي معجبين بيه جدا، وعشان كده طلبوا من السواق انه يقتل شارلوك. وبس بيخلص السواق كلامه وبيقول لشارلوك يلا اختار برشام من الاثنين، لكن شارلوك بيرفض. فبيطلع السواق مسدسه وبيهدده بيه، لكن شارلوك بيبقى عارف ان دي مجرد ولاعه مش مسدس، فبيقرر ان هو يمشي. لكن السواق بيطلب منه يتحدوا بعض مين يختار البرشام الصح ومين هيختار الغلط بما انه يعني ذكي وكده. طبعا بيستفز شارلوك بالكلمتين دول وبيقرر يلعب مع السواق. لكن قبل ما شارلوك يختار اي برشام من اللي قدامه بتيجي طلقه في السواق وبيقع مصاب. والعلم اللي بيكون ضرب الطلقه دي هو جون، واللي يقدر يعرف مكان شارلوك والسواق من تليفون جينيفر اللي مع السواق، فجأة هنا بحيث يلحق شارلوك. لكن يا صديقي على فكره شارلوك بيكون شايف ان مش هو اللي ضرب الطلقه. المهم شارلوك بيلاقي السواق مصاب، فبيفضل يعزف فيه بحيث يقول له مين اللي عينه يقتله. فبيعرفوا السواق انه شخص اسمه موريارتي وما يعرفش اكتر من كده عنه. في اللحظه دي بيسيب شارلوك السواق يموت في هدوء بدون تعذيب. بعد ما خلصت الليله بقى بيوصل لمكان ليسترد والشرطه، وبيتكلم شارلوك دلوقتي مع ليسترد وبيعرفه كل اللي حصل. لكن شارلوك ما بيكونش عارف مين اللي ضرب طلقه على السواق وقتله. دلوقتي شارلوك يفكر لحد ما بيلاقي جون واقف قدامه، فبيعرف ان جون اللي عمل كده، لكن طبعا مش بيقول لليسترد. المهم يعني بيروح لجون وبيشكره وبياخد دلوقتي وبيمشوا. واثناء ما كانوا ماشيين بيلاقوا قدامهم الغريب اللي سبق وطلب من جون يتجسس على شارلوك. وهنا بقى بنكتشف ان الغريب ده هو مايكروفيت اخو شارلوك الكبير، واللي بقى شخص ذكي وصاحب منصب كبير جدا في الحكومه. ورغم ان هو وشارلوك دايما على خلاف، لكنه يعني بيحب شارلوك، ولما طلب اصلا من جون ان هو يراقبه كان بيطلب كده عشان بس يطمن على اخوه. المهم ان مايكروفيت وشارلوك بيوقفوا دلوقتي يتكلموا بخصوص امهم اللي شارلوك الزباله مش بيزورها الا قليل جدا، وبسبب كده بيتخانقوا سوا وبيخش شارلوك جون وبيمشوا. اما مايكروفيت بقى فبيطلب من مساعدته اسينا انها تراقب جون وشارلوك كويس جدا، فبتوافق. بيعدي بقى على كل الكلام ده كام يوم، وبنكون في احدى المتاحف اللي بتقدم تحف صينيه هنا في لندن. وبيكون في المتحف ده بنت اسمها سو، ودي تبقى بنت صينيه وشغاله هنا في المتحف. بتفضل سو حاليا توري التحف والحاجات دي للزوار، ولما بتخلص بيجي لها صديق شغال معاها في المتحف هنا اسمه اندي. اندي بقى بيكون معجب بسو جدا، فبيطلب منها انهم يخرجوا سوا ويتعرفوا على بعض، بس سو بترفض بادب، فبيزعل اندي وبيمشي. وبتقعد بقى سو لوحدها في المتحف هنا وبتقفل على نفسها وبتفضل عادي تنظف المتحف وما الى ذلك، لحد ما بتحس دلوقتي بحركه في المكان. بتستغرب وبتخرج تشوف الحركه دي جايه منين، لحد ما بتشوف سو حاجه مش بنعرف هي ايه بالظبط، لكنها بتخوفها جدا ومش بنعرف حصل لها ايه بعد كده. بعد كام يوم بقى من كل ده مديريه المتحف بتيجي دلوقتي لاندي وبتعرفه انها عايزاه يرمم تحف هنا معينه لانها تتباع. فبيستغرب اندي لان ترميم التحف ده من مهام سو، فبيسال المدير عليها. فبتعرفه المديره ان سو للاسف قدمت استقالتها امبارح وقررت ما تجيش المتحف تاني. فبيروح يدور ان اندي عارف ان سو بتعشق المتحف هنا وصعب جدا انها تسيبه، فبيحس ان في حاجه غلط. وبالتالي بيروح عند بيت سو وبيفضل يخبط على الباب، لكن محدش بيفتح له نهائيا. فبيتضايق اندي وبيجيب ورقه كده من اللي بيستخدمها في المتحف هنا وبيسيب له رساله وبيمشي. وخليك بقى يا صديقي فاكر القصه دي كويس جدا لقدام. في نفس الوقت ده على الناحيه الثانيه كانوا شارلوك وجون قاعدين سوا، وبتيجي شارلوك دلوقتي رساله من صديق ليه اسمه سباستيان. سباستيان ده بقى يبقى مدير مصرف، وبيعرف دلوقتي شارلوك في الرساله انه واقع في مشكله وعاوزه يعني يجي يحلها. بعد طول بياخد شارلوك جون ويروحوا سوا للمصرف ده وبيقابلوا سباستيان، واللي بعد ما بيسلم عليهم بيدخل في الموضوع على طول. سباستيان عرفهم ان المصرف هنا فيه زي نصب تذكاري لصاحب المصرف اللي مات من فتره، وبياخدهم دلوقتي سباستيان للاوضه اللي فيها النصب ده واللي بيكون فيها صوره لصاحب المصرف. وبتكون الصوره دي بايظه بسبب ان في حد جاب سبراي اصفر ورشه عليها، وبيكون الشخص اللي عمل كده كاتب جنب اللوحه رموز عايزك تفتكرها كويس يا صديقي لقدام. المهم ان سباستيان بيعرفهم انه ما يعرفش مين الشخص اللي دخل عمل كده، لان دخوله الاوضه ما تسجلش، ده معناه انه ما فتحش باب الاوضه اصلا عشان خاطر يدخلها. ده غير ان في تقريبا دقيقه ممسوحه من الكاميرات بتاعه المراقبه، واضح ان اللي دخل عمل كده هو اللي مسح الدقيقه دي بالذات لانها الدقيقه اللي دخل فيها. وبيعرف سباستيان شارلوك انه عاوز يعرف له بقى مين الراجل اللي عمل كده. في الوقت ده يا صديقي بيبدا شارلوك يفكر ويعرف الصوره دي مين اللي يقدر يشوهها وهي عليها علامات ورموز غريبه، لحد ما بيبدا شارلوك يعرف ان مفيش غير مكتب واحد بس هو اللي لو كنت جواه هتقدر تشوف الصوره بالرموز والحاجات اللي عليها. وبالتالي بمجرد ما عرف شارلوك كده بياخد جون وبيمشي، وبيعرف دلوقتي جون ان اللي على الصوره بتاعت صاحب المصرف اللي فات ده مش تخريب بل رساله موجهه لحد بطريقه مشفره. بيكون شارلوك متاكد ان الرساله دي موجهه لشخص واحد في المصرف وهو ايدي فانكون، وده صاحب المكتب اللي بيبص على طول على نصب التذكاري بتاع صاحب المصرف القديم.
وبالتالي الرسالة دي موجهة للأخ اللي اسمه إيدي ده، وعشان كده بياخد شارلو دلوقتي جون وبيروحوا سوا لبيت إيدي، وبيفضلوا بقى يحاولوا يوصلوا لإيدي عشان قادر يتكلموا معاه، لكن إيدي ما بيكونش في حد في شقته، وبالتالي بيقتحم شارلوك الشقة وبيفضل يلف فيها لحد ما بيلاقي إيدي مقتول. فعلى طول بيساعد شارلوك الشرطة وبييجوا حاليا بقيادة ضابط اسمه ديموك، واللي مش بيتبسط خالص 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 بوجود شارلوك كالعادة. ولما بيفحص ديموك المكان بيكتشف ان الشقة كانت مقفولة ومفيش اي اثر لدخول حد للشقة، وبيتوقع ديموك ان ايدي قتل نفسه، خصوصا يعني انه معاه مسدس وكان جنبه وهو ميت. بس شارلوك بيعرفه ان ايدي في حد قتله، لان كان في حد سايب له رسالة تهديد في مكان شغله. وقتها بيسأل ديموك هي ايه الرسالة بتاعت التهديد دي، لكن شارلوك بيعرفه انها كانت شفرة لغاية دلوقتي لسه ما فكوهاش، وبالتالي ما يعرفش ايه هي الرسالة. بياخد شارلوك دلوقتي جون وبيمشوا. بيروح حاليا لسباستيان وبيعرفوه اللي حصل، فبيعرفوا سباستيان ان ايدي ما كانش ليه اي اعداء نهائيا، وانه اكيد قتل نفسه زي ما ديموك قال بالظبط. وبيطلب سباستيان من شارلوك ان هو يركز على شغله ويعرف مين بس اللي ساب الرموز الغريبه والعلامات على صوره صاحب المصرف، وبيسيبهم سباستيان وبيمشي. عجب الاخر بنشوف صديقي صحفي كده اسمه براين، كان بيهرب كده من حد وبيدخل بعد كده بيته وبيقفل عليه، لكن الحد ده بيدخل على براين ومش بنعرف عمل له ايه حاليا، لكن الاكيد انه قتله. تاني يوم بيروح جون لعيادة كده بتاع الدكتور اسمها سيرا، وبيقدم على شغل في العيادة دي، فبتوافق الدكتورة سيرا تشغله، وبيبان كده ان جون وسيرا يعني حبوا بعض من اول نظرة. المهم بيخلص جون وبيروح لشارلوك، وبيعرفوا شارلوك في الوقت ده انه عارف ان في صحفي اتقتل اسمه براين، وواضح كده انه مات بنفس الطريقة بتاعت ايدي، ان براين ده ساكن في دور عالي جدا زيه زي ايدي بالظبط، وكمان مفيش اي اثر لدخول الشقة، والقاتل حاول يبين برضو ان القتل ده كان انتحار، لكن شارلوك بيكون واثق انه اتقتل برضو زيه زي ايدي بالظبط. وبالتالي بياخد شارلوك دلوقتي جون وبيروحوا لديموك، ويعرف شارلوك ديموك انه واثق ان براين اتقتل زيه زي ايدي بالظبط، وعاوز يروح شقته يعينها. فبيوافق ديموك وبياخدهم دلوقتي لشقه براين. فبيفضل بقى شارلوك يعين الشقه هنا وهناك لحد ما بيلاقي فتحه كده او شباك صغير، فبيعرف ديموك انه شاكك ان القاتل ده دخل من الشباك، وان القاتل عنده قدره على التسلق، وتسلق قبل كده البنك وساب الرموز او الرساله التهديديه دي لايدي، وبعدها على طول تسلق بيت ايدي وقتله، وكمان عمل كده مع براين. لكن ديموك مش بيقتنع يا صديقي بكل الكلام ده، بس شارلوك بيعرفه انه هيثبت له الكلام ده قريب قوي. وبياخد شارلوك جون دلوقتي وبيكونوا ماشيين، لكن في الوقت ده بيلاقي شارلوك كتاب كده من مكتبه معينه، وبيعرف ان براين دايما كان بيتردد على المكتبه دي. فبيروح شارلوك وجون دلوقتي للمكتبه دي وبيفضلوا يدوروا فيها لحد ما بيلاقوا على احد الارفف بتاع المكتبه مكتوب رموز باللون الاصفر زي اللي كانت مكتوبه لايدي، وبالتالي بيعرفوا ان دي رساله التهديد الخاصه ببراين. بعد كده بيكون شارلوك عاوز يفك رموز الرسائل دي كلها عشان يفهم محتواها، عشان يعمل كده بقى بيروح دلوقتي لواحد من الشباب اللي يعرفهم اسمه راز، وراز ده بقى بيرسم دايما في الشوارع وكده يعني، فبيوري له شارلوك الرسائل اللي معاه وبيساله تعرف تفك الشفرات دي، لكن راز ما بيكونش يعرف يفك اي شفرات من الحاجات اللي قدامه دي، بس بيعرف شارلوك انه يعرف نوع الطلاء اللي الرموز مكتوبه بيه، ويعرف كمان بتتباع فين، وهيدور له في الموضوع كويس ويرد عليه. يوافق شارلوك، وقبل ما يمشوا بتوصل الشرطه للمكان عشان تقبض على راز انه يعني بيرسم على الحيطان بتاعت الشوارع. فبيهربوا دلوقتي راز وشارلوك، اما جون الغلبان فبيتقبض عليه، لكنه يعني عادي بيخرج وبيروح دلوقتي البيت يقابل شارلوك. في الوقت ده شارلوك بيطلب من جون انه يروح للضابط ديموك وياخد منه مذكرات براين اللي كانت في بيته، ويعرف منها خط سير براين بالظبط، بحيث يقدر يعرف هو كان فين قبل ما يموت، وبكده ممكن يقدروا يعرفوا ويحلوا القضيه. اما شارلوك فبيقرر هو كمان ان هو يروح يعرف خط سير ايدي، وعشان شارلوك يعرف خط سير ايدي بالظبط بياخد بعضه وبيروح للمصرف اللي شغال فيه، وبيقابل مساعدته اماندا، واللي اول ما بيتكلم شارلوك معاها عن ايدي بيعرف على طول انها كانت عشيرته في الحرام والعياذ بالله. وخليك صديقي فاكر اماندا دي كويس برضو لقدام. المهم ان شارلوك بيعرف خط سير ايدي منها، وعلى طول بيمشي عليه لحد ما بيوصل لعند سوق كده اسمه السوق الصيني، وبيكون عند محل معين هناك، ومفروض يعني ان المحل ده كان ضمن المحلات اللي ايدي زارها قبل ما يموت. الفكره بقى ان شارلوك بيقابل جون عند المحل ده، وبيعرفه جون ان المحل ده كان من خط سير براين هو التاني. طبعا بيستغرب شارلوك جدا، وبيدخل دلوقتي هو وجون المحل ده، فبيلاقوه محل بيبيع تحف صينيه عادي خالص. الفكره بقى يا صديقي انهم بيلاقوا كوبايه كده في المحل مكتوب عليها شفره شبه الشفره اللي كانت مكتوبه لايدي وبراين في رسائل التهديد. فبيسالوا الست اللي في المحل هو ايه الشفره دي بالظبط، فبتعرفهم ان دي مش شفره بل دي ارقام مكتوبه باللغه الصينيه القديمه. وقتها الكل بيكونوا عرفوا كل اللي هم عاوزينه، فبيخرجوا بره المحل وبيقعدوا في مكان كده، وبيعرفوا ان رسائل التهديد دي كانت عباره عن ارقام مش كلام، بس ارقام بترمز لايه بالظبط او معناها ايه لسه ما يعرفوش. لكنهم صديقي بيقعدوا يفكروا سوا ايه اللي يربط براين وايدي بالمحل الصيني ده. وفي الوقت ده بيفتكر شارلوك ان ايدي وبراين كانوا بيسافروا الصين كتير، ان براين يعني كان بيكتب في جريده صينيه، اما ايدي فكان بيشتغل في المصرف اللي في قسم التجاره مع الصين. وبشويه ربط بسيط كده بيفهم شارلوك ان ايدي وبراين كانوا شغالين مع عصابه صينيه معينه،
والعصابة دي كانت بتستغل وجودهم في الصين وبيهربوا معاهم تحف وبييجوا يسلموا التحف هنا في المحل الصيني. لكن واضح كده ان في حاجة من التحف دي اتسرقت ومحدش يعرف مين سرقها، هل ايدي ولا براين. فبالتالي العصابة قتلت الاتنين. واثناء بقى ما كان شارلوك قاعد مع جون وبيعرفه كل الكلام ده، بين محشر لك شقة كده جنب المحل الصيني. الشقة دي في كتاب قدامها واضح انه بقاله كام يوم قدام الباب ومحدش خده. فبيستغرب شارلوك وبيحس ان الشقة دي ليها علاقة بالعصابة برضو. بيروح شارلوك للشقة دي واللي بتكون شقة سوء اللي اتكلمنا عنها من شوية لو تفتكر. المهم ان شارلوك بيفضل يخبط على الباب لكن محدش بيفتح، فبيتأكد شارلوك ان الشقة دي ليها علاقة بالعصابة. وبالتالي بيسيب جون وبيقتحم الشقة وبيفضل بقى يدور على سو صاحبة المكان لكنه مش بيلاقيها. بس فجأة بيلاقي شارلوك في حد في الشقة والحد ده بيهجم عليه وبيفضل يخنقه عشان يموت. فبيعمل شارلوك نفسه ميت فبيسيبوا الشخص ده وبيهرب. وقتها بيخرج شارلوك من الشقة عادي وبيعرف جون ان الشقة دي ليها علاقة فعلا بالعصابة. واضح ان سو كانت هتتقتل زيها زي ايدي وبراين، لكن القاتل ما لقيهاش لانها هربت ولقيني انا وكان هيقتلني زي ما حصل دلوقتي. المهم يعني ان شارلوك بقى بيلاقي في المكان الرساله اللي كان كاتبها اندي لسو، وبيلاقي ان الرساله مكتوبه على ورقه تابعه للمتحف. فعلى طول بيروحوا شارلوك وجون المتحف وبيقابلوا اندي وبيسالوه بقى عن سو. فبيعرفوا اندي ان سو كانت بنت شغاله في المتحف هنا لكنها اختفت فجاه كده بدون اي سبب. فده بيطلب شارلوك ان هو يشوف اخر مكان كانت بتشتغل فيه سو. فبياخدوا اندي للمكان ده واللي كان فيه تمثال. الفكره بقى ان التمثال ده كان مرسوم عليه رساله التهديد. فبيعرف شارلوك ان في حد كتب لسو رساله التهديد ولما لقيتها هربت. فالعصابة لسه برضه مش عارفة توصل له. وبيقرر شارلوك دلوقتي انه لازم يوصل لسو بأي شكل كان لانها هتفهمهم كل حاجة. المهم في الوقت ده يا صديقي بيجي الراز لشارلوك وجون وبيعرفهم انه عاوزهم دلوقتي في مشوار. وياخدهم كده لمكان فيه رسامين كتير وناس كتير بترسم على الحيطان. المهم يعني ان الراز بيوريهم رسمة معينة مرسومة بنفس الطلاء اللي بتتكتب بيه رسالة تهديد. فوقتها مش بيصدق شارلوك نفسه وبيطلب من جون يلف في كل مكان ويشوف أي رسومات تانية بالطلاء ده. فيوافق جون وبيبدا هو دلوقتي وشارلوك يلفوا في كل مكان يشوفوا رسومات تانية مرسومه بنفس الطلاء، لحد ما بيلاقي دلوقتي جون في حيطه كبيره مرسوم عليها رموز كتير غريبه بنفس الطلاء. بياخد جون صوره للرسمه دي ويوريها دلوقتي لشارلوك ولا بيكونش فاهمها برضه، لكن ده بيخليه يزيد اصرار انه يلاقي سو عشان خاطر يفهم منها كل حاجه. فبناء عليه بيروح شارلوك وجون تاني لاندي يمكن يوصلوا منها لاي حاجه توصلهم لسو. واثناء بقى ما كان شارلوك في المتحف بيكتشف ان في بعض التحف ما كانتش مرممه وفجاه اترممت. فبيعرف ان سو اللي رممتهم وبيعرف دلوقتي ان سو مستخبيه في المتحف هنا. فبناء عليه بيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها في ورشه الترميم التابعه للمتحف وعايشه هناك. فبيقعد بقى شارلوك وجون معاها وبيطلب منها يعني تفهمهم كل حاجه. فبتبدا بقى سو تحكي لهم كل حاجه وهنا اخيرا بنفهم كل حاجه. بص يا سيدي، سو عرفت شارلوك وجون انها هي واخوها اللي لقبوا العنكبوت كانوا بيشتغلوا في عصابه تهريب اسمها عصابه اللوتس الاسود، بيديرها حد اسمه الجنرال شان. ولان العصابه دي بتحط وشم كده لكل الناس اللي فيها عشان يعني كل يعرف انهم تبع عصابه اللوتس الاسود. المهم يعني المفترض ان سو زهقت من العصابه دي فهربت منهم وفضلت سنين عايشه في انجلترا هنا، لحد ما جالها اخوها العنكبوت وعرفها ان في اتنين شغالين مع منظمه وهم ايدي وبراين. حد فيهم سرق كنز غالي من العصابه وعايزين يوصلوا له، لكن مين فيهم الحد ده ما كانش العنكبوت يعرف. فطلب من سو ان هي تساعده يعرفوا مين السارق بالظبط، لكن سو رفضت. وتاني يوم لقيت سو رساله التهديد اللي على التمثال فخافت وهربت. الوقت ده ما تمش شارلوك بكل ده وطلب من سو تفسر له الكلام اللي في الصوره اللي صورها جون من شويه. فبتعرفوا سو ان الكلام ده بيتفسر او الشفرات دي كلها بتفسر من خلال كتاب مشهور موجود مع كل الناس. وقبل ما سو تفهم شارلوك اي حاجه عن الكتاب بيلاقوا كل النور قطع في المكان، فبيعرفوا ان العنكبوت جه هنا بحيث يقتل سو. فبسرعه كل واحد بيروح في حته وبيحاول يهربوا، لكنه يعني بيوصل في النهايه لسو وبيقتلها وبيهرب من المكان. بعد اللي حصل ده بيروحوا شارلوك وديموك للمشرحه وبيشوفوا جوزس براين وايدي، فبيلاقوا على رجلهم شعار منظمه وكده يعني، فبيتاكدوا من كلام سو بجد. لكن شارلوك بيكون عاوز يفك شفرات الكلام اللي صوره جون قبل كده، والكلام ده فك شفراته عن طريق احد الكتب اللي سو ما لحقتش تقول هو ايه بالظبط. فبالتالي بيطلب شارلوك من ديموك انه يجيب له كل الكتب اللي في بيت ايدي وفي بيت براين بحيث يدرسهم ويعرف فك الشفره من انهي كتاب بالظبط. فيوافق ديموك، وبعد شويه بيجيب لجون وشارلوك كل الكتب. فيفضلوا بقى شارلوك وجون يفحصوا كل الكتب يمكن يوصلوا لحاجه، لكن للاسف مش بيوصلوا. تاني يوم بقى كان جون في الشغل وبيقابل سيرا وبيعرض على سيرا انهم يخرجوا سوا لانه يعني زي ما قلت لك حبها، فبتوافق سيرا بدون تردد. بعد كده بيروح جون لشارلوك وبيعرفه انه هيخرج مع سيرا النهارده، فبينصحه شارلوك يعني يروح للسيرك كده لانهم هيتبسطوا هناك. فيوافق جون وبياخد سيرا للسيرك ده فعلا، وبيكتشف انه سيرك صيني. المهم قبل ما جون يدخل السيرك بيلاقي شارلوك جاي له، وبيعرف شارلوك جون ان السيرك ده غالبا تبع العصابه وغالبا هنلاقي في العنكبوت، لان هيجيبوا مين يعني غيره يقدم عروض خطيره في السيرك؟ ده راجل بيتسلق ادوار رهيبه بدون ما يحصل له اي حاجه، يبقى اكيد هيجيبوه في السيرك هنا. وقتها مهتم جون بكل ده واتضايق بس من اللي عمله شارلوك لانه حرفيا بوظ له خروجته كلها.
لكنه يعني ما اعترضش ودخل الكل يتفرجوا على العرض بتاع السيرك. اما شارلوك فسب الكل ودخل غرفه الملابس يدور على اي حاجه تثبت ان الناس هنا تبع العصابه، لكن شارلوك مش محتاج يدور كتير لان بيجي له واحد من السيرك وبيحاول يقتله، وانا بتاكد شارلوك ان الكل في السيرك تبع العصابه. المهم ان الراجل ده بيضرب شارلوك وبيرمي المسرح بتاع السيرك، وقتها كل الموجودين بيهربوا ما عدا جون اللي بيروح يدافع عن شارلوك، فالراجل ده بيضربه هو كمان وبيرجع يكمل في شارلوك، بس بتيجي سيره وبتضربه فبيغمى عليه وعلى طول بيهربوا الثلاثه من المكان وبيروحوا البيت. وهناك بيقعد شارلوك يحاول يفك الرساله اللي في الصوره اللي صورها جون، ان شارلوك متاكد ان مقال العصابه السري مكتوب في الرساله دي. بعد شويه تدوير بقى مش بيوصل شارلوك لحاجه معينه، فبيقرر يروح المتحف اللي كانت فيه سو يمكن يلاقي حاجه تفهمه الشفره دي بالظبط. اما جون واسيره فبيفضلوا في الشقه ومش بيعدي وقت طويل وبيجي شخص وبيخطفهم وهم الاثنين، ونعرف مين ده ولكن قدام. اما بنخرج بقى لشارلوك اللي كان رايح للمتحف، بس وهو ماشي بياخد باله ان كل السياح اللي في الشارع بيستخدموا كتاب كده اسمه دليل لندن، وبيفتكر انه شاف الكتاب ده عند براين وعند ايدي، وبيفتكر كمان ان سو قالت له ان الكتاب ده اللي بيفك الشفرات يعني موجود مع كل الناس. ولما بيربط شارلوك كل الكلام ده ببعضه بيكتشف ان الكتاب اللي هيفك منه الشفرات هو كتاب دليل لندن، فبالتالي بياخد شارلوك الكتاب ده من واحد ماشي في الشارع، وبيفهم في اللحظه دي ان الشفرات المكتوبه في الرسائل هي عباره عن ارقام بيوضح سطر معين في الكتاب، لما تقراها تفهم الرساله اللي مبعوثه لك. بمعنى اصح الرمز اللي كان مكتوب في رساله التهديد لايدي وبراين وسو كان عباره عن رقم 15 ورقم 1، وده معناه افتح الصفحه 15 اول كلمه هي دي الرساله. وفعلا بيعمل شارلوك كده، ولما بيفتح الصفحه 15 وبيبص على اول كلمه بيلاقي اول كلمه مكتوبه في الصفحه 15 شخص ميت، وده معناه ان دي رساله تهديد ليهم انهم هيموتوا. بس بمجرد ما فهم شارلوك طريقه فك الشفره بياخد بعضه بيرجع للبيت، وبيلاقي طبعا البيت متدمر خالص بسبب طبعا اللي خطفوا جون وسيره. بيفكر شارلوك وبيقول ان اكيد اللي خطفوهم العصابه، وبيقرر يعرف مين العصابه السريه دي من الرساله اللي كان جون مصورها. فيبدا بقى يفك شفره الرساله دي، ولما بيفك شفرتها بيلاقيها بتقول ان اي حد عنده معلومات عن الدبوس الكنز اللي اتسرق من العصابه يروح للمقر السري في الانفاق المهجوره ويعرف الجنرال شان رئيس العصابه كل حاجه. وبس بيفهم شارلوك ان دي كانت رساله لكل عملاء العصابه في لندن، العصابه بتعرفهم فيها ان في كنز عباره عن دبوس اتسرق منهم وعايزين يعرفوا السارق مين بالظبط. لكن كل ده مش بيفرق مع شارلوك، وبيفرق معاه بس انه عارف مكان المقر السري، فبيقرر يروح ينقذ جون وسيره. عايزك جون وسيره فبنلاقيهم في المقر السري فعلا، وفي ست مثبتاهم كده، وبنعرف ان الست دي هي الجنرال شان رئيس العصابه، وبتكون شان فاكره ان جون هو شارلوك، فبتفضل تساله هل وصل لمكان الدبوس الكنز ولا لا، وبتقرر تقتل سيره على فكره لو ما اعترفش. فبيفضل جون يحاول يفهمها انه مش شارلوك اصلا، لكنها مش بتصدقه وبتكون هتقتل سيره. بس في الوقت ده بيوصل شارلوك بجد للمكان، فبتبدا شان ورجالتها يجروا وراه، فبيغفلهم وبيجي من وراهم وبيفضل يحاول يفك سيره. وفعلا بيقدروا يفكوا سيره وبينقذوها، وبيوصلوا دلوقتي الشرطه وبيقبضوا على رجاله شان من ضمنهم كمان العنكبوت. اما شان فبتكون هربت. بعدها صديقي بيقعدوا جون وشارلوك يفكروا فين بقى الدبوس الكنز ده، ويبقى عباره عن ايه بالظبط، ومين اللي سرقه. وبعد تفكير طويل بيقدر شارلوك يوصل للحقيقه. بيعرف جون ان من فتره كده كان في مزاد على دبوس شعر بتاع احدى الملكات، وكان معروض ب$9 مليون، لكن الدبوس ده اختفى فجاه لان العصابه سرقته. واضح ان ايدي او براين سرقوه من العصابه، فالعصابه خلصت عليهم. وبيفضل شارلوك يفكر الدبوس ده ممكن يكون فين، لحد ما بيفتكر انه شافه في شعر اماندا خطيبه ايدي. وهنا بقى بيفهم شارلوك ان ايدي الغبي سرق الدبوس من العصابه وهو ما يعرفش قيمته اصلا، فبالتالي ادى لاماندا كهديه ومات عشان خاطر الدبوس وهو اصلا ما يعرفش قيمته ولا فاهم اتقتل ليه، ده غير انه كان سبب في قتل براين وسو. اما اماندا فلابسه الدبوس عادي وهي ما تعرفش انها لابسه كنز حرفيا في دماغها. المهم بيروح بقى شارلوك لاماندا وبياخد منها الدبوس وبيسلمه للسلطات، وبتتحل القضيه دي كمان. اما بقى شان فبيشوفها حاليا في مكان سري كده وبتتواصل مع حد ما نعرفوش، والحد ده بيعرفها انها فشلت في مهمتها، ده غير انها كان ممكن تتسبب ان هويته تتعرف وبالتالي لازم يقتلها. وبدون مقدمات بنلاقي ان في حد مصوب ليزر علشان، فبنعرف انه خلاص هيقتلها، لكننا برضه مش بنشوف ده مين ولا بنعرف مين الشخص الخفي اللي بيكلمها، ولكن طبعا هنعرف قدام. بتعدي بقى فتره على كل ده، وبنشوف جون بيروح لشارلوك اللي كان حاليا عمال يضرب نار في الشقه من كتر الزهق ومن كتر ما هو حرفيا مش لاقي قضيه يشتغل عليها. المهم ان جون بياخد منه السلاح وبيهديه وبيقعدوا يتكلموا، فبنعرف من كلامهم ان جون عمل مدونه بيكتب فيها عن مغامراته مع شارلوك، بس شارلوك مش عاجباه المدونه لانه شايف ان جون بيحاول يظهره غبي. وقتها جون بيعرفه ان الكلام ده غلط، لكن شارلوك مش بيقتنع وبيشدوا سوا يعني، فبيتضايق جون وبيسيب البيت وبيمشي. بمجرد ما بيمشي جون بيحصل انفجار ضخم في البيت، ومش بنعرف شارلوك حصل له ايه. تاني يوم كان جون عند سيره، ومهم ان جون من الاخبار اللي هناك بيشوفها بيعرف اللي حصل طبعا في بيت شارلوك، فبيقلع على شارلوك وبيسيب سيره وبيروح البيت، فبيلاقي ان شارلوك بخير الحمد لله، وبيعرفه دلوقتي ان اللي حصل ده تسريب غاز مش اكتر من كده ويعني انتهى. المهم ان بيكون مع شارلوك اخوه مايكروفت، فبيعرف شارلوك حاليا انه عنده قضيه عاوزه يمسكها، والقضيه دي باختصار
كان في شخص اسمه اندرو كان بيشتغل في هيئه الدفاع، واندرو ده بقى سرق فلاشه عليها نظام الصواريخ الدفاعيه، والشرطه لقيته مقتول عند قضبان القطر. واضح كده انه كان بيبيع المخططات اللي على الفلاشه دي لحد، لكن الحد ده قتله وسرقها. وبيطلب مايكروفت من شارلوك انه يبحث في القضيه ويعرف وصل لايه بالظبط. بيوقف شارلوك جدا وهو متضايق انه مش بيحب يشتغل في حاجه مع اخوه. بعد كده بتيجي مكالمه شارلوك من ليسترد بيطلب منه ان هو يجيله ضروري، فعطول خد شارلوك جون وراحوا يعني قابلوا ليسترد. ليسترد حاليا عرف شارلوك ان الانفجار اللي حصل في بيته ما كانش تسريب غاز عادي بل كان مدبر، وليسترد عارف كده لان في حد بعت زي ظرف كده على الاداره هنا وعرف نفسه ان هو المفجر اللي فجر بيت شارلوك وانه بعت الظرف ده لشارلوك. وقتها بياخد شارلوك الظرف وبيرى اللي عليه، بيلاقي مكتوب ان هيكون في 5 اشارات لازم شارلوك يتعداهم عشان شارلوك يعرف مين المفجر ده. وخليك يا صديقي فاكر موضوع ال5 اشارات لان معناهم اصلا 5 جرائم مش 5 اشارات عاديين بالمعنى الحرفي. المهم ان شارلوك بيفتح الظرف فبيلاقي في موبايل، وبتوصل له صوره على الموبايل ده لشقه كده. لما بيشوف شارلوك الشقه بيفتكرها لانها شقه من ضمن شقق السيده هاتسن اللي اتفرج عليها قبل كده بس ما عجبتهوش فمأجرهاش. فبدون تضيع وقت بقى بيروح شارلوك على الشقه دي وبيفتحها، بيلاقي فيها كوتشي شكله قديم كده. وقبل ما شارلوك يفكر في موضوع الكوتشي ده بيجيله مكالمه من بنت بتعيط. البنت دي عرفت شارلوك ان في ناس خطفوها وحاليا ملبسينها متفجرات وقدامه 8 ساعات يا اما يحل القضيه بتاعت الكوتشي اللي ليها قدامه دي ويعرف قصته بالظبط، يا اما هي هتنفجر وبتقفل معاه. طبعا بيعرف شارلوك ان المفجر هو اللي عامل كده في الست دي عشان يعني يبدا يلعب مع شارلوك. وفي المجمل بياخدوا شارلوك وجون الكوتشي ده وبيروحوا بيه لمقر الطب الشرعي عشان يفحصوه. بتيجي دلوقتي طبيبه للمقر اسمها مولي وبتسلم على شارلوك، وبيكون يعني مع مولي خطيبها اللي اسمه جيم. وجيم ده يا صديقي لازم 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 تفتكره لقدام شويه. المهم ان جيم بيكون معجب بشارلوك وبذكائه وبيحاول يعني يتعرف عليه، لكن شارلوك بيعامله بطريقه وحشه بيزعل، مولي كمان بتزعل وبيمشوا. اما شارلوك فبيكمل شغله على الكوتشي اللي معاه ده وبيفضل يفحصه يمين وشمال، وفي النهايه بيعرف جون ان الكوتشي ده تم تصنيعه في الثمانينات، وبالتالي واضح ان من وقتها ومحدش لبسه وعشان كده حالته كويسه. وبيكون شارلوك متاكد ان الكوتشي ده بتاع طفل كان عايش في الوقت ده، واضح ان الطفل ده بشكل ما مات والكوتشي ده هو دليل اداه الجريمه، بس ازاي لسه مش قادر يفهم. مع شويه تفكير بقى بيفتكر شارلوك ان زمان في الثمانينات في طفل كان بيلعب سباحه في نادي معين هنا في المدينه اسمه كارل. كارل ده مات بشكل غامض عن طريق انه غرق في البسين اللي بيتدرب فيه، والشيء الغريب ان الكوتشي بتاعه ما كانش معاه، فواضح كده ان القاتل خد الكوتشي واحتفظ بيه، والكوتشي حاليا اهو مع شارلوك، واللي متبقي له حاليا شارلوك انه يعرف سبب وفاه كارل ده من الكوتشي اللي معاه. فبالتالي بيروح شارلوك البيت وبيكمل فحص في الكوتشي كويس جدا جدا لحد ما بيكتشف ان الكوتشي فيه نوع من انواع السموم، واللي واضح انها اختلطت مع مرهم مرض الاكزيما اللي كان الطفل كارل بياخده لانه كان مريض بالمرض ده، والمرهم اللي كان بياخده لانه مضاف ليه سم بدل ما يعالجه كان بيتعبه وبيضعفه، فبالتالي ما قدرش كارل يعوم في البسين وتعب جدا لدرجه انه غرق. وكده يكون شارلوك خلاص حل القضيه. فبيكتب الحل ده بقى في المدونه بتاعت جون. بدا بتيجي مكالمه شارلوك من الست المخطوفه ومربوط عليها متفجرات، وبتعرف شارلوك ان المفجر سمح له خلاص دلوقتي يجي ينقذها. فطبعا بيبعتوا لها جنود كده وبينقذوا الست دي الحمد لله، وما بتنفجرش ولا بيحصل لها اي حاجه. بعد كده بيروح شارلوك وجون لعند ليسترد، وهناك بيجيب لهم صوره جديده من المفجر، والصوره دي بتكون عربيه كده فاضيه في وسط الطريق. ومش بيعد وقت طويل وبتيجي مكالمة لشارلوك من شاب عمال يعيط ان يعني في ناس خطفوه وربطوه بالمتفجرات وناويين يفجروه لو شارلوك ما حلش القضية اللي صورتها اتبعتت له. في الوقت ده بقى شارلوك والكل بيبحثوا عن العربية لحد ما بيلاقوها، وبيلاقوا العربية دي فاضية ولكن فيها دم كده، وواضح ان صاحب العربية اتقتل. وبتكون موجودة في المكان زوجة صاحب العربية، واللي بتعرف شارلوك وجون ان جوزها كان مكتئب، وواضح يعني انه قتل نفسه، لكن فين جثته الله اعلم. طبعا الكلام ده مش بيدخل على شارلوك وبيسالها بس العربيه بتاعت جوزها فين، فالزوجه بتعرفه انه كان مأجرها من مكان معين كده. فعطول بيروح شارلوك للمكان ده وبيقابل رئيس شركه العربيات اللي اجر للراجل اللي اتقتل ده العربيه، وبيقعد شارلوك يتكلم معاه، لكن حقيقه الكلام ده مش مهم اصلا. المهم فعلا ان شارلوك بياخد باله ان الراجل ده معاه فلوس كولومبيه في محفظته، وهنا بيكون عارف اللي هو عاوزه فبياخد جون وبيمشي. وبيرجع شارلوك دلوقتي على البيت وبيفضل يفحص عينه من دم الراجل اللي لقيه في العربيه، وبيكتشف ان الدم ده كان متجمد وبس. في اللحظه دي بيكون شارلوك فهم كل حاجه وحل القضيه، وبالتالي بيروح لجون وليسترد وبيعرفهم حل القضيه، وهو كالاتي: الراجل اللي كان مأجر العربيه ده ما ماتش ولا حاجه، لكنه كان عليه ديون كتير فقرر يزيف موته ويهرب بره البلد، وزيف موته بمساعده صاحب الشركه بتاعت العربيات اللي سفره بقى لكولومبيا، وخد جرعه من دمه اللي كانت محفوظه في بنك الدم ورماها بقى في العربيه، بحيث الشرطه لما تلاقي العربيه تفتكر ان الراجل اللي مأجرها مات، ولان الراجل اللي مأجر العربيه مأمن على حياته، فنص الفلوس دي كانت هتروح للزوجه والنص التاني لصاحب شركه العربيات، والراجل المديون نفسه هيعيش عادي جدا بره في كولومبيا، وكده الكل يطلعوا كسبانين. وبس بما ان شارلوك حل القضيه بيكتبها بقى على المدونه،
بعدها بتجيله مكالمة من الشاب المربوط بالمتفجرات وبيعرف مكانه عشان خاطر يجي ينقذه، فبيبعت لشارلوك جنود عشان خاطر ينقذه. بعد كده بيروح شارلوك وجون مطعم ياكلوا، لكنهم مش بيلحقوا حرفيا، وبتيجي صورة جديدة لشارلوك. الصورة بقى المرة دي بيظهر فيها مذيعة مشهورة في التلفزيون اسمها كوني، وكوني دي بقى ماتت امبارح على طول. بعد كده بتيجي شارلوك مكالمة من ست عجوزة وعمية، الست دي عرفت شارلوك ان في حد رابطها بمتفجرات وهيفجرها هي كمان لو ما حلش قضية كوني. طبعا بيعرف شارلوك ان ده المفجر برضو، وانه عارف ان قضية كوني مش قضية عادية واتقتلت، فعايزني يعني اعرف مين القاتل. المهم بيروح شارلوك وجون وليستر للمشرحة وبيشوفوا جثة كوني، واللي المفروض يعني انها ماتت بسبب جرح كده كان في ايدها وجات له قرحة. لكن شارلوك لما بيفحص الجثة بيعرف ان الجرح ده عليه بكتيريا وهي سبب موتها، وبيكون عاوز يعرف البكتيريا دي جت منين. فبالتالي بيطلب من جون انه يروح لعيلة كوني دي ويتعرف عليهم، يمكن يوصل لاي معلومة كده ولا كده. اما بقى شارلوك فيشتغل بطريقته. وقتها بيروح جون فعلا لعيلة كوني ومكونة من اخوها كيني وخادمه راؤول. ومهم يعني ان جون لما بيتكلم معاهم بيعرف ان كيني ده مش بيشتغل واخته اللي كانت بتصرف عليه. وبيلاقي جون عند كيني كمان قطة كده، القطة دي بيكون واضح انها مصابة بكتيريا زي اللي كانت كوني مصابة بيها بالظبط وماتت بسببها. بمجرد بقى ما جون عرف كده بيتصل بشارلوك وبيخليه يجيله، وبيتكلم دلوقتي جون معاه وبيعرفه ان كيني اخو كوني حط البكتيريا على القطة بتاعت كوني بحيث كوني تتعدي منها وتموت. لكن شارلوك بيعرفه ان كل كلامه ده غلط، وان القطة دي كان عليها البكتيريا بسبب نوع المنظف اللي بيستخدمه راؤول الخادم في تنظيف البيت، وان كمية البكتيريا دي قليلة جدا ما تقتلش حد. بس شارلوك بيعرف جون برضو ان اللي قتل كوني هو برضو راؤول، لان شارلوك يا صديقي عمل ابحاثه وعرف ان كوني كانت ناوية تديش فلوس لاخوها كيني تاني خالص ويتعامل مع نفسه، وده ضايق راؤول لان ده معناه انه هيفتير زي كيني بالظبط. وعشان يحل المشكلة دي حط البكتيريا في البوتوكس اللي بتاخده كوني دايما، ان هو اللي بيدولها بنفسه وفضل يحقنها بيه لحد ما ماتت. بس بكانت كل حالة القضية، فبيروح شارلوك وجون عند ليسترد، وكالمعتاد بيكتب شارلوك القصة على مدونة. فبتجيله مكالمة من العجوزة المربوطة بالمتفجرات، والعجوزة بتشكر شارلوك انه ساعدها وهيجي دلوقتي طبعا هو ينقذها. وبتبدأ العجوزة توصف شكل المفجر ده لشارلوك بحيث يعني يقدر يوصله، لكنها قبل ما تلحق تقول اي حاجة عن المفجر بوم بيفجرها وبتموت للأسف، وطبعا بيكون فجرها لانها كانت تفضحه. عامة بعد كده بقى بيعرف شارلوك من ليسترد انهم لقيوا جثة عند البحر، فبيعرف شارلوك ان الجثة دي ليها علاقة بالمفجر برضو، لكنه بيستغرب ان مفيش اي مكالمة بتجيله من حد المفجر ده رابطه بالمتفجرات. لكن شارلوك مش بيهتم وبياخد جون وبيروح عند جثة الشخص المقتول، واللي بيعرف شارلوك من ليسترد ان اسمه اليكس وانه بيشتغل في متحف معين كده. في الوقت ده بيفكر شارلوك شوية وبيعرف الكل ان المتحف اللي المفروض اليكس ده شغال فيه اعلن انهم عندهم لوحة تاريخية مفقودة من الخمسينات. اللوحة دي قال ايه يعني هما لقيوها حاليا ومفروض انهم هيبيعوها ب 30 مليون دولار. بس بشوية تفكير وبربط بسيط للأحداث بيفهم شارلوك ان اللوحة دي مزورة، وواضح ان العامل اليكس ده عارف بشكل ما ان اللوحة دي مزورة وكان هيعطل البيعة، فبالتالي المفجر خلص منه عشان يعني يقدر يبيع اللوحة ب 30 مليون دولار. بمجرد ما شارلوك عرف كل ده بيطلب من جون انه يروح بيت اليكس ويجمع معلومات عنه. اما شارلوك بقى فبياخد بعضه بيروح للمتحف اللي كان اليكس شغال فيه، وهناك بيقابل عالمة بتشتغل في المتحف. بيعرف شارلوك ان اللوحة دي مزورة بس هو مش عارف يثبت الكلام ده، لكنه يعني هيثبت كده وهيحبسها هي التانية لو كانت مشاركة في الموضوع، وبيسيب شارلوك المكان وبيمشي. اما جون بقى فبياخد بعضه بيروح يقابل بنت كده صديقة اليكس. ومهم يعني ان صديقة اليكس دي عرفت جون ان اليكس جات له مكالمة من عالمة في المتحف اسمها كرينز، وكرينز دي يا صديقي غير اللي شارلوك قابلها من شوية. المهم ان كرينز دي كانت بتقول لاليكس في المكالمة ان كلامه صح واللوحة مزيفة وانهم لازم يتقابلوا، بس ما تقابلوش للاسف لان اليكس مات. وبيعرف جون كمان ان اليكس كان بيحب جدا جدا مراقبة النجوم والكواكب ودراستهم، وخليك يا صديقي فاكر المعلومة دي برضو لقدام. اما بعد كده بتيجي رسالة لجون من مايكروفت بيهزقوا فيها ان هو وشارلوك سايبين القضية بتاعت اندرو اللي قلنا انه سرق مخططات من وزارة الدفاع لو تفتكر. فتا بيحس جون انه مقصر فعلا، فبياخد بعضه بيروح لخطيبة اندرو وبيتكلم معاها، وبيعرف منها ان خطيبة اندرو اللي مات كان معاها عادي جدا يوم وفاته، لكنه سابها بسرعة عشان كان عاوز يروح مشوار، ومن ساعتها مرجعش لانه اتقتل واترمت جثته عند القطر زي ما قلنا. المهم يعني ان كمان خطيبة اندرو بتعرفه ان خطيبها محترم وعمره يعني ما يسرق مخططات من شغله، واكيد في حاجة غلط، فبيوعدها جون انه هيحل المشكلة. واثناء ما كان جون ماشي بيقابل جو اخو خطيبة اندرو، واللي بيطلب دلوقتي من جون انه يهتم بالقضية، فبيوافق جون وبيمشي. وعايزك برضه تفتكر الراجل ده لقدام. في المجمل بعد كده بيروح جون لشارلوك وبيعرف موضوع الدكتورة او العالمة كرينز دي اللي كانت تعرف بان اللوحة مزيفة زيها زي اليكس. في اللحظة دي بيعرف شارلوك ان اكيد المفجر هيقتلها زي ما قتل اليكس، فبالتالي بيقرروا يروحوا ينقذوها. وبتكون الدكتور كينز دي في الوقت ده في مسرح كده بتجهز لعرض هتعمله، وفجأة بيدخل قاتل من رجالة المفجر وبيقتلها. وفي اللحظة بيوصل جون وشارلوك وبيتعاركوا معاه، بس بيكون اقوى منهم بكتير وبيقدر يتغلب عليهم وبيهرب من المكان.
وبموت كرينز مفيش حد هيقدر يقول لشارلوك ايه المزيف في اللوحة ولازم شارلوك يعرفه لوحده. فبناء عليه بيروحوا شارلوك وجون المتحف وبيقابلوا العالمة اللي هناك اللي شارلوك اصلا شاكك فيها، ويفضل بقى شارلوك يسألها ايه المزيف في اللوحة لكنها بترفض تقول اي حاجة. وقتها بيبدأ شارلوك يركز في اللوحة يمكن يعرف ايه الدليل بنفسه انها مزيفة، بس مش بيعرف. وفي كل ده بتيجي مكالمة شارلوك من طفل، الطفل ده بيعرفه ان المفجر خطفه وهيفجره في خلال دقايق لو ما حلش اللغز. وقتها بيبدأ شارلوك يفكر اكتر واكتر لحد ما بيقدر يتوصل ان اللوحة دي كانت مرسومة زمان جدا، ومع ذلك ظاهر في اللوحة نجم كده. النجم ده مظهرش في السماء الا في الفترة الاخيرة دي، وده معناه ان اللوحة دي مزيفة ومش اللوحة الحقيقية. وبكده يكون حل شارلوك اللغز والطفل تم انقاذه. اما شارلوك بقى فبيقعد هو ولاسترد مع العالمة اللي شارلوك شاكك فيها، ويفضلوا بقى يستجوبوه. فبتقول الست دي كل حاجة، وتعرف شارلوك انها راحت لشخص في الارجنتين رسام محترف جدا وخليته يرسم اللوحة اللي المفروض يعني لا تقدر بثمن واختفت من زمان. ولان الرسام ده كان محترف جدا قدر يرسم لوحة شبهها بالظبط، قررت العالمة تستخدم اللوحة في المتحف وتقول انها الحقيقية عشان تبيعها، ولكن يعني شارلوك كشفها. وبتعرف العالمة شارلوك انها تواصلت مع شخص اسمه موريارتي عشان يعني يجيب لها ناس يشتروا اللوحة، وموريارتي ده رئيس منظمة إجرامية لكن العالمة ما تعرفوش ولا تعرف شكله. في اللحظة دي يا صديقي بيفتكر شارلوك ان سواق التاكسي لو تفتكره قال له اسم موريارتي برضه وان هو اللي مسلطه عليه يقتله، فبيعرف شارلوك ان موريارتي ده هو المفجر وهو اللي ورا كل المصايب دي. في المجمل بعد كده بيركز شارلوك في قضية اندرو بتاعت اخوه مايكروفت، وبياخد شارلوك جون وبيروحوا يقابلوا جو اخو خطيبة اندرو، وبيكون شارلوك متأكد ان هو اللي ورا قتل اندرو لان جو ده كان دايما بيتهرب من التحقيقات لغير انه كان تاجر مخدرات. مهم بيعترف جو دلوقتي انه سرق من اندرو خطيب اخته مخططاته اللي كانت معاه عشان خاطر يبيعها بفلوس كتير جدا، لكن اندرو عارف وجه مره يتخانق معاه والموضوع شد منهم، وبالغلط جو زقه فوقع اندرو ميت. فتخلص جو بقى من الكوسه بتاعته عند قضبان القطر، ومن وقتها والمخططات معاه ومش عارف يبيعها. فروح ده بياخد شارلوك من جون المخطط وبياخد جون وبيمشوا. بعد كده بقى بيروحوا البيت وبيقرر جون يروح يقعد مع سيرا، اما شارلوك بقى بيكتب على مدونه انه حل القضيه الخمسه وان المخططات معاه، وعاوز بقى يقابل موريارتي في مكان معين يسلمه المخططات. وبنفهم هنا بقى ان شارلوك فهم ان قضيه اندرو دي هي القضيه الخمسه اللي كان المفجر او موريارتي يعني بيتكلم عنها في الاول خالص لو تفتكر. وبيفهم شارلوك دلوقتي برضو ان موريارتي بيعمل كل ده بحيث يلغوش على الجريمه الاساسيه واللي هي سرقه المخططات. هو بيروح شارلوك في المكان المتفق عليه عشان خاطر يقابل موريارتي، لكنه بيتفاجئ بجون داخل عليه ومربوط بمتفجرات. وهنا بقى بيجي موريارتي، واللي بنكتشف انه اخر حد ممكن نتوقعه الا وهو جيم صديق الدكتوره مولي اللي شفناه من شويه لو تفتكر. وهو بيتكلم موريارتي مع شارلوك وبيعرفه ان في قناصين مقنصين عليه حاليا هو وجون، فلو فكر يتغابى ويعمل حركه كده ولا كده هيقتلوه. بعد كده بيعرف موريارتي شارلوك انه نسخه منه ولكن في عالم الجريمه وبيشتغل كمحقق خاص ومساعد لكل المجرمين، وانه فعلا معجب بذكائه وكان نفسه يشتغل معاه، لكن طبعا ده مش هيحصل ولا ينفع حتى ان هم يبقوا ضد بعض، فلازم يخلص منه. وبيقوم موريارتي رجالته خلصوا على شارلوك وجون، بس قبل ما ده يحصل بتيجي مكالمه جيم من واحده ست ما نعرفش هي مين. المهم ان الست دي بتقدر تقنع جيم انه ما يقتلش شارلوك وجون، فبيقرر جيم ان هو يسيبهم، وبالفعل بياخد بعضه وبيمشي وبيسيبهم عايشين. وبيكون شارلوك وجون هيتجننوا ومش عارفين مين اللي خلى جيم يعمل كده، لكنهم بيقرروا يعرفوا. في المجمل بتعدي بقى الايام وبنشوف ان جون لسه مستمر في كتابه قصصه مع شارلوك على المدونه بتاعته، وبسبب كده شهره شارلوك وجون زادت جدا جدا، وبقى يجي لهم ناس كتير جدا عايزين يعينوهم في قضايا بحيث يحلوه. وبيستقبلوه على فكره شارلوك وجون كتير من الناس اللي عايزينهم يمسكوا قضايا خاصه بيهم ويحلوها، بس شارلوك مش بيقبل ولا قضيه منهم لانه بيشوف ان القضايا دي تافهه وكلها سهله وممله، فمش عايز يضيع وقته فيها. عموما يعني في مره بقى ليسترد بياخد شارلوك وجون عند عربيه كده، وبيعرفهم انه ليه العربيه دي ولقي فيها جثه شخص ميت. الشيء الغريب بقى في القضيه دي ان الشخص الميت ده المفترض انه كان على طياره في المانيا، والطياره دي انفجرت وماتوا كل اللي فيها، فازاي بقى الجثه دي وصلت هنا وما ماتتش مع اللي ماتوا على الطياره؟ وقتها بيبدا شارلوك يفحص الجثه، وبيقرر خلاص من اللحظه دي انه يشتغل على القضيه لحد ما يعرف يحلها. تاني يوم بقى بيجي شارلوك وجون شخص كده سواق، السواق ده بقى يا سيدي عرف شارلوك وجون انه حصل معاه كارثه، وبدا بقى يحكي لهم الكارثه دي. فبنرجع لمدى 14 ساعه بالظبط، وبنشوف ان السواق ده العربيه بتاعته عطلت في مكان نائي كده ما فيهوش اي حد، لكن السواق لمح شخص كده رحال واقف عند العربيه. السواق طبعا ما اهتمش بالرحال ده وبدا يحاول يصلح العربيه بتاعته، لكن للاسف بيفشل والعربيه بتطلع صوت عالي وبتبدا تنفجر. في اللحظه دي بقى السواق طبعا مركزش مع الرحال وركز مع عربيته، ولما رجع يبص بعد كده على الرحال لقيه واقع على الارض ومقتول. من اللي قتله وليه الله اعلم. وقتها القضيه دي بتشد شارلوك جدا يا صديقي، فبيقرر برضه يمسكها، بس شارلوك بيقرر انه مش هيروح يفحص مسرح الجريمه، انه بقى ليه معجبين كتير جدا وكل ما بيشوفوه بيقرفوه وهو مش عاوز كده،
فبيبعت جون، وفعلا بعد شويه بيوصل جون لمسرح الجريمه وبيقابل الضابط المسؤول عنها واللي اسمه كارتر. وحاليا بقى بيتصل جون بشارلوك فيديو كول وبيبدا بقى يوري له كل حاجه في المسرح بتاع الجريمه عشان يدرسها. بيقدر شارلوك بقى يعرف من الكلام ده كله ان الرحال ده مات بسبب خبطه على دماغه من اداه حاده، لكن فين الاداه دي محدش يعرف. وبيعرف شارلوك كمان من كارتر ان الرحال ده في الحقيقي هو رياضي مشهور كبير جدا، وكان مسافر بره البلد اخر فتره ولسه راجع، وقبل ما يروح بيته حرفيا اتقتل بالشكل البشع ده. المهم قبل ما شارلوك يكمل كلام مع جون وكارتر، هوب بيدخلوا ظباط عليه وبيقبضوا عليه، وعلى الجانب الاخر بنشوف ان في ظباط كمان بيروحوا برضه لجون وبيقبضوا عليه. وبس بياخدوا جون بقى لقصر برمنجهام، وده المقر اللي بيقعد فيه ملك او ملكه انجلترا. وفي القصر بقى بيتفاجئ جون ان شارلوك موجود هنا لانهم جابوه هنا قبله. وطبعا بيكونوا شارلوك وجون مش فاهمين هم بيعملوا ايه هنا، لكنهم بيفهموا كل حاجه بعد شويه لما بيوصل لمكان مايكروفت اخو شارلوك. بيعرف شارلوك وجون دلوقتي انه جابهم هنا لانه محتاجهم في مهمه كبيره جدا. قبل ما يقول مايكروفت اي حاجه بيوصل لمكان شخص ذو منصب مهم جدا في البلد اسمه هاري. هاري ومايكروفت بقى قعدوا مع شارلوك وجون وبداوا يتكلموا في تفاصيل القضيه. فبنعرف من كلامهم ان هاري ومايكروفت عايزين شارلوك وجون ان هم يدوروا ورا ست كده اسمها ايرين ادلر، ان ايرين دي بقى ماسكه صور مخله على حد مهم جدا في القصر هنا. الحد ده هي بنت شابه، لكن هاري ومايكروفت بيرفضوا يقولوا مين البنت دي بالظبط. وده بيتضايق شارلوك انه بيكون عاوز يعرف التفاصيل كلها اللي هيشتغل بيها والمصلحه مين ومين البنت الممسوك عليها صور وما الى ذلك. بس مايكروفت وهاري بيرفضوا يقولوا هي مين، ويفضلوا بقى يطلبوا من شارلوك انه يقوم بالمهمه وبس. فيوافقوا شارلوك وجون وفعلا بيقرروا يقوموا بالمهمه دي. بدون تضييع وقت بيروحوا شارلوك وجون لبيت السيده ايرين ادلر، وبتدخلهم دلوقتي مساعده ايرين اللي اسمها كيت. وبعد وقت مش طويل بتيجي ايرين وبتقابل شارلوك، وتكون ايرين عارفه ان ده شارلوك وانه جاي يحقق بخصوص الصور وعاوز يوصل لها. وبتكون ايرين عرفت كل ده لانها اصلا بتراقب شارلوك وجون. المهم في اللحظه دي بقى بيقول شارلوك لجون يخرج بره الاوضه يستناه، ويفضل بقى هو قاعد مع ايرين. بيفضل دلوقتي يقول لايرين انه متاكد ان الصور هي مخبياها هنا في مكان ما، لكنه لسه ما يعرفش وهيعرف. ايرين وقتها مش بتهتم بكل ده، وتعرف شارلوك انها تعرف كل حاجه عنه، حتى موضوع قضيه الرحال اللي شغال عليها. بتفضل بقى تتناقش معاه في القضيه دي عشان خاطر يوصلوا لحل. بس شارلوك مش بيهتم برضه، وبيفضل يفكر ممكن تكون مخبيه الصور فين. اما بقى جون في الوقت ده بيولع في ورقه كده كانت معاه، وبسبب كده كل انذارات الحريق اللي في البيت بتشتغل. وفي اللحظه دي بتقلق ايرين على الصوره، فبتبص على المكان اللي مخبيه فيه واللي هو ورا مرايه كده. وهنا بقى بيعرف شارلوك مكان الصوره، فبيطلب من جون ان هو يقفل انذار الحريق وبيشيل المرايه. فبيلاقي وراها خزنه صغيره، الخزنه دي بقى جواها الصور، لكن الخزنه بتكون برقم سري. فبيسال شارلوك ايرين على الرقم، فبتقول له انت شفت الرقم بمجرد ما قابلتني. فبيستغرب شارلوك وبيفضل يفكر هي قصدها ايه. وفي الاثناء دي يا صديقي بيوصل عند جون ثلاث اشخاص مسلحين وبيمسكوه. بعد بيدخلوا الاوضه وبيثبتوا شارلوك وايرين، وبمجرد ما بيسمع شارلوك طريقه كلامهم بيعرف انهم امريكان. وحاليا قائد الناس دول بيامر شارلوك ان هو يفتح الخزنه انهم عاوزين اللي فيها. وهنا بقى بيدرك شارلوك ان ايرين دي مش معاها بس صور مخله لحد مهم زي ما مايكروفت وهاري قالوا، بل معاها حاجات اكبر من كده بكتير. المهم ان قائد الامريكان بيعرف شارلوك انه هيقتل جون لو ما عرفش يفتح الخزنه. فبيفضل شارلوك يفكر لحد ما بيفهم قصد ايرين ايه لما قالت له انه شاف الرقم السري اول ما شافها. فبيعرف ان ايرين قصدها ان الرقم السري هو مقاسات لبسها. فبيكتب دلوقتي شارلوك الارقام دي وبتطلع صحيحه. وقبل ما يفتح شارلوك الخزنه بتبص له ايرين وبتشاور له يبعد عنها، فعلى طول بيفتح شارلوك الخزنه وبيبعد. وكويس انه عمل كده لان الخزنه كان فيها مسدس ضرب طلع على طول جت في واحد من الامريكان فمات. اما الاثنين الامريكان التانيين فشارلوك وايرين بيضربوهم وبيقدروا يسيطروا عليهم. بعد اللي حصل ده بياخد شارلوك موبايل كده من الخزنه بتاعت ايرين، وبيكون في الموبايل ده كل حاجه حرفيا مع ايرين. بتعرف ايرين شارلوك انها عمرها ما هتفضح حد بالحاجات اللي على الموبايل، لكن الموبايل ده معاها للحمايه مش اكتر. وبتعرفوا انها معاها حاجات اكتر بكتير من صور مخله بس البنت في منصب مهم زي ما هو فاكر. وبتطلب منه يديها الموبايل وهي تبقى تعرفه، بس شارلوك بيرفض. فعلى طول بتجيب ايرين حقنه كده وبتضربه بيها، فبيبدا يتخدر. وبتفضل ايرين تضربه وبتاخد التليفون وبتهرب. بعد اللي حصل ده بيجي بقى جون وبياخد شارلوك وبيروحه، وبيكون شارلوك لسه متخدر برضه، وبيفضل يحلم بايرين وهي بتقول له على حل قضيه الرحال. بتعرفوا ايرين في الحلم ان الرحال ده كان راجل رياضي وكان معاه قوس كده اسمه البومرنج. والبومرنج ده يا صديقي بالمناسبه لو مش عارف هو عباره عن قوس كده تحدفه بعيد ويرجع لك تاني. وبتعرفوا ايرين بقى ان الرحال في الوقت ده كان بيلعب بالقوس لحد ما حصل الانفجار في عربيه السواق، فالرحال بص عليه وما خدش باله من القوس اللي رجع له تاني، وبالتالي خبط في دماغه وكان سبب موته. بعدها القوس انجرف في الميه فمحدش ليه، وبس كده اتحلت القضيه. وطبعا صديقي زي ما بقول لك دي مش ايرين اللي بتعرف شارلوك كل ده، بس شارلوك بيتخيل كل ده في حلمه مش اكتر من كده. المهم ان شارلوك اخيرا بيفوق، بيلاقي حاليا ان ايرين بتبعت له رسائل على موبايله زي انها بتطمن عليه وما الى ذلك.
في المجمل بيوصل لمكان بقى مايكروفت وبيقعد مع جون وشارلوك وبيسالهم على الموبايل بتاع ايرين اللي عليه الصور، فبيعرفوا شارلوك ان الموبايل معاها وانها مش تفضح حد، هي بس مخليه الموبايل معاها كتامين مش اكتر من كده. وبيسالوا دلوقتي هي ايرين دي معاها ايه تاني غير الصور المخله. طبعا مايكروفت بيرفض برضه يقول له، وبيعرفوا انه ملوش دعوه من هنا ورايح بالقضيه دي تاني وبيسيبوه بيمشي. في نفس اليوم ده بالليل بيكون شارلوك ومولي الطبيبه الشرعيه وكمان ليسترد والسيده هادسون معاها بنت اسمها جانيت، ودي بالمناسبه تبقى خطيبه جون الجديده. كانوا كلهم قاعدين دلوقتي سوا وبيحتفلوا بعيد الميلاد. وسط كل ده بتيجي رساله لشارلوك من ايرين بتعرفه انها سايبه له هديه في البيت، فبيستغرب شارلوك وبيروح للمكان اللي قالت له عليه، فبيلاقي الهديه وبيدخل دلوقتي الاوضه يفتحها فبيلاقي فيها موبايل ايرين. وفي اللحظه دي بيعرف شارلوك ان ايرين عرفت انها هتموت خلاص، فقررت تبعت له الموبايل عشان يحافظ عليه وعلى اللي فيه. وهنا بقى بيتصل شارلوك بمايكروفت وبيسالوها هل وصل لايرين، فبيعرفوا مايكروفت انهم حددوا مكانها لكن لسه ما قبضوش عليها، بس هيقبضوا عليها النهارده. فبيعرفوا شارلوك انهم هيلاقوا ايرين اصلا مقتوله. وبالفعل صديقي اللي قاله شارلوك حصل بالحرف، وبعد وقت مش طويل بنشوف ان شارلوك ومايكروفت بيروحوا دلوقتي للمشرحه وبيشوفوا جثه ايرين واللي بتكون ميته بطريقه بشعه، وده طبعا بيزعل شارلوك لانه كان حبها. بعد كده بقى بيفضل شارلوك يحاول يفتح موبايل ايرين اللي معاه بحيث يعرف ايه اللي في الموبايل ده بالظبط، لكن للاسف بيفشل انه يحدد كلمه السر. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان جون كان رايح مشوار كده لكنه بيقابل بنت غريبه، البنت بتطلب منه يجي معاها مشوار مهم، وقتها بيفتكر جون ان مايكروفت هو اللي بعتها فبيروح معاها فعلا، وتودي دلوقتي البنت المصنع مهجور وبتسيبه. وفي الوقت ده بتيجي لجون ايرين واللي بنكتشف هنا انها ما ماتتش بل زيفت موتها مش اكتر من كده. المهم ان ايرين عرفت جون انها كانت بعت موبايلها لشارلوك بحيث يحافظ عليه لانها كانت في خطر، بس دلوقتي الخطر انتهى وبالتالي هي محتاجه تليفونها، وبتطلب ايرين من جون انه يجيب لها تليفونها من شارلوك، بس طبعا جون بيرفض. فبتقرر ايرين بقى تبعت رساله لشارلوك وتعرفه انها حيه وعايزه تليفونها. فعلا بتبعت رساله بس بيسمعوا الكل حاليا صوت موبايل شارلوك في المكان، وهي بنكتشف ان شارلوك كان بيتتبع جون ووصل لحد هنا. وحاليا بقى شارلوك بيسيب المكان وبيمشي قبل ما ايرين تلاقيه. بيروح بقى شارلوك على البيت، وهو ما بيوصل بيبص على باب البيت بيلاقي ان في كسر كده، فبيعرف ان في ناس اقتحموا البيت وعاوزينه، فيبدا يلف في البيت بهدوء لحد ما بيوصل لاوضته، فبيلاقي القائد الامريكي ومعاه اتنين من رجالته مثبتين السيده هادسون. وبيطلب دلوقتي الامريكي ده من شارلوك ان هو يديله تليفون ايرين والا هيقتل هادسون، بس شارلوك مش بيفرق معاه وبيطلب من الامريكي ده ان هو يمشي رجالته وهيديله التليفون. فعلا بيعمل الامريكي كده وبيمشي رجالته، فعلى طول بيهجم عليه شارلوك وبيضربه برشاش الفلفل، فبيقع القائد وبيهجم عليه. بعد كده بيتصل شارلوك بليسترد وبيعرفه ان بيته بيتم اقتحامه، وبس يا سيدي بعد فتره مش طويله بيجي ليسترد وبياخد القائد الامريكي ده وبيمشي. تاني يوم بقى بيدخلوا شارلوك وجون للبيت، فبيتفاجئوا ان ايرين في البيت ونايمه، فبيصحوها وبيتكلموا معاها وبيسالها شارلوك دلوقتي عن الرقم السري بتاع موبايلها، بس ايرين بترفض تقول له وبتطلب منه يعني يديها الموبايل وهي تفتحه بنفسها. فبتديها شارلوك الموبايل فبتفتحه فعلا، وهنا بقى بتقرر ايرين تعرف شارلوك ليه كل الناس دول بيطاردوها عشان الموبايل ده. ايرين يا سيدي بتعرفه انها من فتره قدرت تعرف ضابط في جيش الدفاع الامريكي، وخدت من الضابط ده زي شفره لقيتها معاه، ومفترض ان الشفره دي مهمه بشكل مش طبيعي. وده بيفك شارلوك الشفره دي، فبيكتشف انها بتدل على مقاعد في طياره معينه هتتحرك في وقت معين وهتيجي من امريكا لندن. في اللحظه دي بيفضلوا شارلوك وجون يشتغلوا مع بعض لحد ما بيقدروا يحددوا الطياره دي بالظبط، لكنهم مش بيكونوا عارفين هي ليه رحله الطياره دي مهمه، لكن ايرين بتكون عارفه وكان ناقصها بس تعرف الطياره دي ايه. وبالتالي بعد ما عرفوا الطياره بتبعت بقى اسمها وميعادها لموريارتي، واللي بدوره بقى بيبعت لمايكروفت انه عارف اسم الطياره وعارف انهي طياره بالظبط، فبيكون مايكروفت هيتجنن حرفيا. وهنا بقى بنفهم ان الطياره دي المفروض هيجوا عليها ناس مهمين من امريكا للندن، ومفترض ان مايكروفت والجيش في لندن وامريكا كانوا مخبيين الطياره دي باستخدام شفره عشان مفيش ارهابيين يستهدفوها، لكنهم حاليا عرفوا الطياره ويقدروا عادي جدا يستهدفوها في اي وقت. بعد فتره مش طويله من كل ده بيروح شارلوك يقابل مايكروفت عند الطياره، وبياخد دلوقتي مايكروفت شارلوك للطياره واللي بيكون مايكروفت حاطط فيها جثث كتير لناس ماتت، وبيعرف شارلوك دلوقتي انه للاسف غلط وعمل مشكله كبيره. وبيبدا بقى مايكروفت يشرح لشارلوك ويعرفه ان الطياره دي كان المفروض يعني هيكون عليها ناس مهمين جدا جايين من امريكا للندن، ومحدش بقى من الارهابيين او المجرمين اللي بيشتغلوا مع موريارتي كان يعرف عنها اي حاجه، لكنهم عرفوا عن الطياره من الشفره اللي لقيتها ايرين، واللي طبعا الاخ شارلوك كمل لهم وفسر لهم الشفره، فقدروا ان هم يحددوا الطياره بالظبط وقرروا ان هم يقوموا فيها بعمليه ارهابيه. لكن مايكروفت بدل ركاب الطياره باموات بحيث لو الارهابيين قاموا بمهمتهم مفيش حد يتاذي، لكن الارهابيين دول عرفوا كده فبالتالي ما قربوش للطياره. لكن دلوقتي في مشكله اكبر من الطياره دي، ولما بيخلص مايكروفت كلامه بتوصل لمكان ايرين، فبياخدها دلوقتي مايكروفت هي وشارلوك وبيقعدوا سوا. بتبدا ايرين تتكلم، فبنعرف من كلامها ان ايرين معاها معلومات كتير جدا زي الشفره اللي كانت معاها دي، وانها بس كانت بتلعبهم هي وموريارتي بس يعني يعرفوا قد ايه هي معاها معلومات مهمه وهم عرفوا.
وحاليا بقى بتعرفهم ايرين انها هتديهم الموبايل بكل المعلومات اللي عليه ومش هتبيعها لموريارتي والمجرمين، ولكن في المقابل عاوز فلوس كتير جدا وكمان يضمنوا طريقه لهروبها. شارلوك وقتها بيعرف ايرين ان ده كله مش هيحصل لو عرف الرقم السري بتاع موبايلها، وبيعرفه شارلوك انه عارف الرقم السري وباختصار هو اول اربع حروف من اسم شارلوك، وبيكون شارلوك خمن كده انه قبل كده لمس ايد ايرين وليه نبضها بيكون عالي جدا لما بتقرب منه، فعرف انها كده بتحبه فخمن انها تكون عامله الباسورد بتاع الموبايل باول اربع حروف من اسمه، وفعلا بيدخل شارلوك اول اربع حروف من اسمه، فعلا موبايل بيتفتح وبيفرح شارلوك جدا وبيدي الموبايل لمايكروفت وبيعتذر له لو كان تسبب في اي مشاكل لما فك الشفره قبل كده، وبيودع شارلوك ايرين وبيمشي وهو زعلان لانه كان حبها بجد. دلوقتي بقى يا صديقي بنرجع للماضي، بنكون في مكان كده اسمه المستنقع، وفي المستنقع ده بنشوف طفل اسمه هنري عمال يهرب وسط الغابه، وبيفضل هنري وهو بيهرب يفتكر ابوه اللي كان في وحش غريب بياكله من شويه قدام عين هنري، وبس بتنتهي الذكرى على كده وبننتقل للوقت الحالي. بنشوف هنري ده وهو شاب كبير وبيكون في نفس المكان اللي مات فيه ابوه الا وهو المستنقع، واثناء ما كان هنري دلوقتي هناك بيشوف حاجه كده بتخليه يقرر انه يروح يقابل شارلوك هولمز عشان عايزه ضروري. وبالفعل تاني يوم بيروح هنري يقابل شارلوك وجون، هنري بقى اتكلم معاهم وعرفهم كالاتي: زمان وهو صغير كان عايش هو ابوه في مكان اسمه المستنقع، والمكان ده المفروض ان فيه قاعده عسكريه غريبه شويه، الناس بتقول ان القاعده دي بتتم فيها تجارب غريبه على البشر، وابو هنري كان واثق بنسبه 100% ان القاعده دي بيتم فيها تجارب على الحيوانات عشان يغيروا في جيناتهم ويخلوهم متوحشين. وبيعرفهم هنري ان هو واهل المدينه محدش كان مصدق ابو هنري، لحد ما في مره هنري شاف ابوه وهو بيهجم عليه كلب بري. الكلب ده كان معدل جينيا وضخم بشكل مش طبيعي وعينه كانت بتنور نور احمر. الكلب ده نهش في ابو هنري قدام هنري وقتله، وساعتها هنري خاف لما شاف ابوه بيتاكل فهرب من المكان، ومن وقتها والجثه اختفت ومحدش عارف هي فين بالظبط، وطبعا محدش مصدق هنري نهائيا والكل شايفه اتجنن. وبيعرفهم هنري ان هو نفسه كان شايف نفسه مجنون وانه اكيد ما شافش كلب متعدل جينيا يعني ولا حاجه، لكن امبارح راح يزور المستنقع وبالصدفه شاف اثار قدم الكلب المتوحش اللي كان ابوه من سنين، وعشان كده جالهم دلوقتي بحيث يبحثوا في الموضوع ده، لان هنري متاكد ان الكلب المتوحش ده كان في القاعده وهرب منها وبيهاجم دلوقتي الناس في المستنقع. في الوقت ده صديقي القضيه دي بتعجب شارلوك جدا جدا فبيقرر يمسكها. تاني يوم على طول بيروح شارلوك ومعاه جون للمستنقع، وبيفضلوا بقى يدرسوا المكان كويس جدا سواء القاعده العسكريه او المدينه كلها عامه وكل الكلام ده. بعد كده بيروحوا جون وشارلوك وبيقعدوا في مطعم كده في المدينه، وبيتكلموا مع اتنين شغالين في المطعم واللي بياكدوا شارلوك وجون ان فعلا في كلب متوحش في المدينه، وبالاماره في شاب كده في المدينه شاف. فبيروحوا دلوقتي الكل يتكلموا مع الشاب ده واللي بيعرفهم انه فعلا شاف كلب متوحش، وبيوريهم كمان صورته لانه صوره. شارلوك في اللحظه دي لما بيشوف صوره الكلب بيلاقيها صوره عاديه الكلب عادي خالص، فللاسف مش بيصدق الشاب ده. في المجمل بيروحوا شارلوك وجون عند القاعده العسكريه، وبيعمل شارلوك نفسه انه مايكروفت المسؤول المهم في الدوله، ولحسن الحظ ان شارلوك كان سارق من اخوه مايكروفت كارت كده كان معاه، وبالتالي الكل بيصدقوا ان شارلوك هو مايكروفت فبيسمحوا ان هو يدخل القاعده عادي. بيجي دلوقتي ظابط وبيرافق شارلوك وجون طول ما هم قاعدين في القاعده، فبيسالوا كل ظابط ده عن طبيعه المشاريع اللي بتتعمل في القاعده، فبيعرفهم الظابط ان في تجارب كتير بتتعمل على حيوانات زي الارانب والقرود عشان يقدروا يصنعوا ادويه للامراض اللي ملهاش ادويه. واثناء ما كان شارلوك وجون دلوقتي بيلفوا في القاعده بيقابلوا عالمه اسمها ستانتون. ستانتون دي بقى اول ما بيشوفها شارلوك بيعرفها، لان بنتها اللي اسمها كريستي سبق وكلمت شارلوك وعرفته انها كان عندها ارنب، لكنه مره واحده بقى يتوهج كده بلون غريب واختفى. وشارلوك في الاول كان فاكر ان دي طفله وبتالف عليه قصه يعني، لكنه حاليا اما قابل ستانتون دلوقتي اتاكد ان بنتها كان معاها حق وان الارنب اللي بتتكلم عليه ده امها عملت عليه ابحاث. في المجمل بيكون شارلوك خلاص عرف حبه معلومات عن القاعده، فبيقرر يمشي منها قبل ما حد يكتشف انه مش مايكروفت. واثناء ما كان شارلوك ماشي بيجي دلوقتي ضابط القاعده واللي اسمه بلاتيمور. بلاتيمور بيكون شاكك في شارلوك بشكل مش طبيعي انه مش مايكروفت زي ما بيقول، لكن بيجي في الوقت ده واحد من العلماء اللي في القاعده اسمه بوب، وبيتكلم مع الضابط وبيعرفه انه يعرف مايكروفت كويس جدا وده هو مايكروفت، فبيصدقه الضابط وبيسمح دلوقتي لشارلوك وجون يمشوا. وقتها بيجي لهم بوب وبيعرفهم انه متابع المدونه بتاعه جون وعارفهم كويس جدا واحد واحد، واول ما شافهم عارف انهم جايين يحققوا في قضيه وعشان كده ساعدهم يهربوا من بلاتيمور. ويسالهم دلوقتي بوب انتوا بتحققوا في قضيه ايه؟ بيعرفوا انها قضيه هنري وابوه، فبيبان كده ان بوب بيتاثر يا صديقي، وبيعرفهم بعد كده انه كان صاحب ابو هنري وانهم يعني لو محتاجين اي مساعده هو موجود، فبيشكروا وبيمشوا. بعدها بيروحوا هما الاثنين دلوقتي عند هنري وبيعرفوه انهم هياخدوه حاليا للمكان اللي اتقتل فيه ابوه بحيث يشوفوا هل فعلا في هناك كلب متوحش ومعدل جينيا ولا لا. فيوافق هنري وفعلا بيروحوا هما الثلاثه للمكان اللي مات فيه ابو هنري زمان، وبيكون شارلوك وهنري دلوقتي سابقين جون شويه، وبيوصلوا للمكان اللي مات فيه ابو هنري وبيكون المكان ده مليان ضباب. وخليك يا صديقي فاكر موضوع الضباب ده كويس جدا لقدام،
مهم ان شارلوك وهنري فجأة كده بيبدأوا يسمعوا صوت كلب غريب واضح انها مش جاية من كلب طبيعي. وبعد كده بيلاقوا الكلب بيجري بسرعة، فبسرعة بيمشوا من المكان وبيروحوا لجون، وبيفضل بقى هنري يقول انهم شافوا الكلب، لكن شارلوك بينكر انه شافه، فبيتجنن هنري، لكن بياخدوا جون عموما وبيروحوا البيت. ولما بيقعد هنري لوحده في البيت بيفضل يتخيل حاجات غريبة كده، زي ان النور فجأة بيتفتح عليه وبيتقفل وبيكونش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. على الجانب الاخر بيكون شارلوك وجون قاعدين في المطعم اللي في المدينة هنا، وبيكلم شارلوك مع جون وبيعرفه انه فعلا شاف الكلب مع هنري، لكن الكلب ده ما ينفعش يكون موجود لان مفيش حاجة اسمها كلب متوحش والكلام ده. وبيكون شارلوك متعصب جدا وحاسس ان في حاجة بتتلاعب بمخه، لكن ايه الحاجة دي لسه ما يعرفش، لكنه هيعرف قريب. فالمهم يعني بيسيب بقى جون شارلوك وبيخرج يتمشى. بعد شوية بتيجي رسالة من شارلوك لجون بيعرفه ان الدكتورة النفسية اللي بتعالج هنري اسمها لويس وانها قاعدة في المطعم، وبيطلب منه يعني يروح يقعد معاها ويفهم منها ايه اللي بيحصل مع هنري بالظبط. فبيوافق جون وفعلا ما ضيعش وقت كتير، وعلى طول راح المطعم وقعد مع لويس وفهم لويس بقى انه صاحب هنري، وفضل يسالها يعني عن حالته عشان يطمن عليه. لكن قبل ما لويس تقول لجون اي حاجه بيوصل لمكان بوب وبيتكلم مع جون وبيفضحه قصاد لويس بانه صديق شارلوك هولمز المحقق المشهور، وانهم جايين دلوقتي هنا يبحثوا في قضيه ابو هنري. وقتها بيتضايق لويس جدا ان جون ضحك عليها، فبتسيب المكان وبتمشي. تاني يوم بقى بيخرجوا جون وشارلوك يلفوا في المدينه، وبالصدفه بيلاقوا ليسترد في حانه كده في المدينه، فبيروحوا ليسترد وبيسالوه بيعمل ايه هنا، فبيعرفهم ليسترد انه في اجازه، لكن شارلوك بيقدر يعرف انه كذاب وجاي هنا يخلي عينه عليه بامر من مايكروفت. بس يعني شارلوك مش بيحط الموضوع في دماغه قوي، وبيتكلم معاه جون دلوقتي وبيعرفه انه قدر يعرف ان المطعم اللي في المدينه بيستخدموا كميات كبيره وضخمه من اللحمه اللي اصلا مش بيبيعوها، فبيودوها فين. وبيكون جون شاكك جدا انهم محتفظين بالكلب المتوحش ده وبياكلوه اللحمه دي. وقتها بيروحوا فعلا يحققوا مع الاثنين اللي شغالين في المطعم، فبيعترفوا شارلوك وجون انهم عندهم كلب ضخم لكنه يعني مش متوحش، هو كلب ضخم عادي يعني. وبعد موضوع هاري وابوه انتشر وان في كلب في المدينه وكده، قرروا ان هم يستغلوا الفرصه دي وجابوا الكلب الضخم بتاعهم ده وسابوه في المدينه هنا، وهو ياكلوه بقى كتير جدا. ومفروض انهم عملوا كده عشان يعني في سياح هيجوا مخصوص عشان يشوفوا الكلب ده، وطبعا ده هيزود شغل المطعم. ويا صديقي الكلب اللي بيتكلموا عليه ده هو الكلب اللي كان فيه شاب بيتكلم عنه في الاول خالص خالص ورا شارلوك صورته لو تفتكر. المهم انهم بيعرفوا شارلوك وجون دلوقتي انهم من فتره قتلوا الكلب ده اصلا. في اللحظه لما بيسمع شارلوك الكلام ده بيتاكد ان كده مفيش اي وحوش، ولا هو امبارح شاف اي كلب اصلا متوحش ولا حد، ولكن كل ده وهم ان في حد تلعب في دماغه. بيقرر شارلوك دلوقتي انه عشان يفهم مين تلعب في دماغه لازم يروح القاعده، لان هناك اكيد هيفهم كل حاجه. فعلا بيروح شارلوك وجون للقاعده، وبيعرف شارلوك جون انه هيقعد يتكلم مع بالتيمور شويه قائد القاعده ويشغله شويه، وهو دوره بقى يروح للمختبرات اللي في القاعده ويدور ان كان في كلب هناك. وقتها بيوافق جون وفعلا بيدخلوا للقاعده، وبيفضل بقى جون يلف فيها بحثا عن الكلب لحد ما مره واحده كده بيلاقي جون النور قطع في القاعده، وبيلاقي كلب متوحش جاي عليه، فبيترعب جون وبيروح يستخبى في صندوق كده. وهنا بقى بيجي له شارلوك وبيفتح الصندوق وبيلاقي جون ان كل حاجه طبيعيه، وهنا بيتاكد شارلوك ان في حاجه مش طبيعيه وفي حاجه في القاعده هنا وفي المدينه عموما بتتلاعب في عقول الناس، وتلعبت في عقل شارلوك وهنا امبارح وشافوا الكلب المتوحش، والنهارده تلعبت دلوقتي في عقل جون وشاف الكلب مع انه ما كانش ليه وجود اصلا في القاعده. المهم جون وشارلوك حاليا بيروحوا للدكتوره ستانتون، وبيكونوا متاكدوا انها ملهاش اي علاقه بالحاجات الغريبه اللي بتحصل في القاعده، فبيقعدوا بقى معاها يفكروا ايه اللي ممكن يكون بيتلاعب في عقل الناس كده. وبعد شويه تفكير بيعرف شارلوك الكل ان زمان كان في مشروع اسمه مشروع هاوند، وبيعرف الدكتور ستانتون انه عاوز يعرف اي معلومات عن المشروع ده لانه غالبا ليه علاقه باللي بيحصل في المدينه. بتعرفوا ستانتون انه لو عاوز يعرف عن المشروع ده يبقى لازم يستخدم الكمبيوتر بتاع بالتيمور، فبيوافق شارلوك وبيروح دلوقتي للكمبيوتر بتاع بالتيمور، وبيفضل دلوقتي يفكر ايه كلمه السر بتاعته لحد ما بيقدر يجيبها صح. وقتها بيفتح الكمبيوتر وبيبحث عن مشروع هاوند، فبتتفتح له بقى معلومات كتير جدا عن مشروع هاوند، وبيبدا شارلوك يفهم جون وستانتون كل حاجه. شارلوك عرفهم ان زمان كان الجيش الانجليزي والجيش الامريكي بيحاولوا سوا يصنعوا سلاح بيولوجي عباره عن حاجه كده تخلي الانسان يشوف هلاوس شديده، بحيث يستخدموا السلاح البيولوجي ده ضد اعدائهم، وبكده اعدائهم هيتشتتوا في الحرب وهيقدروا عادي جدا يقضوا عليهم. ومشروع بقى بتاع صنع السلاح البيولوجي ده اتسمى زمان مشروع هاوند. يعرفهم شارلوك ان المشروع ده اتوقف من زمان جدا، بس واضح كده ان في حد بيشتغل عليه وهو اللي بيطلقه في المدينه. وعشان يعرف شارلوك مين الحد ده بيبحث في كمبيوتر بلاتيمور ده عن العلماء اللي شاركوا زمان في صنع السلاح، وبيتفاجئ شارلوك والكل ان واحد من العلماء دول هو بوب، وبكده بيعرفوا ان بوب هو اللي ورا كل حاجه بتحصل في المدينه هنا. وقبل ما يروحوا يقبضوا على بوب بتصل بيهم الدكتوره لويس، وبتعرفهم ان هنري كان معاها في جلسه كده لكنه اتجنن خالص وخد مسدسه وقرر يروح للمكان اللي اتقتل فيه ابوه ويقتل نفسه. طبعا بيخافوا شارلوك وجون عليه، فعلى طول بيروحوا للمكان اللي مات فيه ابو هنري، فبيلاقوا هنري بيحاول يقتل نفسه، لكنهم بيوقفوا هنري وبياخدوا منه المسدس، وبيجي لهم كمان ليسترد في الوقت ده بحيث يعني يروحوا يقبضوا على بوب اللي بيتلاعب في عقولهم.
المهم انهم في الوقت ده يا صديقي بيفضلوا يتخيلوا الكل كلب متوحش جاي عليهم فبيضربوه بالنار وبيموت الكلب المتوحش ده وبيكون كلب عادي مش اكتر من كده. وفي لحظه بيعرف شارلوك ان الشيء اللي بيتلاعب في عقولهم موجود في الجو اصلا، ولما بيركز شارلوك شويه في المكان وبيشوف الضباب اللي فيه بيعرف على طول ان الضباب ده هو الماده او السلاح البيولوجي اللي بتتلاعب في عقول الناس. وفي مكان قريب جدا كان موجود بوب على فكره، واللي اصلا كان بيطلق عليهم الضباب ده بحيث يتلاعب في عقولهم، ومنهم بيشوفوه فبيمسكوه. وفي اللحظه دي بقى بيبدا هنري يفتكر الماضي، وبنرجع بالزمن بنشوف ان الشيء اللي هجم على ابو هنري وقتله زمان ما كانش كلب متوحش ولا حاجه، بل كان بوب نفسه، واللي كان لابس ماسك غريب كده وبسبب الماده اللي كان بوب اطلقها اصلا في الهواء وقتها تلعبت في راس هنري وشاف ان بوب كلب متوحش بيقتل ابوه. والعلم بوب قتل ابو هنري في الوقت ده لانه اكتشف عن السلاح اللي كان بيصنعه واللي بيجربه حاليا في اهل المدينه كلها. المهم هنري لما افتكر كل ده واخيرا عارف ابوه مات ازاي بيتجنن وبيكون عاوز يهجم على بوب، فبيهرب بوب من الكل. وطبعا بيطلعوا دلوقتي الكل يجروا وراه بحيث يقبضوا عليه ويسلموه للمحاكمه، لكن ده مش بيحصل لان بوب وهو عمال يهرب منهم بالغلط بيروح عند القاعده وبيدوس على لغم وبوم بينفجر وبيموت، وبموت بوب بتتحل القضيه اخيرا. في نفس الوقت ده بقى ولكن في مكان تاني بنشوف ان موريارتي محبوس في زنزانه كده، لكن بيجي حاليا مايكروفت وبيخرجوا منها. طب خرجوا ليه وموريارتي ناوي يعمل ايه مع شارلوك؟ لسه ما نعرفش. في الايام اللي بعد كده بقى يا صديقي بيفضل شارلوك يحل جرائم كتير جدا، وبسبب كده شهرته بتزيد جدا 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 بين الناس. وعلى الجانب الاخر بنشوف ان جيم اللي هو موريارتي يعني بعد ما خرج من السجن بياخد بعضه وبيروح لمتحف كده معروض فيه مجوهرات ملكيه. اثناء بقى ما كان جيم في المتحف ده بيستخدم تليفونه وبيقدر يخترق نظام الحمايه بتاع المتحف وبيشغل انذار الحريق، فطبعا الكل بيهربوا من المتحف ما عدا موريارتي اللي بيفضل موجود هناك. فبيجي واحد من الامن يخرجه، لكن موريارتي بيضربه وبيتخلص منه. ماكيا بيستخدم موريارتي تليفونه وبيبدا يخترق بيه نظام الامن بتاع واحد من البنوك الكبيره وكمان واحد من السجون. ولما بيخلص موريارتي اللي بيعمله بيبدا بقى يكتب كده على ازاز في المتحف هاتوا شارلوك، ولما بيخلص موريارتي بيكسر الازاز وبيوصل للمجوهرات الملكيه، لكنه مش بيسرقها بل بيلبسها وبيفضل قاعد مكانه مستني الشرطه، واللي بيجوا فعلا وبيقبضوا عليه. وطبعا حادثه القبض على موريارتي دي بتتشهر جدا بشكل مش طبيعي وكل الناس بيتكلموا عنها، غير ان المحكمه دلوقتي بتطلب من شارلوك انه يجي المحاكمه يشهد ضد موريارتي. وفعلا بتعدي الايام لحد يوم المحاكمه الموعود. في اليوم ده بيوصل شارلوك للمحاكمه، وقبل ما يدخل القاعده بيروح الاول الحمام، وفي الحمام بقى بيقابل شارلوك بنت صحفيه كده اسمها رايلي بتطلب منه انها تعمل معاه لقاء صحفي، بس شارلوك بيرفض وبيتكلم معاها بطريقه وحشه جدا وبيمشي. ومن بيدخل شارلوك للمحاكمة وبيبدأ بقى يتكلم مع القاضي والمحلفين وكده يعني. الفكرة بقى ان شارلوك بيكون متكبر جدا وعمال يتزاكى على الكل، وطريقة كلامه مش بتعجب حتى القاضي، فبيقرر حرفيا يحبسه. لكن ما عداش وقت طويل وبيجي جون وبيخرجه عادي خالص يعني. تاني يوم بقى بتكون محاكمة جديدة لموريارتي، وبيكون حاضر المحاكمة دي جون لوحده لان شارلوك ممنوع من حضور المحاكمات بعد اللي عمله. المهم يعني ان المحاكمة بتفضل شغالة لحد ما بيجي وقت قرار المحلفين. وللاسف وبشكل مش مفهوم كل المحلفين بيشهدوا ان موريارتي بريء وما يستحقش العقوبات، فبناء عليه بيخرج موريارتي براء. بمجرد خروج موريارتي من السجن بيروح على طول يقابل شارلوك. موريارتي يا صديقي قعد مع شارلوك دلوقتي وعرفوا انه قدر يوصل لشفره برمجيه اسمها المفتاح. الشفره دي بتسمح له يخترق كل حاجه في اي وقت، وبالطريقه دي قدر يخترق النظام الامني بتاع المتحف والسجن والبنك زي ما شفنا. وبيعرفوا موريارتي كمان انه استخدم الشفره دي وقدر يخترق كل الشاشات بتاعه الفندق اللي كانوا فيه لجنه المحلفين، وبالشكل ده قدر يهددهم ويخليهم كلهم يشهدوا انه بريء فطلع براء. وبيعرف موريارتي شارلوك انه حاليا حرفيا بقى يملك كل حاجه، والخطوه الجايه بقى ليه انه يوقع شارلوك للابد عشان ما فيش حد تاني يقرفه زيه، ويسيطر بقى على العالم كله وتبقى كل حاجه بتاعته. وبيخلص موريارتي كلامه وبيمشي. على الناحية التانية بقى بنشوف ان جون بيروح يقابل مايكروفت على حسب طلب من مايكروفت نفسه. المهم ان مايكروفت عرف جون انه اكتشف ان في اكتر من قاتل مرتزق فجأة جم وعاشوا في الشارع بتاعهم، وبيكون مايكروفت شاكك ان القتلة دول جم وسكنوا في الشارع ده بحيث يقتلوا شارلوك وجون، فبالتالي بيطلب مايكروفت منه انهم يعني يخلوا بالهم من نفسهم، فيوافق جون وبيمشي. وبعد فترة مش طويلة بيوصل جون عند البيت، وهنا بقى بيتفاجئ بليسترد ورجالته عند شارلوك، والكل حاليا بيعرفوا جون ان موريارتي خطف ابناء السفير الامريكي، وبعد دلوقتي لشارلوك انه لو ما عرفش مكانهم بسرعه وانقذهم هيموتوا. وقتها بيتخض جون وبيبدا شغل مع الكل. وبعد فتره مش طويله بيوصلوا شارلوك والكل للمدرسه الداخليه اللي كانوا بيدرسوا فيها ولاد السفير، وبيستخدم شارلوك اشعه فوق البنفسجيه وبيقدر يحدد مكان خطوات رجل موريارتي والاطفال، وبيقدر بقى شارلوك ياخد بعض الاثار اللي وقعت من جذبه موريارتي وثبتت في الارض هنا. بعد كده بيروح شارلوك بالاثار دي لعند مولي الطبيبه الشرعيه، وبيبدا يفحص الاثار دي بحيث يعني يقدر يحدد هي من انهي تربه او من انهي بالظبط ارض عشان يقدر يعرف مكان الاطفال فين.
وفعلا بعد شغل كتير بيقدر يحدد شارلوك ان الاثار دي من تربه معينه كده موجوده في مخزن معين. فعطول بيروح شارلوك وليسترد والكل المخزن ده وبيلاقوا فيه الاطفال فعلا، وبيكونوا اطفال تعبانين ومغمى عليهم بسبب سم بجرعات بسيطه كان موريارتي بيديها لهم. فبالتالي بياخدوا دلوقتي الاطفال للمستشفى يكشفوا عليهم. بعد فتره بتفوق بنت من الاطفال، فبيروح شارلوك يتكلم معاها ويعرف موريارتي عمل معاهم ايه بالظبط. لكن الغريب ان البنت دي بمجرد ما شافت شارلوك بتترعب اكنها شافت عفريت بالظبط وبتفضل تصرخ. بيخرج شارلوك من عندها وبيمشي، وبيكون الكل شايفين ان الموضوع ده عادي يعني ممكن بسبب ان البنت مصدومه. ما عدا شرطيه من فريق ليسترد بتبدا تشك في شارلوك ان هو اللي كان خاطف البنت اصلا وعشان كده خافت منه. وتعرف كلام الشرطيه ده صح بشكل ما. واكبر دليل على كده ان بنشوف شارلوك بعد كده راكب تاكسي، وبيكون في التاكسي ده في شاشه كده، فبالتالي بيقدر موريارتي يخترق الشاشه دي وبيظهر قدام شارلوك وبيفضل يقول له انه هيسوق سمعته اكتر واكتر وهيخلي كل الناس تبص له على انه عبقري مزيف وكذاب مش زي ما بيدعي. وتبتدي شارلوك من كل ده فبيطلب من سواق التاكسي يقف وبينزل. ولما بينزل شارلوك بيشوف سواق التاكسي، وهنا بتكون الصدمه لانه بيكون موريارتي. في اللحظه دي بيكون شارلوك هيمسكه لكنه بيهرب فورا على اخر لحظه. في الوقت ده بقى بتكون هتيجي عربيه وتخبط شارلوك، لكن بيجي شخص كده وبينقذه. الشخص ده بقى يا صديقي بيبقى واحد بقى من القتله اللي مايكروفت قال لجون قبل كده عنهم لو تفتكر انهم سكنوا في الشارع بتاعهم. المهم ان القاتل ده بمجرد ما بينقذ شارلوك هوب بيتضرب بالنار من مكان مجهول وبيموت. طب مين اللي عمل كده وليه؟ لسه برضه ما نعرفش. وده بيجي جون لشارلوك وبيعرفه ان الشخص اللي اتقتل ده يبقى من القتله اللي مايكروفت حذره منهم. وفي اللحظه دي بيفكر شارلوك شويه لحد ما بيقدر يوصل ان موريارتي هو اللي جاب القتله دول لهنا، وغالبا موريارتي جابهم هنا عشان يحافظوا عليا وما اموتش، لكن لو حد فيهم قرب لي مطلوب من باقي القتله يقتلوه. بس ليه بقى موريارتي بيعمل كده؟ محدش يعرف. المهم ان شارلوك بيقعد برضه يفكر، وفي النهايه بيستقر ان غالبا موريارتي ساب له في بيته هنا الجهاز اللي فيه الشفره اللي بتخترق اي حاجه، وغالبا كده القتله دول موجودين هنا عشان خاطر يوصلوا للجهاز ده، ولما يوصلوا له هيخلصوا عليه. وعشان كده بيبداوا شارلوك وجوني يدوروا على الجهاز اللي عليه الشفره دي، بس مش بيلاقوا حاجه، لكنهم بيلاقوا كاميرا سريه وبيعرفوا ان موريارتي اكيد لما جه سبق هنا بحيث يعني يراقبهم. المهم بيعديش وقت طويل على كل ده، وبيجي ليسترد ومعاه قوه من الشرطه، وبيقرر ان هم يقبضوا على شارلوك وجون لانهم شاكين ان شارلوك هو اللي خطف الاطفال زي ما قلنا. وفي اللحظه دي يا صديقي بيفضل شارلوك يفكر شويه وبيحس ان خلاص موريارتي انتصر عليه وشوه سمعته خلاص زي ما قال، وده شارلوك مش بيرضى بيه، فبالتالي بياخد مسدس وبيثبته بيه جون وبيعرف الكل انه لو ما هربش هو وجون هيقتله. وبياخد دلوقتي جون فعلا وبيهربوا، واثناء ما كانوا بيهربوا بيلاقوا واحد من القتله بيطارده. فعطول بيروح لشارلوك وبيثبته وبيساله انت جاي هنا تعمل ايه؟ فبيعرفوا الراجل ده ان موريارتي هو اللي جابه، وفهموا انه لما يفضل هنا يراقب شارلوك واللي معاه هيديله الشفره اللي يسرق بيها اي حاجه، ولكن لازم هو واللي معاه يشوهوا سمعه شارلوك. وبيخلص الراجل ده كلامه وبتجيله طلقه وتعيش انت. في اللحظه بيكملوا شارلوك وجون هروب، واثناء ما كانوا بيهربوا بيشوفوا جنال كده، وفي الجنال ده بقى يا صديقي بيلاقوا ان الصحفيه رايلي كاتبه مقال صحفي عن شارلوك بتشوهوا فيه، وبتكون رايلي عارفه معلومات رهيبه عن شارلوك وعن حياته، حاجات محدش يعرفها غير شارلوك واخوه مايكروفت. ومفروض يعني ان رايلي بتقول دلوقتي ان المعلومات دي كلها جابتها من شخص اسمه بروك. الواحد ده بيفكر شارلوك وبيفهم ان بروك ده اكيد يبقى موريارتي، فبالتالي بيروح شارلوك وجون عند رايلي وبيسالوها عن بروك ده. فبتعرفوا ان بروك ده ممثل غلبان شارلوك كان جايبه عشان يعني يعمل نفسه شرير، وشارلوك يعمل نفسه منتصر عليه فشعبيته تزيد. وبتخلص رايلي كلامها وبيجي بروك واللي بيكون موريارتي. لكن بروك بقى يا صديقي بيكمل التمثيليه وبيقعد يقول قدام جون وشارلوك ان شارلوك كان مأجره عشان خاطر يعمل نفسه شرير وهو يعمل نفسه بطل وينتصر عليه. وعشان جون يصدقه بيديله بروك دلوقتي ورايلي ملف كده فيه ورق يثبت ان موريارتي ده اسمه بروك، ومفيش اي حد اسمه موريارتي اصلا، وان هو اصلا مجرد ممثل غلبان شارلوك اجره يعمل كل ده. يعني طبعا يا صديقي كل ده ما بيبقاش حقيقي، بل برضه تمثيليه وكذب من موريارتي بحيث يكمل في انه يسوق سمعه شارلوك. المهم ان موريارتي بقى بيخلص كلامه وبيعمل نفسه خايف وبيهرب من شارلوك. بعدها بقى يا صديقي بيروح جون عشان خاطر يقابل مايكروفت، وبيعرف جون مايكروفت كل اللي موريارتي عمله، وبيعرفه ان موريارتي يعرف معلومات مهمه جدا عن شارلوك محدش يعرفها غير مايكروفت. وبيتهم دلوقتي جون مايكروفت بشكل مباشر ان هو اللي ادى المعلومات دي لموريارتي وبيساعده. فبيأكد مايكروفت على كلامه وبيعرفه انه كان ساجن موريارتي وفضل يعذب فيه عشان خاطر يعترف له على عالم الاجرام اللي هو كان كبيره. لكن موريارتي مرضيش يعترف الا لما يعرف كل تفصيله عن حياه شارلوك وكمان يخرج من السجن. فاضطر مايكروفت بقى يوافق، ومن هنا عرف موريارتي كل تفاصيل حياه شارلوك وقدر يسوق سمعته بكل سهوله زي ما شفنا. طبعا الكلام ده بيضايق جون جدا فبيشتم مايكروفت وبيمشي. بعد كده بقى يا صديقي بيروح جون لشارلوك اللي كان دلوقتي في قسم الطب الشرعي عند مولي، والمهم يعني ان شارلوك بيعرف جون ان موريارتي اكيد استخدم الشفره بتاعته عشان يغير هويته من موريارتي لبروك الممثل الغلبان اللي شارلوك اجبره يا عيني يعمل نفسه شرير.
وبيعرفوا شارلوك انه عشان يرجع سمعته ويعرف الناس حقيقه موريارتي لازم ياخد منه الشفره دي، فبيوافق جون على كلامه وبيشجعه. بعد كده بقى بتيجي رساله لجون بيعرف منها ان السيده هاتسن حد ضرب عليها نار، فبيلاقي جون وبيسيب شارلوك وبيروح يشوفها. فبيلاقي دلوقتي السيده هاتسن بخير، فبيستغرب جون وبيفهم ان شارلوك هو اللي بعت له الرساله دي بحيث يبعده عنه ويقابل موريارتي. وتعرف كلام جون صح، فعلا شارلوك حاليا بيبعت رساله لجيم يتقابلوا فيها، بيقول له فيها يتقابلوا في سطح المستشفى اللي شارلوك فيها حاليا. وفعلا ما عداش كتير ووصل موريارتي، ومجرد ما وصل اتكلم موريارتي مع شارلوك وعرفه انه مش قادر يقتله لان في قتله ساكنين في الشارع بتاعه. القتله بقى دول دورهم ان لو شارلوك قتل موريارتي هم يقتلوا جون وهاتسن وليستر. وبيكمل موريارتي مفاجئته وبيعرف شارلوك انه مش معاه اي شفره ولا اي حاجه زي ما هو فاكر، لكنه قدر يخترق البنك والسجن والمتحف بمساعده رجالته اللي في الاماكن دي. ولكن بيكون موريارتي عمل حوار الشفره ده بحيث يوهم شارلوك ويفكره ان هو اقوى واذكى منه بكتير، وده طبعا اللي نجح فعلا فيه. بيعرف موريارتي شارلوك انه لو عاوز هاتسن وجون وليستر دي يعيشوا لازم يرمي نفسه حاليا من فوق المستشفى وينتحر، وكل الناس دول يعرفوا انه انتحر لانه شخص مخادع وكذاب، ولما اكتشف انتحر. وده بيكون شارلوك هينتحر فعلا، لكنه بيرجع في كلامه وبيعرف موريارتي انه مش هينتحر بل هيقبض عليه وهيجبره يعرف كل الناس الحقيقه. وده بيعرف موريارتي انه مش هيعمل كده، وبدون مقدمات بيطلع موريارتي مسدسه وبيقتل نفسه في مشهد صادم. وبيكون موريارتي عمل كده لانه لما يموت رجالته هيقتلوا هاتسن وجون وليستر، فبالتالي هو قتل نفسه عشان يجبر شارلوك يقتل نفسه ويحمي اللي بيحبهم. وده بيقرر شارلوك يقتل نفسه فعلا، بس قبل ما يعمل كده بيتصل بجون اللي كان وصل اصلا تحت المستشفى وبيودع جون. بعدها بيرمي نفسه وبيقع ميت في مشهد صادم للكل، وبيكون جون هيتجنن عليه حرفيا ومش مصدق نفسه. بعد فتره بقى من كل ده بنشوف جون وهاتسن رايحين المقابر يزوروا شارلوك، بس مش ده المهم. المهم فعلا هنا بنشوف ان شارلوك عايش اصلا، وبيكون واقف دلوقتي في مكان كده وشايفهم، وبالتالي بنفهم ان شارلوك زي في موته، لكنه عمل كده ازاي وليه لسه ما نعرفش. عامه بتعدي سنتين على كل ده، وبنكون حاليا في صربيا. بنشوف القوات الصربيه وهي بتطارد شخص وعايزين يقبضوا عليه، والعلم الشخص ده يبقى شارلوك لكنه متخفي. المهم ان القوات الصربيه فعلا بتقدر تقبض عليه. بعد كده بيتنيل شارلوك للسجن، وبيجي دلوقتي ضابط صربي وبيفضل يعذب فيه، لكن شارلوك بيفضل يتكلم مع الضابط ويعرفه ان مراته حاليا بتخونه مع شخص ما، فبتجنن طبعا الضابط ده وبيخرج يشوف مراته. وبيكون في ضابط صربي تاني قاعد مع شارلوك حاليا، لكن الضابط ده مزيف وهو في الحقيقه مايكروفت. وقتها بيتكلم مايكروفت مع شارلوك، وبنفهم من كلامهم ان شارلوك بقاله سنتين يا صديقي بيطارد الشبكه الاجراميه بتاعه جيم روياريتي، وبيحاول ان هو يفككها ويدمرها. والظابط اللي كان بيعذب شارلوك ده هو كان واحد من الشبكه برضه، وعشان كده اصلا شارلوك خلى الشرطه الصربيه تقبض عليه بحيث يقابله ويتكلم معاه. المهم مايكروفت حاليا عرف شارلوك انه لازم يرجع معاه انجلترا لانه عاوزه في شغل مهم جدا هناك. وفعلا بدون تدعوات بيسافروا الاخين لندن، وبنشوفهم هناك في مكتب مايكروفت. وهناك بقى بيبدا مايكروفت يتكلم مع شارلوك ويعرفه انه من فتره كده كان في ظابط عند مايكروفت بيشتغل على قضيه معينه. الظابط ده بقى عرف مايكروفت في يوم كده ان في خليه ارهابيه في لندن ناويين ينفذوا هجمات ارهابيه خطيره جدا في المدينه. وقبل ما الظابط ده يعرف مايكروفت اي حاجه اكتر من كده اتقتل في ظروف غامضه. وبالتالي حاليا مايكروفت عاوز دلوقتي شارلوك يبحث في الموضوع اكتر واكتر بحيث يقدر يوقفوا الجماعه الارهابيه دي. في اللحظه بيوافق شارلوك انه يمسك القضيه دي ويبحث فيها، وبيسيب دلوقتي شارلوك مايكروفت وبيمشي لانه ناوي يروح يقابل جون صديقه ويعرفه اخيرا انه عايش. على ذكر جون بقى بنشوف ان جون يا صديقي لسه زعلان جدا على موت شارلوك لغايه دلوقتي على فكره، وحاليا بقى بيروح لبيت السيده هاتسن، البيت اللي كان عايش فيه مع شارلوك زمان، وبيقابل هناك السيده هاتسن. وبعد السلامات وكل ده بيدخل شقته هو شارلوك القديمه وبيبدا يتفرج عليها وهو حزين وبيفتكر ذكريات الماضي. بعد كده بقى بيروح جون على مطعم المفروض يعني انه هيقابل فيه صديقته ماري اللي جون بيحبها وناوي يتقدم لها للجواز. عموما يعني بعد فتره مش طويله بتوصل ماري وبيقعد جون معاها وكل حاجه بتكون تمام، او مش تمام قوي يعني، لان الاخ شارلوك بيجي في الوقت ده. وطبعا بيتعصب جون جدا لما بيكتشف انه عايش وما كانش معرفه، وبالتالي بدون مقدمات بينزل في شارلوك ضرب. فطبعا في اللحظه دي بيطردوا الكل من المطعم. بعد كده بيروحوا الثلاثه المطعم تاني، وفي المطعم ده بيسال جون شارلوك مين كان يعرف انك عايش، فبيعرفوا شارلوك ان في ناس كتير كانوا يعرفوا زي اخو مايكروفت وزي مولي الطبيبه الشرعيه واللي ساعدته بالمناسبه انه زي في موته، كمان اكتر من 25 مشرد من شبكه المشردين اللي بيشتغلوا مع شارلوك في المدينه. طبعا لما بيعرف جون ان كل دول يعرفوا ايه اللي هو بيتعصب اكتر وبيضرب شارلوك تاني. بعد كده بياخد جون ماري وبيمشوا، وبيكون جون طبعا مقرر خلاص انه مش هيشوف ولا هيقابل شارلوك تاني في حياته. طبعا شارلوك بيتضايق ان جون زعل منه قوي كده، لكنه بيقرر يتخطى الموضوع ويشوف شغله. فبناء عليه بيروح دلوقتي المولي واللي كانت عارفه انه عايز زي ما قلنا، لكن المره دي شارلوك بيعرفها انه هيشغلها معاه يعني لحد ما يشوف حل في موضوع جون. وبس بيسيبها وبيروح شارلوك دلوقتي للظابط ليسترد واللي هو كمان مش بيصدق نفسه ان شارلوك عايش، لكنه يعني بيكون فرحان جدا جدا.
بعد كده بقى بيروح شارلوك لبيت السيدة هادسون، واللي أول ما بتشوفها هي التانية بتفضل تصرخ لأنها يعني بتفتكر إنها شافت عفريت، بس يعني بتهدى وبتفهم الموقف. بعدين يعني الضحك ده كله، فشارلوك يا صديقي بيبدأ بقى يشتغل على قضية الجماعة الإرهابية اللي هينفذوا هجوم هنا في لندن، ولأن شارلوك مش عارف أي معلومات معينة عن الهجوم ده بيقرر يعرف الأول هل الهجوم ده هيحصل أصلا ولا لأ. وعشان شارلوك يعرف الهجوم هيتم ولا لأ بيبدأ يتابع مجموعة من المجرمين اللي عارفهم في لندن كويس جدا، وبيكون شارلوك عارف ان المجرمين دول لو عرفوا يعني بحدوث اي مشكله معينه في المدينه بيهربوا على طول، لكن غريبه انهم ما هربوش. وبالتالي بيعرف شارلوك ان غالبا ما فيش اي هجوم ارهابي هيتم على المدينه، لكنه برضه بيقرر انه هيكمل بحث في القضيه. تاني يوم بتيجي مول لشارلوك وبيبداوا دلوقتي يستقبلوا ناس عندهم قضايا عايزين يعني حد يحلها لهم، لكن شارلوك بيلاقي ان كل القضايا دي تافهه فمش بيمسك ولا واحده فيهم. بعد كده بيروح دلوقتي هو ومولي يقابلوا ليسترد، فبياخدهم دلوقتي ليسترد لمخزن مهجور المفروض يعني انهم ليه في المخزن ده هيكل عظمي لجثه، ومش قادرين يحددوا الهيكل العظمي ده بتاع مين وليه موجود هنا اصلا. وبعدين بيبص شارلوك ومولي على الهيكل العظمي ده وبيكتشفوا انه مزيف، وبالتالي بيفهموا ان دي مش جريمه ولا حاجه بل حد بيلعب مع الشرطه خلاص. تاني يوم بقى بيروح شارلوك ومولي لشاب كده بيشتغل في مراقبه الكاميرات في محطه المترو. الشاب ده بقى بيعرف شارلوك انه عاوز يوري له حاجه غريبه جدا، وبيشغل الشاب فيديو كده من تسجيل كاميرات المراقبه بتاع المحطه. في الفيديو ده بقى بيظهر شخص بيركب اخر عربه في المترو من محطه معينه، وفي المحطه اللي بعدها بتظهر العربه دي ولكن فاضيه تماما وكان محدش ركبها. فمين بقى الشخص ده اصلا وركب العربيه الاخيره دي ليه واختفى راح فين؟ الفكره هنا ان شارلوك بيحس ان الشخص ده هو شافه قبل كده، فبيفضل يحاول يفتكر شافه فين ومين الشخص ده، بيفشل يفتكر فبيعدي الموقف، لكنه بيقرر يمسك برضه القضيه دي. على الجانب الاخر بنشوف ان جون دايما في شغله في العياده بتاعته لانه يعني دكتور زي ما احنا عارفين. الفكره بقى ان جون ما كانش مبسوط وهو في شغله ابدا لانه عاوز يعني يرجع يشتغل مع شارلوك، فبالتالي بيقرر ينسى كل المشاكل اللي بينهم ويروح عشان خاطر يقابل شارلوك. بس قبل ما يدخل جون البيت اصلا بيجي شخص غريب كده وبيحقنه بحقنه مخدره وبياخده وبيحطه في مكان غريب كده ما نعرفش هو فين، ولكن طبعا هنعرف قدام. بعد كده بنشوف ان ماري خطيبه جون بتجيلها رساله من حد مجهول بيعرفها انه خطف خطيبها جون، وبيكون الشخص المجهول ده كاتب شفره لو قدرت تفكها بتقدر تعرف مكان جون وتوصل. وتبدو تفكير او تردد بتروح ماري لشارلوك وبتعرفه كل اللي حصل. ولما بيقرا دلوقتي شارلوك الرساله بيقدر يفك شفره وبيقدر يعرف ان جون حاليا مخطوف في كنيسه اسمها كنيسه القديس جيمس، ومفروض يعني انه بعد دقائق بالظبط هيموت. طبعا بيتجنن شارلوك وعلى طول بياخد ماري وبيركبوا موتوسيكل وبينطلقوا باقصى سرعه تجاه الكنيسه دي بحيث يحرروا جون. عند الكنيسه بقى فبنشوف ان حاليا قدام الكنيسه اللي مخطوف فيها جون في ناس كتير عاملين مهرجان، وبيكون الناس دول على فكره عاملين زي نصب تذكاري ومفروض انهم هيولعوا فيه كنوع من الطقوس بتاعتهم في الاحتفالات. المشكله بقى ان جون بيكون جوه النصب ده، وبيكون جون بسبب الحقنه اللي اتحقنها مش قادر يتكلم ولا يطلب من حد المساعده، بس الحمد لله هو مش محتاج يعمل كده ان قبل ما يتحرق بيوصلوا شارلوك وماري للمكان وبينقذوه. تاني يوم بنشوف ان شارلوك في بيته وقاعد معاه راجل وست عواجيز، بنعرف يعني بالمناسبه انهم ابوه وامه. المهم يعني في الوقت ده بيوصل جون للمكان فبيمشي شارلوك عيلته، بعد كده بيقعد مع جون ويتكلموا مع بعض، وبيفضل طبعا جون يشكر فيه ان هو انقذه. وبيساله جون دلوقتي تفتكر مين اللي ممكن يكون خطفني وكان عاوز يقتلني؟ فبيعرفه شارلوك انه ما يعرفش ولكن اكيد هيعرف قريب. بعد كده بيعرف شارلوك جون على قضيه الشخص اللي ركب المترو واختفى فجاه، وبيحاول شارلوك مره ثانيه يفتكر الشخص ده مين لحد ما بيقدر يفتكر، وبنعرف ان الشخص ده هو عضو فاسد في البرلمان البريطاني اسمه موران. بس موران بقى كان بيعمل ايه في المترو واختفى راح فين محدش يعرف. لكن بعد شويه بتحصل حاجه بتغير كل ده يا صديقي. شارلوك لما بيركز في فيديو المراقبه اللي المفروض موران ده اختفى فيه بياخد باله من حاجه كده، الا وهي ان في اول الفيديو لما موران بيركب المترو عدد عربيات المترو كانوا 7 عربيات، اما لما اختفى من المترو فعدد العربيات كان 6 عربيات، وده معناه ان موران ما اختفاش بقى في نص السكه بين محطتين المترو، السواق فك اخر عربه وسابها في نص السكه. سابها ليه بقى؟ الله اعلم. بس بشويه تفكير كده ولما بيربط شارلوك الاحداث ببعض بيفتكر ان المكان اللي بين المحطتين دول واللي عربه المترو اتفكت واتثبت فيه هو في الحقيقه مكان تحت مجلس النواب، واللي هيتعمل فيه النهارده اجتماع كبير جدا كل النواب هيحضروه ما عدا شخص واحد بس الا وهو موران. وبربط بسيط للاحداث بيفهم شارلوك ان موران ساب عربه المترو تحت مبنى البرلمان لان عربه المترو دي فيها متفجرات وهتفجر المبنى كله، وعشان كده موران مش هيحضر الاجتماع بحيث ما يموتش مع كل اللي هيموتوا. بمجرد بقى ما شارلوك وجون ادركوا كل ده على طول بدون تضييعات بيروحوا للمترو وبيروحوا للمكان اللي فيه عربه المترو، وفعلا اللي حسبوه لقيوه بيلاقوا العربه مليانه متفجرات. فعلى طول بيوقف شارلوك عمل المتفجرات دي قبل ما تنفجر وخلاص بيحل القضيه كعادته. اما بقى موران النائب الفاسد فبتروح للشرطه وبيقبضوا عليه. بعد اللي حصل ده بيروحوا شارلوك وجون البيت، وبيجي لهم هناك بقى مولي تزورهم، وبيكون مع مولي خطيبها الجديد توم. ولو ما بيشوفوا شارلوك مش بيرتاح له قوي وبيحس بحاجه غلط ناحيته، لكنه يعني مش بيقول اي حاجه معينه لمولي عشان ما تزعلش.
بعد كده بيتكلم جو مع شارلوك وبيسأله برضه طيب بعد كل ده مين برضه ممكن يكون خطفني وحاول يقتلني وخطفني ليه؟ بيعرف شارلوك انه للأسف لسه ما وصلش لأي حاجة في الموضوع ده، لكنهم أكيد في النص ممكن يوصلوا لحاجة. الناحية التانية بقى بنشوف شخص كده مجهول مش بنعرف هو مين حاليا، وبيكون الشخص ده بيتفرج على فيديو بيظهر فيه شارلوك وماري وهم بينقذوا جون قدام الكنيسة، وحقيقة احنا لسه ما نعرفش مين الشخص ده، لكن بنحس كده انه مسؤول عن خطف جون، وطبعا هنتأكد من كل ده قدام. في المجمل بيعدي بقى على كل ده كام يوم، وحاليا بنكون مع شارلوك وقاعد مع هاتسن وبيتكلموا سوا، وبنعرف من كلامه من النهارده فرح جون وماري انهم خلاص هيتجوزوا، وفعلا صديقي مش بيعدي وقت طويل وبيروح شارلوك فرح جون وماري وبيكون حاضر الفرح ناس كتير جدا. اول ما بيوصل بقى شارلوك للفرح بيفضل ياخد صور مع جون وماري، وبيكون المصور شخص اسمه جوناثان، وعايزك يا صديقي تفتكر جوناثان ده ضروري جدا لقدام. مهم ان شارلوك كمان بيتعرف في الفرح على بنت اسمها جيني واللي تبقى صديقه ماري، ويعني بيحبوا بعض كده من اول نظره. المهم وسط ده كله بيوصل للفرح ضابط كده اسمه جيمس شولتو. جيمس ده هيبقى قائد جون لما كان زمان شغال مع الجيش، والعلم جيمس كان ضابط مخضرم بشكل مش طبيعي، وعشان كده واخد اوسمه وحاجات كتير زي كده، وفي معركه من المعارك بتاعه جيمس اتصاب في وشه للاسف، وده سبب التشوه اللي في وشه حاليا، ومفروض يعني ان من بعد الحادثه دي جيمس اختفى تماما عن الانظار وبقى شخص انطوائي، وده يعني على فكره لسببين، الاول بسبب التشوه اللي حصل في وشه، والسبب التاني ان جيمس ليه اعداء كتير. بعد ما ساب الخدمه قرر ما يظهرش نهائيا في العلن، وحرفيا حرفيا جاي يعني الفرح ده بتاع جون بالعافيه مش اكتر من كده عشان يعمل واجب. عموما يعني جون بيروح يسلم عليه وبيفضل يشكره جدا انه جه الفرح. المهم يعني بعد فتره مش طويله بيوقف شارلوك عشان خاطر يتكلم ويقول كلمتين حلوين كده في حق صديق عمره جون، وفعلا بيفضل شارلوك يقول انه بيحب جون وانه افضل صديق قبله في حياته وحاجات كتير من زي كده. بعد كده بيبدا شارلوك يحكي للمعازيم مجموعه من الجرائم اللي دخلوا فيها هو وجون، لانه بالمناسبه يعني ما كانش لاقي كلام كتير يقوله، فقال يعني يحكي عن الجرائم بتاعتهم. من ضمن الجرائم دي ما يهمناش الا جريمتين بس. الجريمه الاولى بدات لما ظابط كده في الحرس الملكي البريطاني بعت رساله لشارلوك وجون عرفهم فيها انه حاسس ان في حد دايما بيراقبه وحس ان الحد ده هيزي، وبالتالي بيطلب الراجل ده واللي اسمه ستيفن من شارلوك وجون انهم يجوا عنده القصر الملكي ويقابلوه، بحيث يعني يعرفهم كل حاجه يمكن يقدروا يوصلوا للشخص اللي ستيفن حاسس انه بيراقبه. المهم القضيه بتعجب شارلوك وجون جدا، فعلى طول بيروح على القصر الملكي اللي بيهدم فيه ضابط ستيفن. لما بيوصلوا القصر بيدخل شارلوك وهو متخفي وبيبدا يلف هنا وهناك يمكن يقدر يوصل لاي حاجه. اما بقى جون فبيدخل لقائد الكتيبه اللي ستيفن شغال فيها وبيفضل يتكلم معاه وياخده من موضوع لموضوع وهكذا عشان بس يشتت انتباهه وما يعرفش ان شارلوك في القصر. المهم بقى ان في الاثناء دي بنشوف ان ضابط ستيفن بيخلص خدمته وبيدخل يعني عشان ياخد دش، بس هو اثناء ما كان ستيفن بيقلع هدومه بحيث يعني ياخد دش بيحس بتعب رهيب. وبعد فتره من كل ده بيجي ضابط لقائد الكتيبه اللي كان لسه قاعد مع جون وبيعرفه ان ضابط ستيفن مات في الحمام. في اللحظه دي بسرعه بيروحوا شارلوك وجون وقائد الكتيبه لستيفن يشوفوه، وبيبدا دلوقتي جون يكشف عليه فبيلاقي انه الطعن في جنبه بسكينه وهي دي سبب تعبه، وتعبه مش موته، لان بالمناسبه جون اكتشف دلوقتي ان ستيفن تعبان مش ميت. بس بتنتهي القصه على كده، وبنرجع لشارلوك تاني وهو بيحكي للمعازيم في الكنيسه وبيعرفهم انه لحد النهارده ما قدرش يعرف مين طعن الظابط ستيفن او طعنه ازاي. ومش بس كده، لا ده ستيفن نفسه بعد ما خف برضه ما يعرفش لغايه دلوقتي مين اللي طعنه. بس عامة يعني بيبدا شارلوك يحكي القصه الثانيه بتاعته واللي هي القضيه الثانيه، وبيقول ان في يوم كده خرج شارلوك مع جون وراحوا حانه وفضلوا يشربوا ويشربوا ويشربوا كتير جدا لحد ما حرفيا ما بقوش شايفين قدامهم من كتر الشرب، فبناء عليه رجعوا للبيت بسرعه عشان ما يعملوش مشاكل. ومجرد بقى ما رجعوا للبيت جات لهم ست اسمها تيسا. تيسا دي عرفت جون وشارلوك انها من كام يوم قابلت شخص في الحانه واتكلموا، والشخص ده كان مريح جدا جدا لدرجه ان تيسا حبته حرفيا من اول نظره. لكن الشخص ده بعد كده ما بقاش يرد على تليفونات تيسا، فراحت للحانه اللي شغال فيها تسال عليه، فصاحب الحانه استغرب وعرفها ان الشخص اللي هي بتتكلم عنه ده مات من سنه، فازاي هي اصلا قابلته في الحانه وقعدت معاه كل ده؟ طبعا لان الموضوع مرعب وغريب، فتيسا جات لشارلوك وجون عشان خاطر يحلوا لها الموضوع. وده ورغم ان شارلوك وجون سكرانين لانهم بيعجبوا بقضيه تيسا جدا فبيقرروا يساعدوها. وعلى طول بيروحوا مع تيسا للحانه اللي قابلت فيها الشخص الميت ده، بحيث يعني يعينوا المكان يمكن يقدروا يفهموا حاجه. بس المشكله يا صديقي انهم كانوا سكرانين زي ما قلنا، فبيبوظوا الدنيا خالص في الحانه، والراجل صاحب الحانه بيتخانق معاهم، والمشكله بتتطور لدرجه ان شارلوك وجون باتوا في القسم حرفيا اليوم ده، وراح الظابط ليستر ده خرجهم. بعد كده بقى رجع شارلوك يشتغل على قضيه تيسا تاني، واتكلم بعدها مع ستات كتير جدا، وعرف منهم ان الستات دول حصل معاهم نفس اللي حصل بالظبط مع تيسا، وهو انهم يتعرفوا على شخص ويقضي معاهم وقت كتير جدا، والشخص ده في النهايه يطلع ميت. وبالمناسبه كل واحده في الستات دول المفروض انها عرفت شخص ميت غير التاني، مش شخص واحد بمعنى اصح. وبالتالي بدا شارلوك دلوقتي يشتغل على قضيه فعلا لانها مثيره للانتباه، لحد ما قدر في الاخر يوصل لنظريه كده، وهي ان الشخص الميت اللي بيقابل الستات دول
هو في الحقيقة شخص واحد بياخد أسماء ناس أموات كتير من الجرايد، وبيروح بعد كده بالأسماء دي يتعرف على ستات مختلفة ويخلى بيهم ويبعد عنهم خالص، ولما الستات دول يدوروا عليه يلاقوا ميت بحكم اسمه اللي هو واخده من حد ميت، فيفتكروا بقى إنهم حب وشبح مش أكتر من كده وبس. تنتهي هنا القصة كمان، وبنرجع لشارلوك وهو في القاعة وبيعرف دلوقتي المعزيم إنه للأسف لحد النهاردة ما قدرش يعرف مين المجرم ده هو التاني. وسط بقى ما كان شارلوك دلوقتي بيقول كل الكلام ده بيفتكر حاجة مهمة جدا، وهي ان تيسا اول ما جت قابلت شارلوك قبل كده كانت عارفة اسم جون بالكامل واللي هو جون هامش واتسون، والعلم شارلوك عارف كويس جدا جدا ان جون بيكره اسمه الاوسط اللي هو هامش، وبالتالي بيكون شارلوك متأكد ان جون ما قالش لتيسا عن اسمه الاوسط. طيب تيسا عرفت اسمه الاوسط منين؟ بيفضل شارلوك دلوقتي يفكر لحد ما بيبدأ يتواصل انها اكيد عرفت اسم جون الاوسط لانها شافت دعوة الفرح بتاعه جون. بيشك دلوقتي شارلوك ان غالبا تيسا شافت دعوة الفرح بتاع جون دي عند الشخص اللي كان عامل نفسه واحد ميت ومصاحب تيسا، وبالتالي بيفهم برضو يعني شارلوك من الكلام ده كله ان المجرم اكيد هنا في الفرح. وشوية تفكير بيفهم شارلوك ان المجرم ده مدام هنا في الفرح غالبا جاي ينفذ جريمة ويقتل حد، وبيفضل بقى شارلوك يفكر المجرم ده ممكن يكون جاي الفرح ده يقتل مين، لحد ما بيقدر يعرف انه اكيد جاي يقتل الضابط جيمس شيلتو اللي اتكلمنا عنه من شويه، اللي مفيش اي طريقه يوصل بيها المجرم ده لجيمس الا وهو هنا في الفرح لانه مش بيروح اي حته ومنعزل. المهم ان شارلوك بمجرد ما ادرك كل ده بيروح لجيمس وبيديله ورقه مكتوب فيها انه هيتعرض للقتل وانه لازم يهرب من هنا حالا، فعلى طول بيطلع جيمس اوضته وبيقعد مستني المجرم اللي جاي يقتله ده من غير ما يهرب. في الوقت ده بيجي شارلوك وبيخبط على باب جيمس وبيقول له اطلع من الاوضه بحيث نشوف هنعمل ايه، لكن جيمس بيرفض يخرج وبيقرر انه هيفضل مستني القاتل ده بشجاعه عشان يجي ويقتله. في الاثناء دي بقى يا صديقي بيفكر شارلوك بقى شويه في جريمه محاوله قتل ستيفن، وبيفتكر شارلوك ان ستيفن كان هيموت مطعون بدون ما حد يقرب له اصلا، وهنا بقى بيفهم شارلوك القاتل كان هيقتل ستيفن ازاي. ببساطه القاتل قرب لستيفن وحط له زي سكينه صغيره في الحزام بتاعه بدون ما ستيفن يحس، وبالتالي لما جه ستيفن يقلع الحزام السكينه اتحركت ودخلت في جنبه وكان هيموت. وبيفهم شارلوك ان القاتل اللي كان هيقتل ستيفن غالبا هو اللي عاوز يقتل جيمس، وانه اكيد برضه حط لجيمس السكينه في الحزام بتاعه للفرح من غير ما يحس، وعشان كده بيطلب دلوقتي شارلوك من جيمس ما يقلعش الحزام بتاعه ابدا لانه اكيد هيموت. فبيوافق جيمس وبيفتح باب اوضته وبيدخله دلوقتي جون يساعده. اما بقى شارلوك فبيستدعي مصور الفرح اللي قلت لك اسمه جوناثان، وبيتكلم دلوقتي شارلوك مع ليسترد وبيعرفه ان جوناثان ده هو المجرم اللي حاول يقتل ستيفن، وانه كان بيحاول يقتل ستيفن عشان بس يجرب خطته هتنجح ولا لا، وبالتالي لما تنجح ينفذ الخطه على جيمس اللي هو اصلا هدفه الاساسي انه يقتله. طب اشمعنى يعني جوناثان هو المجرم؟ لان صديقي بكل بساطه شارلوك بحث وراه واكتشف ان اخوه كان في مهمه مع جيمس في مره ومات، ومن وقتها جوناثان مش طايق جيمس نهائيا وشايف انه سبب في موت اخوه وعاوز يقتله، وبالتالي قرر يبقى مصور الفرح ده ويقتله، وجرب الطريقه اللي هيقتله بيها مع ستيفن ونجحت فعلا، وكانت تنجح فعلا المره دي مع جيمس. لولا بس ان شارلوك قدر يعرف ان المجرم اللي كان عايز يقتل ستيفن هو اللي كان بيتكلم مع تيسا ومفهمها انه شخص ميت، ولان تيسا شافت عنده دعوه الفرح بتاعه جون وقالت اسم جون الاوسط، فهم بقى شارلوك كل ده. وبس بيقبض دلوقتي ليسترد على جوناثان وبتنتهي القضيه على كده خالص. بعدها بقى بيرجعوا جون وماري وشارلوك والكل وبيحتفلوا تاني في الفرح، وفي الوقت ده بيبص شارلوك على كل الموجودين بيلاقي ان كل واحد معاه مراته وبيرقص معاها، ما عدا هو الوحيد اللي ملوش اي حد خالص، وده بيضايق شارلوك وبيحسسه قد ايه هو وحيد، وبالتالي بيسيب شارلوك الفرح وهو زعلان وبيمشي. بيعدي بقى على كل ده شهر كامل، وحاليا بيشوف مجموعه من القضاه والمحققين وهم بيحققوا مع شخص كده اسمه تشارلز. تشارلز ده بنعرف انه صاحب صحيفه مشهوره جدا جدا في انجلترا، وبنعرف حاليا ان تشارلز ده عنده معلومه عن كل الناس المهمين في البلد، وبيكون التحقيق معاه بخصوص الموضوع ده وبخصوص انه بيضغط على الناس اصحاب المناصب الحساسه في البلد عشان يوصل اللي هو عاوزه. لكن في الوقت ده تشارلز مش بيهتم اصلا يدافع عن نفسه وبيلبس نظارته وبيفضل بقى يبص في وش المحققين والقضاه اللي قدامه. وبنشوف في الوقت ده ان تشارلز حرفيا بمجرد ما بيبص لاي حد بيبدا يشوف تاريخ حياته ونقطه ضعفه كمان، وكان النضاره دي فيها قاعده بيانات متنقله حرفيا. طبعا نتاكد من موضوع النضاره ده على فكره قدام. المهم جلسه التحقيق بتخلص مع تشارلز، وفي نفس اليوم ده بالليل بيروح تشارلز المحققه اليزابيث واللي تبقى كبيره المحققين اللي كانوا بيحققوا معاه الصبح. المهم ان تشارلز عرف اليزابيث انه يعرف كل حاجه عنها وعن حياتها وعن جوزها، واللي بالمناسبه كان بيحب زمان بنت صغيره في السن، وبيعرف تشارلز انه ممكن يفضحها بالمعلومات دي هي وجوزها او تطلعه براءه منكل حاجه بتحقق معاه فيها، وبيسيب تشارلز وبيمشي. بعد اللي حصل ده بتقعد اليزابيث تفكر مع نفسها تخرج من الكارثه دي ازاي، لحد ما بتقرر انها تستعين بخدمات شارلوك عشان خاطر يساعدها. وبس بيعدي على الاحداث دي كلها شهر، وبنشوف جون وماري في بيتهم، وبنعرف انهم من وقت ما اتجوزوا ما شافوش شارلوك خالص ولا يعرفوا هو فين. المهم حاليا بتيجي ماري وجون جارتهم اللي اسمها كيت، وبتفضل تعيط لان جوزها المدمن اللي اسمه ايزاك ساب البيت وهرب،
وتعرفهم كيت ان جوزها في بيت معين كده بيقعدوا فيه دايما المدمنين وبيعيشوا فيه، وبتطلب كيت من جون يعني انه يروح يجيب ايزك عشان خاطر ما يضايقش اكتر من كده. فبيوافق جون وبتقرر ماري تروح معاه لانها قلقانه عليه يروح مكان زي ده لوحده. وفعلا بعد فتره مش طويله بيوصل جون مع ماري عند البيت بتاع المدمنين اللي فيه ايزك، وبيسيب جون ماري هناك وبيدخل بعد كده هو للبيت. اول ما بيدخل البيت بيقابل دلوقتي شاب اسمه بيلي، واللي تقدر تقول عليه كده ان هو يعني مدبر البيت. المهم يعني ان جون بيساله عن ايزك، فبيلي مش بيرضى يقول له اي حاجه وهل هو هنا ولا لا، فبيضرب جون بيلي وبيفضل يلف في البيت بحثا عن ايزك، وبالفعل في الاخر بيقدر يلاقيه فبياخده عشان يمشي. وفي اللحظه دي بيكتشف جون ان شارلوك هو كمان في البيت هنا، وبيعرف انه في البيت هنا بقاله شهر. بيتصدم جون وبيفتكر ان شارلوك مدمن، لكن شارلوك بيفضل يقول له انه مش مدمن وانه هنا عشان بس يشتغل على قضيه، بس جون مش بيصدقه وبياخده معاه هو وايزك وبيمشي. بس قبل ما يمشوا بيجي لهم بيلي وبيطلب منهم يجوا معاه يعالجوا له دراعه اللي جون كسرها له، فبيوافقوا الكل وبياخدوا دلوقتي بيلي معاهم وبيمشوا من هنا. بعد فتره مش طويله بقى بيوصل جون والكل للمستشفى، وبتكشف مولي على شارلوك وبتكتشف انه مش مدمن ولا حاجه. وفي الوقت ده صديقي بيتكلم بيلي مع جون، وبيبان كده ان بيلي ده ذكي بزياده وعنده ملاحظه شديده. بيفرح شارلوك بيه وبيعرفه انه هيشغله معاه من هنا ورايح كمخبر وبس. بيمشوا بقى جون وشارلوك من هنا وبيركبوا تاكسي عشان خاطر يروحوا بيت شارلوك. طول السكه بيفضل جون يسال شارلوك هو شغال على قضيه ايه، فبيعرفوا شارلوك انه شغال على قضيه بتاعت شخص كده اسمه تشارلز، وكان عاوز يعمل نفسه مدمن ويشوه سمعه نفسه لسبب كده معين هنعرفه قدام. في المجمل بيوصلوا شارلوك وجون حاليا للبيت، وبيلاقوا ان مايكروفت في البيت وعمال يقلب فيه من وشمال هو واتنين ظباط معاه بحثا عن اي مخدرات ممكن يكون شارلوك مخبيها هنا ولا هنا. وبنعرف ان شارلوك زمان كان مدمن على فكره، وده اللي اصلا مخوف مايكروفت انه يكون رجع للادمان من تاني. بس شارلوك بيفضل يقول له انه مش مدمن وانه شغال على قضيه مش اكتر من كده. فبيسالوا مايكروفت قضيه مين، فبيعرفوا شارلوك انه ماسك قضيه ضد كده واحد اسمه تشارلز. في الوقت ده بيبدا مايكروفت يقلق، وبيقول شارلوك انه يبعد عن تشارلز ده نهائيا، وبيبان كده ان مايكروفت بيخاف منه لان الاخ تشارلز ماسك عليه فضايح. لكن يعني شارلوك بيعرف مايكروفت انه هيفضل ورا تشارلز لحد ما يوقعه، وبيطرد دلوقتي مايكروفت من البيت. فبيمشي مايكروفت من البيت، وبيقعد بقى شارلوك يتكلم مع جون لوحدهم، وبيعرفوا انه بيبحث ورا الشخص اللي اسمه تشارلز ده وعاوز يوقعه باي طريقه. وبيعرف شارلوك جون ان تشارلز عنده بيت كده اسمه ابلدور، وفي البيت ده تشارلز محتفظ بمعلومات تودي كل الناس في المصايب حرفيا، وده مصدر قوته مع كل الناس. والعلم بنعرف حاليا ان شارلوك كان عامل نفسه مدمن عشان تشارلز يمسك عليه الموضوع ده ويفكر انه كده وقع شارلوك، بس شارلوك بيشتغله مش اكتر من كده عشان بس يكسب وقت ويلعبه. وبيعرف شارلوك جون انه حاليا رايح يقابل تشارلز بصفته ممثل عن اليزابيث عشان خاطر يتفاوضوا سوا. بس على فكره شارلوك مش محتاج يروح لتشارلز لان تشارلز نفسه اللي بيجي له دلوقتي. وهما بيدخل تشارلز على شارلوك وجون بيفضل يبص لهم بنضارته، وكالعاده بيبدا يقرا عنهم كل حاجه. وبيعرف تشارلز ان جون نقطه ضعفه هي اخته هاري وكمان مراته ماري. اما بقى شارلوك فبيعرف تشارلز ان نقطه ضعفه الوحيده بجد هو جون نفسه. وبمجرد ما عرف تشارلز المعلومات دي كلها بيقول لشارلوك بكل بساطه انه مش هيتفاوض معاه ومش هيدي اليزابيث اي حاجه من المصايب اللي ماسكها عليها وعلى جوزها، وبيسيب تشارلز المكان بمنتهى الثقه يمشي. بعد كده بيقرر شارلوك وجون انهم يروحوا الشركه بتاعه تشارلز يمكن يلاقوا فيها اي حاجه تفيدهم، بس بتكون في مشكله صغيره وهي انهم مش هيقدروا يتنقلوا في اي مكان في الشركه بدون تصريح. لكن المشكله دي شارلوك حلها لان شارلوك بيعرف جون دلوقتي انه متجوز جيم في السر ومحدش يعرف كده، وبالتالي هي اصلا بتشتغل في مكتب تشارلز وهتقدر توصله لمكتبه بكل سهوله. طبعا بيتصدم جون، لكن شارلوك مش بيهتم وبيتكلم دلوقتي شارلوك مع جيني من خلال كاميرات المراقبه، وبيطلب منها تطلعه مكتب تشارلز لانه عاوز يعني يديها هديه. بتوافق جيني وفعلا بتسمح لشارلوك وجون يركبوا الاسانسير ويطلعوا لمكتب تشارلز. الفكره بقى انهم اول ما بيطلعوا مكتب تشارلز بيلاقوا جيني مضروبه ومغمى عليها، وبيلاقوا كمان واحد من حراس تشارلز مضروب ومغمى عليه. في وحده بيأمر شارلوك جون ان هو يحاول يعالج جيني والحارس ده، اما شارلوك فبيفضل يلف في المكان لحد ما بيتفاجئ دلوقتي بتشارلز قدامه وفي واحده مثبتاه بمسدس وهتقتله. الاول افتكر شارلوك ان الست دي هي اليزابيث واللي جايه تهدد تشارلز عشان خاطر ما يفضحهاش، لكن الست دي بتلف لشارلوك وبتطلع ماري زوجة جون. وهنا بقى بيعرف شارلوك ان ماري عندها ماضي اجرامي، وواضح كده ان تشارلز بيهددها بيه، فجت تخلص على تشارلز قبل ما يعرف اي حاجه لحد وخصوصا جون. وحاليا بتقول ماري لشارلوك يمشي من هنا ولا تضطر تقتله هو كمان، لكن شارلوك بيرفض يمشي، فبتدم مقدماته بشكل صادم بتضربه ماري طلقه وبتهرب من المكان. بعد كده بيدخل جون على شارلوك وبيلاقيه مرمي وسايح في دمه، اما ماري وتشارلز بيكونوا اختفوا. المهم بيتنقل شارلوك على المستشفى، واول واحده بتجيله حرفيا تزوره هي ماري، وحرفيا بتدخل عليه ماري قبل ما يفوق بشكل كامل من البنج اللي هو فيه ده. واثناء ما هو بين الصحيان والنوم بتتكلم ماري معاه وبتطلب منه ما يعرفش جون اي حاجه عنها، وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بيفوق شارلوك اخيرا وبيكون كويس، وبتجيله حاليا جيني واللي بتعرفه انها اكتشفت انه كان عامل انه بيحبها بس عشان خاطر يوصل لتشارلز مش اكتر من كده، وبتعرفه انه شخص زباله ومش عاوز تعرفه تاني، وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بقى بيجي جون وليستر يزوروا شارلوك في الليل،
لكنهم بيلاقوا صديقي ان شارلوك خرج من المستشفى، فبيتجننوا بيلفوا يدوروا عليه راح فين، وبيروح دلوقتي جون يدور عليه في البيت عند هادسن، لكنه برضه مش بيلاقيه، بل بيلاقي هادسن بس. واثناء ما كان جون في البيت بيتصل بيه شارلوك وبيطلب منه يجيله في مكان معين كده. بعد كده بنشوف ان ماري رايحه لشارع معين بحيث تقابل شارلوك لانه كلمها وطلب منها تجيله هي كمان. واثناء ما كانت ماري ماشيه في الشارع ده بتقابل بيلي واللي بيديها دلوقتي تليفون وبيمشي. بعد كده بتصل شارلوك على التليفون ده وبيطلب من ماري ان هي تدخل بيت معين في الشارع، فبتدخل البيت ده عادي وبرده مش بتشوف شارلوك، لكن شارلوك بيفضل يتكلم معاها وبيطلب منها ان هي توري له مهاراتها في ضرب النار. بعد كده هيجي لها وهيتكلموا سوا، هيتفقوا على كل حاجه هي عاوزاها. وهنفهم قدام صديقي ليه شارلوك اصلا عاوز يعرف قدره ماري في القتال. المهم ان ماري بتوري شارلوك قدراتها وبتجيب دلوقتي عمله وبترميها في الجو وبتضرب على العمله دي طلقه، فالطلقه بتحترق العمله من النص، وده يوضح قدره ماري الكبيره على القتال. بعد كده بتتكلم ماري مع شارلوك وبتطلب منه ما يعرفش اي حاجه لجون من اي حاجه هو عارفها، فبيعرفها شارلوك انه هيعمل كده ومش هيقول حاجه لجون لان جون اصلا موجود هنا وسمع كل حاجه. وبالفعل بيجي جون دلوقتي وبياخدوا بقى شارلوك وجون ماري وبيروحوا بيت السيده هاتسون وبيقعدوا سوا يتكلموا كلهم. فبنعرف بقى من كلامهم ان اولا كده ماري دي كانت عميله زمان في المخابرات، وبعد ما سابت المخابرات كانت بتنفذ عمليات قتل لناس مهمين في البلد مقابل الفلوس، ومفترض يعني ان ماري من فتره تابت عن السكه دي وغيرت هويتها خالص عشان ما حدش يعني يعرفها، حبت جون واتجوزته وقررت تبدا حياه جديده. بس كل ده بقى اتغير لما تشارلز بدا يبتزها انه يفضحها ويعرف كل الناس حقيقتها، فحاولت ماري تخلص منه، بس المشكله ان في اليوم ده شارلوك وجون جم لشركه تشارلز وبوظوا كل حاجه. طبعا لما بيعرف جون كل ده بيتجنن وبيقرر انه هيسيب ماري نهائيا، لكن شارلوك بيعرفه ان ماري كويسه وانها اتغيرت فعلا، واكبر دليل على كده ان قدرتها في ضرب النار رهيبه وكانت تقدر تقتل شارلوك عادي جدا، بس ما عملتش كده وضربته طلقه اي كلام عشان تصيبه بس مش اكتر. ولما خلصت مع شارلوك ما رضيتش تقتل تشارلز، لان تشارلز لو مات وشارلوك وجون كانوا في الشركه بتاعته اكيد هيتم اتهامهم بمحاوله قتله هو، وده ماري مش عاوزاه، فما رضيتش تقتل تشارلز. وكل ده بقى معناه ان ماري فعلا اتغيرت وبقت حد كويس. وبسبب كده يا صديقي جون مش بيزعل بجد من ماري وبيصدق فعلا انها بتحبه وبيعدي الموقف. بعد شويه بقى بيروحوا شارلوك وجون وماري لبيت ام وابو جون، وبيكون معاهم في البيت حاليا مايكروفت والاب والام بتوع شارلوك. ولحد هنا ما كانش فيه اي مشاكل، مشاكل بدات لما كان جون واقف مع ماري ومره واحده كده بتقع مغمى عليه. وبيجي هنا شارلوك وبيعرف جون ان هو اللي نايم ماري ومش هي لوحدها، هي ومايكروفت وام وابوه، وانه حاليا هيسيب دلوقتي بيلي معاهم وهياخد اللاب بتاع مايكروفت وهيروحوا المشوار مهم جدا. في الوقت ده بيستغرب جون وبيسال شارلوك مشوار ايه بالظبط وليه هياخدوا اللاب بتاع مايكروفت، فبيبدا بقى شارلوك يحكي لجون. بنعرف ان شارلوك اول ما مشى من المستشفى راح قابل تشارلز، وكان شارلوك وقتها شاكك جدا ان تشارلز بيحتفظ بكل المعلومات اللي معاه على النضاره بتاعته زي ما قلنا قبل كده، فخد النضاره من تشارلز وجربها لكنه ما لقيش عليها اي معلومات، واكتشف ان تشارلز بيحتفظ بكل المعلومات دي في مخه حرفيا مش اكتر من كده. وبالتالي عرف شارلوك انه مش هيقدر ياخد اي معلومات من تشارلز لان المعلومات دي مش مطبوعه على هارد او حاجه زي كده، دي في مخه حرفيا فمش هيقدر يعمل لها نسخ. وبالتالي قرر شارلوك يعمل مع تشارلز صفقه، والصفقه دي باختصار ان شارلوك هيجيب لتشارلز اللابتوب بتاع مايكروفت عشان تشارلز ياخد المعلومات القيمه اللي عند مايكروفت على لابه، وفي المقابل تشارلز ما يعملش اي حاجه لماري ولا يفضح. وبس بعد ما حكى شارلوك كل ده لجون بياخد جون دلوقتي على طول بحيث يروحوا لتشارلز، وفعلا بعد وقت مش طويل بيوصلوا الاثنين عند تشارلز وبيقعدوا يتكلموا معاه، وبيدي شارلوك لتشارلز اللابتوب بتاع مايكروفت وفي المقابل ما يفضحش ماري، فيوافق تشارلز. وبيبدا بقى تشارلز يعرف جون وشارلوك انه من البدايه ما كانش عايز حاجه من ماري، لكن تشارلز عرف قبل كده ان جون نقطه ضعفه هي ماري، وان شارلوك نقطه ضعفه هو جون، وان مايكروفت نقطه ضعفه هو شارلوك اخوه. وبالتالي عشان تشارلز يقدر ياخد معلومات مهمه من مايكروفت لازم يسيطر على ماري ويبتزها عشان جون يساعد ماري، وعشان شارلوك ياخد المعلومات دي من اخوه ويبيعها دلوقتي لتشارلز زي ما حصل دلوقتي. لكن بقى تشارلز بيعرف شارلوك انه ذكي وانه عمره ما احتفظ باي معلومات غير في مخه، لان المعلومات دي لو مطبوعه او على هارد بصير هتعمل له مشاكل زي اللاب بتاع مايكروفت اللي عليه جهاز تبعه، والشرطه هتيجي دلوقتي تقبض عليه لو احتفظ هو بيه. فبالتالي بيعرفهم تشارلز انه بلغ الشرطه انهم جايين يسربوا له معلومات عن البلد عشان خاطر يتسجنوا ويخلص منهم. فعلا مش بيعدي وقت كتير يا صديقي وبيوصلوا لمكان الشرطه ومعاهم مايكروفت. وفي الوقت ده بيفضل تشارلز يعرف شارلوك وجون انه قدر يسيطر عليهم وانه يفضل مسيطر على ماري، ومش بس كده هيفضحهم هم الثلاثه في صحيفته. كل ده بقى شارلوك مش بيستحمله فبيضرب تشارلز طلقه وتعيش انت. بعد اللي حصل ده بيتقبض على شارلوك طبعا، وبنشوف بقى مايكروفت قاعد مع المحققين والقضاه ومنهم اليزابيث، وبيعرفوا مايكروفت ان اخوه لازم يتسجن عشان الجريمه اللي عملها، لكن دي مش هتكون افضل حاجه، الافضل بقى انهم يستغلوا قدرات اخوه ويبعتوه اي بلد تانية يشتغل فيها لصالح انجلترا. فيوافقوا الكل على كلام مايكروفت بما فيهم اليزابيث. وبنعرف هنا بقى ان مايكروفت اصلا كان متفق مع شارلوك من الاول انهم يعملوا نفسهم اعداء بحيث شارلز يبلع الطعم وياخد اللاب بتاع مايكروفت من شارلوك وباللاب ده هيتسجن، لكن شارلز كان ذكي وما وقعش في الفخ فاضطر شارلوك يقتله.
المهم حاليا بقى بنشوف شارلوك بيودع ماري وجون وبيركب الطيارة عشان يمشي من البلد خالص زي ما مايكروفت اتفق مع المحققين والقضاء. ولحد هنا ما كانش في مشاكل. المشاكل بقى بتبدأ بعد دقائق حرفيا من تحرك طيارة شارلوك. يعني في الوقت ده بتحصل هجمة على التلفزيونات وكل محطات التلفزيون وبيتزع عليها كلها فيديو لجيم موريارتي وهو بيقول فيها اشتقتولي انا راجع لندن قريب جدا. وطبعا في اللحظة دي بيعرفوا الكل ان جيم موريارتي ما ماتش ولا حاجة، فبالتالي بيتصل مايكروفت بشارلوك وبيعرفوا انه لازم يرجع عشان يحارب جيم ويوقفه عند حده. ففي اللحظة دي بيقرر شارلوك يرجع بجد ولسه ما نعرفش ناوي يعمل. شارلوك يا صديقي بعد ما نزل من الطيارة راحوا هو واخوه مايكروفت قعدوا مع مجموعة من القضاة اللي كانوا اتفقوا مع مايكروفت انه يهرب اخوه بره البلد لو تفتكر، وبيكون من القضاة دول ست اسمها اليزابيث اللي شفناها الموسم اللي فات لو تفتكر، وبيكون مع اليزابيث حاليا مساعدتها اللي اسمها فيفن. وعايزك تفتكر فيفن دي كويس لقدام شوية. مهم حاليا شارلوك عرف الكل ان جيم موريارتي مات وهو شافه بعينه بيموت، لكنه عادي جدا ممكن يكون ساب لرجالته خطه كده عشان يوقعوا بيها شارلوك. فرجالته عادي جدا هم اللي ممكن يكونوا اذاعوا الفيديو اللي بيظهر فيه جيم وبيقول فيه انه راجع والكلام ده كله لكنه ميت. وبيعرفوا شارلوك انه هيدور ورا شبكه معارف جيم دي على امل انه يعرف مين ورا الفيديو اللي انتشر. وتابت عرفوا اليزابيث انهم خلاص هيتغاضوا عن موضوع انه قتل تشارلز وهينشروا دلوقتي فيديو مفبرك يوضح يعني انه مش شارلوك هو اللي قتل تشارلز بل حد تاني. طبعا بيوافقوا شارلوك ومايكروفت على كلامهم وبيمشوا. في الايام اللي بعد كده بقى بيبداوا شارلوك وجون يستقبلوا الزباين عشان يدوروا على قضيه مهمه كده يمسكوها، بس يعني مش بيلاقوا قضيه مناسبه. وفي يوم بتعب ماري وبيجي لها طلق لولادها لان على فكره بالمناسبه كانت حامل، وفعلا بتخلف ماري بنت. وبيكونوا ماري وجون دلوقتي فرحانين بشكل مش طبيعي، وطبعا يعني بعد كده بيعملوا للطفل حفله في الكنيسه وكل الكلام ده. بعد كده بقى بيجي الضابط ليسترد وبيقابل شارلوك وجون وبيعرفهم انه جايب قضيه جديده عشان خاطرهم، وبس بيبدا بقى ليسترد يحكي لهم القضيه كلها. فبنرجع بالزمن وبنعرف ان في وزير اسمه ديفيد في يوم عيد ميلاده اتصل بيه ابنه وعرفه انه مش هيقدر يجي عيد ميلاده لان يعني هو حاليا في رحله في جبال التبت. بعدها طلب ابن ديفيد منه انه يروح عند العربيه اللي مركونه في البيت ويصور له العربيه صوره كده ويبعتها له. فوافق ديفيد وراح صور العربيه فعلا وبعتها لابنه، ومن بعدها والابن اختفى وديفيد معرفش يكلمه ولا يتواصل معاه تاني. وبعد اسبوع واحد بس من كل ده كان في سواق سكران ماشي بعربيته وبيهرب من الشرطه، وبالغلط دخل لبيت ديفيد وخبط عربيه ابن ديفيد. فوقتها عربيه السواق وعربيه ابن ديفيد ولعوا، والشرطه طبعا قدروا يخرجوا السواق عادي جدا. ولكن برضه لحد هنا ما كانش في مشاكل. المشاكل فعلا بدات لما الشرطه لقيوا جثه ابن ديفيد في العربيه ومتفحمه. فلما فحصوا كل العربيه عرفوا ان جثه ابن ديفيد كانت اصلا في العربيه من اسبوع وكان ميت والحريق ولع في جثته مش اكتر من كده. طب ازاي بقى ابن ديفيد كان في التبت وفي نفس الوقت ما يدفع عربيته من اسبوع؟ محدش يعرف. طبعا الجريمه دي يا صديقي بتعجب شارلوك جدا، بيقرر يمسك القضيه دي من دلوقتي. بعد شويه بيروحوا شارلوك وجون وليسترد يقابلوا ديفيد ومراته عشان يعني يحققوا معاهم يمكن يقدروا يحلوا القضيه. واثناء بقى ما كان شارلوك في البيت بياخد باله من نصبه تذكاري كده كان في البيت لاول رئيسه وزراء بريطانيه واللي كان اسمها تي. الفكره بقى ان شارلوك بخبرته بيقدر يعرف ان كان في تمثال في النصب ده لتي، وبيكون قدر يعرف كده من اثار التمثال. بيصرف شارلوك وبيسال ديفيد ومراته هل كان في تمثال هنا لتي رئيسه الوزراء. فبيعرفوا ان فعلا كان في تمثال هنا، بس من كام يوم حصلت حاجه غريبه ان في حرامي دخل البيت وما سرقش اي حاجه حرفيا بل كسر التمثال ومشى. فروح ده بيستغرب شارلوك وبيحس ان موضوع التمثال ده عملوه رجاله جيم اصلا عشان يوصلوا رساله، فبيقرر شارلوك يبحث في الموضوع اكتر. بعد كده بقى بيبدا شارلوك يحل قضيه ابن ديفيد، وعلى فكره حلها بكل سهوله. شارلوك عرفهم ان ديفيد لما كلم ابوه من اسبوع وقال له انه في جبال التبت هو في الحقيقه كان بيكذب وكان في عربيته ومستخبي تحت فرش العربيه عشان محدش يشوفه، وكان المفروض يعني انه مستني ابوه يقرب للعربيه، وعشان كده اصلا قال له روح صور العربيه بحيث يعني انه لما يقرب على العربيه يخض ابوه ويعرفه يعني انه جه عيد ميلاده وكده يعني ويفرحوا مع بعض. لكنه في اللحظه دي بقى اتخنق تحت فرش العربيه ومات. وفضلت بقى جثته في العربيه اسبوع لحد ما جه سواق سكران وخبط العربيه فقدروا وقتها يكتشفوا الجثه. وبس خلصت القضيه، فبيعزي شارلوك العيله وبيمشي. تاني يوم بقى بيجي ليسترد لشارلوك وهو معاه تمثال بتاع رئيسة الوزراء تي وبرضه مكسور. ليسترد عرف شارلوك ان التمثال ده غير تمثال عائلة ديفيد، والتمثال ده كان عند شخص تاني وبرضه جه حرامي كسره وهرب. وقتها بيستغرب شارلوك جدا وبيبدا يفحص التمثال ده، فبيكتشف ان التمثال عليه شويه من دم الشخص اللي كسره. فبيفرح شارلوك وبيروح دلوقتي لواحد صاحبه اسمه كريج وبياخد دلوقتي من عند كريج الكلب بتاعه. وبعد كده بيبداوا شارلوك وجون وماري يشمموا الكلب ريحه الدم على امل انه يقدر يوصل لصاحب الدم ده، لكنهم بيفشلوا. فبيرجع شارلوك لكريج واللي بنعرف هنا انه هاكر محترف جدا، وحاليا بيطلب شارلوك منه انه يبحث عن التمثال ده ويعرف الشركه المنتجه ليه. فيبحث كريج فعلا وبيقدر يعرف ان التمثال ده انتاج شركه من جورجيا، وما وصلش من التمثال ده للندن هنا غير 4 نسخ بس من التمثال.
واحد منهم كان مع عائلة ديفيد، وواحد تاني كان مع شخص اللي ليستر دي يعني خد منه التمثال المكسور، ونسختين التانيين مع شخص اسمه اوري وشخص تاني اسمه جاك. في الوقت ده بقى بيتصل ليستر دي بشارلوك وبيعرفه ان في شخص كان عنده التمثال اسمه اوري، ودخل دلوقتي عنده حرامي يسرق التمثال، لكن اوري شاف الحرامي فالحرامي قتله وكسر التمثال وبرضه هرب، وكده بقى نسخه واحده لسه سليمه من التمثال مع جاك. في الوقت ده بيطلب شارلوك من ليستر ده عنوان جاك لانه متاكد ان الحرامي هيروح له برضه يكسر التمثال. في نفس اليوم ده بالليل بيقتحم شارلوك بيت جاك وبيستنى الحرامي يجي عشان يكسر التمثال، وفعلا بعد فتره مش طويله بيوصل الحرامي للمكان وبيكون عاوز يكسر التمثال، بس شارلوك بيفضل يتقاتل معاه وبيقدر شارلوك في الاخر يتغلب عليه، وبيساله دلوقتي هل بيعمل اللي بيعمله ده بامر من جيم موريارتي، لكن الحرامي بينكر اصلا انه يعرف حد اسمه جيم موريارتي وبيقول انه جاي يكسر التمثال ده لسبب تاني. في الوقت ده بيكسر شارلوك التمثال الموجود في المكان عشان يشوف فيه ايه اصلا بيخلي الحرامي يكسر كل التماثيل دي، فبيلاقي شارلوك التمثال فيه فلاشه. الفلاشه دي شارلوك عارفها كويس جدا جدا انها كانت الفلاشه اللي مع ماري وموجوده عليها كل المعلومات اللي بتتكلم عن ماري لما كانت قاتله مرتزقه. في الوقت ده بيستغرب شارلوك ان في نسخه من الفلاشه دي، وبيسال الحرامي اللي قدامه هو كان بيدور على الفلاشه دي ليه وعلاقته بماري وعاوز منها ايه. في الوقت ده بيتصدم الحرامي ان شارلوك يعرف ماري وبيعرفه ان ماري خانته وانها تتقتل قريب جدا. في اللحظه دي بتوصل الشرطه صديقي للبيت فبيهرب الحرامي، اما بقى شارلوك فكان هيتجنن ويعرف ايه موضوع ماري ده وعلاقتها بكل اللي بيحصل، فبناء عليه بيروح يقابل ماري دلوقتي وبيوريها الفلاشه اللي معاه وبيعرفها ان الفلاشه دي خدها من شخص غريب كده، والشخص ده كان عاوز يقتلك، وبيقول لها شارلوك دلوقتي تعرفي عن الفلاشه دي وليه دلوقتي بقت مع حد تاني. فبتبدا بقى ماري تحكي يا صديقي، وبالتالي بنرجع للماضي. بنعرف ان ماري كانت عضوه في جماعه مكونه من 4 اشخاص هي وثلاثه تانيين، والاربعه دول كانوا بقى بشكل عام بيحبوا بعض جدا، واتفقوا انهم عمرهم ما هيبلغوا عن حد لو حتى اتقبض عليه في اي وقت، وكمان كان معاهم كل واحد فيهم فلاشه عليها فضايح الثلاثه الباقيين وكل المعلومات عنه، بحيث يعني لو حد فيهم خان الكل يخنوه ويفضحوه ويفضحوا اسراره. وفي مره بقى الحكومه البريطانيه طلبت من ماري وجماعتها انهم يروحوا لجورجيا ويحرروا السفيره الامريكيه وجوزها، لان كان في عصابه في جورجيا خطفتهم، وفعلا راحوا الاربعه عشان يحرروا السفيره وجوزها، لكن الامور خرجت عن السيطره والعصابه الجورجيه قدروا يتغلبوا عليهم وقبضوا على ثلاثه منهم، اما ماري فهربت. والثلاثه دول بقى كان منهم الحرامي واللي بنعرف ان اسمه اي جي، واي جي بقى يا سيدي لما عرف نفسه هيتقبض عليه خبى الفلاشه بتاعته جوه تمثال رئيسة الوزراء تي، وبعد كده بقى اي جي قدر ان هو ينجو وهرب من العصابه الجورجيه، وكان عارف ان التماثيل جات على لندن ففضل يلف على التماثيل في لندن عشان يعني يلاقي فلاشته. بس الشيء الغريب بقى ان ماري كانت هي واي جي وكل الجماعه بيحبوا بعض اكتر من الاخوات، فليه اي جي عايز يقتل ماري محدش يعرف لغايه دلوقتي. المهم ماري بقى يا صديقي بعد ما حكت لشارلوك القصه دي كلها اديت شارلوك ورقه كده يقراها، فتح شارلوك الورقه دي لكن في الورقه كان في منوم فنام شارلوك فورا، واثناء ما كان شارلوك بيتخدر واحده واحده عرفته ماري انها مضطره تهرب بعيد خالص عنه هو وجون وبنتها عشان ما تعمل لهمش اي مشاكل او حد فيهم يتقتل. وفعلا بتهرب ماري وبتروح على احدى الدول العربيه، وتكون حاليا مقررها هتفضل هناك شويه لحد ما يجي لها اي جي ويتخلص هي عليه يخلص هو عليها. المهم بتروح ماري البيت كده في الدوله دي تستخبى فيه، فبتلاقي شارلوك مستنيه هناك لان شارلوك كان مراقبها اصلا وقدر يوصل لحد هنا، وبيكون مع شارلوك كمان جون، وبيعرفوا دلوقتي ماري انهم هيساعدوها ومش هيسيبوها. بس بعد فتره مش طويله بقى بيوصل لمكان اي جي وبيثبت ماري، وماري كمان بيثبته، وبيعرف اي جي ماري انه قرر يقتلها لانه لما كان مخطوف من العصابه الجورجيه سمعهم مره كده بيقولوا ان في ست انجليزيه اسمها ايمو هي اللي خانت اي جي وباقي الجماعه وخلت العصابه تقدر توصل له، وبيكون اي جي متاكد ان ايمو دي هي ماري وغيرت اسمها بس عشان خاطر يعني محدش يعرفها. ماري في اللحظه دي صديقي بتعرف اي جي انها عمرها ما خانته لا هو ولا اي حد في الجامعه، لكن اي جي مش بيصدق، وفي اللحظه دي بقى بيوصل للمكان واحد تبع ماري وبيقتل اي جي. وبس بعد اللي حصل ده بيرجعوا لكل انجلترا، وبيروح شارلوك لمايكروفت وبيساله مين الست اللي اتفقت مع ماري وجماعتها زمان يعني عشان يروحوا يحرروا السفير وجوزها من جورجيا، فبيعرفوا مايكروفت ان اللي كانت مسؤوله عن الاتفاق مع ماري وجماعتها هي اليزابيث، وقتها بيعرف مايكروفت ان اليزابيث هي كده اللي ممكن تكون الخاينه وهي اللي سلمت العصابه الجورجيه ماري والكل، وقتها بيروح مايكروفت يحقق مع اليزابيث، لكن اليزابيث بتنكر انها خانت اي حد، وبيكون مايكروفت على فكره مصدقها. اما بقى شارلوك فبيروح يقف على النهر وبيفضل يفكر مع نفسه لحد ما بيفتكر فيفن مساعده اليزابيث، وبيفتكر كمان ان ايمو ده لقب كانوا بيطلقوه زمان على فيفن، فبيعرف ان فيفن هي الخاينه، فبناء عليه بيروح شارلوك يقابل فيفن، واول ما بيواجهها بكل اللي بيعرفه بتعترف فيفن ان هي اللي زمان خانت ماري وجماعتها وسلمتهم للعصابه الجورجيه. وبنعرف هنا ان فيفن عملت كده لانها بتحقد على اليزابيث وكانت عايزه تدمر المهمه دي عشان كل الناس يشوفوا ان اليزابيث مهمله وتعتزل يعني من منصبها. بعد بقى ما اعترف فيفن بكل حاجه بيوصل لمكان جون وايمي ومايكروفت ومع رجالته،
وهنا بقى بتحس فيفن انها خلاص خسرت كل حاجه، فبتقرر تنتقم من شارلوك وبتضرب شارلوك طلقه، لكن ماري بتترمي على شارلوك وبتاخد الطلقه مكانه. بعد كده بتقبض على فيفن، اما شارلوك والكل فبيفضلوا يطمنوا على ماري وبيكونوا الكل زعلانين عليها خصوصا جون جوزها، وللاسف بتفضل ماري تنازع الموت وبتموت في الاخر في مشهد حزين جدا. بعد كام يوم بقى من كل ده بيلاقي شارلوك اسطوانه كده كانت ماري مسجلاها، وبتقول في الاسطوانه دي لشارلوك انها لو ماتت لازم يخلي باله من جون وما يسيبوش خالص لوحده، ولازم ينقذ جون، بس ينقذه من ايه ما قالتش. المهم بيروح بقى شارلوك لمولي الطبيبه الشرعيه لو تفتكرها، واللي كان معاها حاليا الطفله بنت ماري وجون، لان جون كان سايبها معاها. فبيسالها شارلوك دلوقتي عن جون نفسه، فبتعرفه انها ما تعرفش مكانه، فبيقرر شارلوك يدور عليه ويقف جنبه في محنته دي. بتعدي بقى فتره محترمه على كل ده، وبنشوف حاليا ان جون بيتعالج عند دكتوره نفسيه كده جديده لسه عارفها من فتره، وخليك فاكر الدكتوره دي ضروري. المهم يعني ان جون بيعرف الدكتوره انه تخطى موت مراته ماري وبقى بخير، بس بيكون جون على فكره بيكذب، واكبر دليل على كده اننا بنشوف انه دايما بيتخيل ماري حتى وهو قاعد دلوقتي مع الدكتوره. متى في نفس اليوم ده بالليل بنكون مع شارلوك، وبيكون شارلوك في حاله نفسيه وحشه جدا لا تقل عن حاله جون، لان شارلوك يا سيدي رجع للادمان بسبب انه حاسس بالذنب وانه سبب في موت ماري. بس على الرغم من كده شارلوك النهارده بيستقبل زبونه جديده بقضيه جديده. الزبونه دي بقى اسمها فيس، بتبدا تحكي لشارلوك وبتعرفه انها عندها اب اسمه سميث، وسميث ده بقى من اهم رجال الاعمال في البلد كلها، وعنده شركات ومستشفيات ومصانع وكمان جمعيات خيريه كتير جدا. وفي مره بقى المفروض يعني ان سميث جمع فيس وكل الناس المقربين ليه وعرفهم انه عاوز يعترف لهم باعتراف مهم جدا، بس قبل ما يعترف لازم يحقنهم بعلاج كده بيتلاعب بذاكرتهم، بحيث لما يخرجوا من الاجتماع ده ما يبقوش فاكرين اي حاجه نهائيا من اللي هيسمعوها. طبعا هتقول لي طب هو هيعترف ليه طالما عاوزهم ينسوا كل حاجه؟ عشان بس خاطر يزيح الهم من على قلبه مش اكتر من كده. المهم سميث بقى بدا يعترف للكل بالاعتراف ده، وبيعرفهم انه عاوز يقتل حد وبيقول لهم اسم الحد ده، لكن فيس طبعا بسبب العلاج ده نسيت اسمه، رغم انها اصلا كانت بتكتب كل حاجه بيقولها ابوها عشان يعني ما تنساش، لكنها لسبب ما كتبتش في الورقه دي اسم الشخص اللي ابوها عاوز يقتله وبس. هي دي القضيه بكل اختصار. فبنرجع بقى لفيس دلوقتي في الوقت الحاضر وهي قاعده مع شارلوك، وبتدي حاليا فيس لشارلوك الورقه اللي كانت بتكتب فيها كل حاجه وقت الاجتماع مع ابوها، لكن صديقي بيشوف شارلوك ان دي قضيه تافهه جدا ومش بتفرق معاه، يعني ان فيس عندها اكتئاب رهيب بسبب الاجتماع اللي قضته مع ابوها، وبيقرر من دلوقتي انه هيبحث في قضيه تكون يعني فيها شغف اكتر من كده، وبيطلب شارلوك من فيس تمشي، فبتمشي فعلا. لكن في الاخر يا صديقي شارلوك بيجري وراها وبيعرفها انه خايف انها تنتحر بسبب انه ما ساعدهاش في القضيه، وبالتالي خلاص هيساعدها. وبس بياخد بقى شارلوك فيس وبيفضل يلف بيها في المدينه كلها وهو عمال يتناقش معاها عن القضيه على امل يقدر يتوصل للشخص اللي ابوها عاوز يقتله. وفي النهايه بيعرف شارلوك فيس ان غالبا ابوها ما قالش انه عاوز يقتل شخص معين، بل ممكن يكون قال انه عاوز يقتل اي حد لانه قاتل متسلسل مثلا، وحب يعني يعترف بالاعتراف ده قدام فيس وباقي معارفه، وبعد كده نساهم كل حاجه بالدواء عشان محدش يفتكر ابدا انه قاتل متسلسل. بمجرد بقى يا صديقي ما شارلوك وصل للتفسير ده بيلاقي فيس اختفت فجاه وكانها ما كانتش موجوده، وبيبدا شارلوك حرفيا يشوف هلاوس ويحس ان المخدرات بتتلاعب في مخه، وانه اصلا ما فيش بنت جات له اسمها فيس ولا غيره. على الجانب الاخر بنشوف ان مايكروفت بيتصل بجون وبيطلب منه انه يروح لشارلوك ويقرب له شويه، ان شارلوك حالته بتسوء جدا، وبيعرف مايكروفت جون انه مش عاوزه يخسر اخوه زي ما خسر اخ قبل كده ليه زمان. في اللحظه بيستغرب جون وبيسال مايكروفت هو ليه اخ تاني، لكن مايكروفت مش بيرد عليه وبيطلب بس من جون انه يعتني باخوه، لكن جون بيرفض لانه اصلا مش طايق شارلوك وشايف ان هو سبب في موت مراته ماري. في المجمل تاني يوم بقى بيكون جون عند الدكتوره النفسيه بتاعته، وفجاه بيلاقي جون ان السيده هاتسن جات له هنا عند الدكتور، وبتعرفه هاتسن ان شارلوك متجنن خالص بسبب الشخص اللي اسمه سميث ده، لان شارلوك مش قادر يثبت عليه انه قاتل رغم انه متاكد انه قاتل. وقتها بيبحث جون عن سميث ده على النت، فبيلاقي ان شارلوك كاتب مقالات عنه بيتهمه فيها بشكل مباشر انه قاتل متسلسل. بعد كده بتعرف هاتسن جون انها خطفت شارلوك لما لقيته متجنن خالص كده، بحيث يعني تجيب له جون ويعقله ويهدي. وفعلا حاليا بيروح جون لشارلوك اللي كان اصلا في شنطه عربيه هاتسن، فبيخرج شارلوك من العربيه وبيعرف جون انه كويس رغم انه مدمن على المخدرات حاليا، وبيعرف شارلوك جون انهم هيروحوا سوا يقابلوا سميث ده على امل انهم يمسكوا عليه حاجه. وفعلا بيروحوا الكل يقابلوا سميث اللي كان حاليا بيصور اعلان كده، وبيكون القذر بيستخدم موضوع ان شارلوك قال عليه قاتل متسلسل، وبيفضل يعني يجيب سيره الموضوع في الاعلانات بحيث يعني تكون شهره ليه تزوده شهره مش اكتر من كده. المهم سميث بقى اول ما شاف شارلوك راح وسط الناس وحضنه وعمل نفسه صاحبه وكده يعني. بعدها خد سميث جون وشارلوك للاستوديو عشان يكمل تصوير الاعلان، وبعد شويه بقى كان شارلوك وجون في عربيه كده تبع سميث، وبيجي لهم سميث وبيعرفهم انه هياخدهم وهيروحوا المستشفى بتاعته بحيث يعني يفرجهم عليها ويكملوا كلام هناك بالمره.
وقتها بقى بيدي شارلوك لسميث تليفونه، وبيكون على فكره شارلوك سرق تليفونه منه لما سميث حضنه من شويه، وبيعرفوا شارلوك انه بعت رساله لحد كده لكنه رجع ومسحها عشان سميث ما يشوفهاش، وبيعرفوا شارلوك ان الرساله اللي بعتها دي هتدمر حرفيا حياته كمان شويه. وقتها ما اهتمش سميث بكل ده، وخد شارلوك وجون للمستشفى بتاعته وفضلوا يلفوا في المستشفى يمين وشمال. واثناء ما كانوا الثلاثه بيتمشوا هنا وهناك، حكى سميث لشارلوك عن قصه قاتل متسلسل اسمه اتش اتش هولمز، وسأل شارلوك دلوقتي هل اتش اتش ده يبقى قريبك؟ لكن شارلوك نفى كل الكلام. فما اهتمش سميث، وعرفوا ان اتش اتش هولمز ده كان باني قلعه كبيره جدا خاصه بيه عشان خاطر يقتل فيها اللي عاوز يقتله، سماها قلعه الموت، وان الموضوع ده كان سبب القبض عليه، وان الحل الامثل لاي انسان عشان يبني قلعه يقتل فيها اللي هو عاوزه ان محدش يكون عارف ان دي قلعه للقتل. وقتها بيقول جون لسميث، وهل انت بقى عملت كده وعملت قلعه تقتل فيها اللي انت عاوزه ومحدش يعرف انها قلعه الموت الخاصه بيك؟ وقتها بيضحك سميث طبعا ومش بيرد على الكلام. بعد كده ما عداش وقت طويل وعرف شارلوك سميث ان بنته فيس فضحته وجات لشارلوك وعرفته ان سميث قاتل، وعشان كده شارلوك بيدور وراه. وعرفوا شارلوك كمان انه بعت رساله من موبايله لفيس بنته قال لها انه قاتل عشان قاتل فيس تيجي المستشفى هنا وتفضح سميث قدام كل الناس. بعد كده بقى فعلا ما عداش وقت طويل ووصلت فيس للمستشفى، وبتكون فيس دي على فكره واحده تانية تماما غير اللي شارلوك قابلها قبل كده، وبتكون فيس دي مش فاهمه ابوها قاتل ليه وكل الكلام ده، وطبعا مرعوبه. وقتها بيتجنن شارلوك وبيحس ان في حد بيتلاعب بيه، لان استحاله المخدرات تعمل كل القصه اللي هو شافها دي. فبيفقد دلوقتي شارلوك السيطره على نفسه وبيجيب مشرط وبيهدد سميث بيه انه يعترف انه قاتل او هيقتله، لكن سميث مش بيعترف لانه مش قاتل وبيفضل يضحك على شارلوك، فبيكون شارلوك هيقتله حرفيا. لكن جون بياخد منه المشرط وبيفضل يضرب شارلوك عشان يهدي، وفي النهايه بيقرر جون يسيب شارلوك هنا يتعالج شويه وبيمشي. ففي نفس اليوم ده بالليل بيكون شارلوك في اوضته عادي في المستشفى، وفجاه بيدخل الاوضه سميث من باب سري، وهنا بقى بيفوق شارلوك وبيعرفوا سميث دلوقتي انه فعلا قاتل زي ما توقع، وانه باني قلعه موت خاصه بيه وهي هنا المستشفى، بس قدام كل الناس دي مستشفى عاديه جدا وعمل في كل اوضه باب سري بحيث يدخل يقتل المرضى زي ما هو عاوز. وبيعرفوا سميث ان فعلا كل تحليلاته صح وانه هيقتله دلوقتي. في اللحظه دي بيعرفوا شارلوك انه جاهز للموت لانه اصلا عاوز كده، فبيبدا بقى سميث يجهز لقتله. وفي نفس الوقت ده بيروح جون لبيت السيده هاتسون، فبيلاقي هناك مايكروفت ورجالته، وبيكون مايكروفت جاي يطهر اوضه اخوه شارلوك من اي اثر للمخدرات عشان ما تبقاش فضيحه لمايكروفت قبل ما تبقى فضيحه لشارلوك. في الوقت ده بيتعصب جون بشكل مش طبيعي ويقول مايكروفت انت ما اهتمتش باخوك في حياتك ولا حتى زرته، وجاي بس تنظف البيت هنا من اثار المخدرات عشان سمعتك ما تتلوث. وبيعرفوا جون انه انسان زباله وانه اكيد عاوز يخلص من اخوه شارلوك زي ما خلص من اخوه السري اللي مش عايز مايكروفت يجيب سيرته قدام الناس، واللي طبعا جون عارف عنه لما مايكروفت قال عنه بالغلط. لكن مايكروفت بياكد لجون ان هو واخوه ما عندهمش اخوات سريين، وبيسيب دلوقتي المكان وبيمشي. بعد كده بقى بيلاقي جون بالصدفه الاسطوانه اللي كانت سايباها ماري لشارلوك قبل ما تموت، وبيشوف جون الاسطوانه دي ولاول مره بنشوف الاسطوانه بشكل كامل، وبتظهر ماري في فيديو بتقول فيه لشارلوك انها عايزاه ينقذ جون، لانها لو ماتت جون هيقع في اكتئاب شديد جدا، وانه لو عاوز ينقذه لازم شارلوك يوقع نفسه في خطر كبير، وده هيخلي جون يخرج من احزانه بحيث يروح ينقذه. في الوقت ده بقى يا صديقي بشويه تفكير بسيط بيفهم جون ان شارلوك وقع نفسه في مشكله مع سميث وغيره وغيره عشان جون يلحقه ويخرج من اكتئابه زي ما ماري حرفيا قالت له في الفيديو. طبعا بيزعل جون على نفسه انه ظلم شارلوك، وقتها بيقرر يروح يلحقه. فبيروح المستشفى فعلا وبيكون وصل في الوقت المناسب، لان سميث كان خلاص هيقتل شارلوك بس جون بيبعده عنه. اما بقى سميث فبينكر انه كان هيقتل شارلوك اصلا وانه بس كان بيساعده في حاجه مش اكتر. بس شارلوك بيعرف سميث انه مخبي مسجل في المكان هنا وسجل له كل كلامه اللي قاله واعترافه انه قاتل. طبعا حاليا بيتقبض على سميث. بعد اللي حصل ده بيروح شارلوك وجون دلوقتي للبيت، وفي الوقت ده يا صديقي بيعرف شارلوك جون ان احساسه كان في محله وان سميث طلع قاتل. لكن شارلوك بيكون هيتجنن وعاوز يعرف هل في واحده جات له وفهمته انها فيس بنت سميث ولا دي كانت مجرد تهيؤات. وبيعرف شارلوك جون انه هيدور في الموضوع كويس لحد ما يوصل لحل. بعد كده بقى بالصدفه بيلاقي شارلوك الورقه اللي كانت مع البنت اللي جات له قبل كده وقالت له انها فيس، وكده بيتاكد شارلوك ان لا بجد في بنت جات له وقالت له كل الكلام ده، وانتحلت كمان شخصيه فيس عشان تعرفه بقضيه سميث ويحلها. لكن مين البنت دي بقى لسه ما يعرفش، لكن بنعرف لما بنروح لجون، لان جون يا صديقي دلوقتي كان قاعد مع الدكتوره النفسيه بتاعته، والدكتوره دي بقى بتبدا تسال جون عن اخو شارلوك ومايكروفت السري وهل عارف هو هيطلع مين ولا لا. فبيستغرب جون وبيعرف الدكتوره انه ما حكاش ليها قبل كده عن الموضوع ده، فعرفته منين؟ فتعرفوا الدكتوره انها عرفته لانها بتراقبه هو وشارلوك من زمان جدا، وتعرف الدكتوره ان اسمها الحقيقي هو يوروس، وانها تبقى اخت شارلوك ومايكروفت السريه، لان اخوهم السري ده يبقى بنت مش ولد. وبتعرفوا يوروس كمان انها هي اللي اتخفت وعملت نفسها فيس وراحت لشارلوك وادته شويه معلومات عشان يوصل لقضيه سميث ويحلها. وكان هدف يوروس من كده انها تطلع شارلوك قدام الناس مجنون ويتخيل الناس ما لهمش وجود
لكن يعني شارلوك مطلعش كده وقدر ينجح في الاخر في حل القضية. في اللحظة بيكون جون مذهول من كل ده ومش مصدق ومش فاهم ليه اصلا يوروس تعمل كده في اخوها. لكن يوروس مش بتقول حاجة حاليا وبتطلع مسدسة وبتضرب جون طلقة ومش بنعرف حاليا حصل له ايه. عدت بقى فترة محترمة على كل ده وبنشوف دلوقتي مايكروفت وهو قاعد في بيته بيتفرج على التلفزيون. لكن فجأة بيظهر مايكروفت على الشاشة بتاعته فيديوهات ليه وهو طفل هو وشارلوك ويوروس وبدأت تظهر له كلمة أنا رجعت. في اللحظة دي عرف مايكروفت إن أخت يوروس رجعت وبدأ فجأة كده كمان يحس بصوت في البيت فتأكد إن أخت يوروس موجودة هنا في البيت. فبيخرج مايكروفت يدور عليها وبيفضل يشوف ناس رايحين جايين في البيت وكل ما يحاول يوصل لحد فيهم بيفشل. وفجأة بيلاقي مايكروفت قدامه شخص لابس لبس مهرج واقف قدامه بيقول له اعترف إنك ليك أخت وإنك مخبيها عن كل الناس. فبيعترف مايكروفت ويكون المهرج ده هيجري بس مرة واحدة بيشتغل النور في البيت كله وبيجوا شارلوك وجون. شارلوك عرف مايكروفت انه عمل الفيلم ده كله عليه عشان يخليه يعترف ويعترف ان ليهم اخت. وعرف شارلوك مايكروفت انه ما يعرفش حاجة عن اختهم دي اصلا ولا يعرف هي فين، لكنها خرجت من حبسها اللي كان مايكروفت حابسها فيه وخطفت جون وكانت تقتله لكنها في الاخر مرضيتش وطلبت منه بس يعرف شارلوك ان ليه اخت ويعرف مايكروفت انها هربت من حبسها وهتيجي تنتقم وبس. خلص شارلوك وبيسيبه بيمشي. تاني يوم بقى بيروح مايكروفت لشارلوك وجون وبيكون جاي لهم لانه خايف ان يوروس فعلا تكون هربت وجاي تنتقم منهم، وبالتالي بيطلب منهم مايكروفت يعتبروا ان دي قضيه برضه ويساعدوه وينقذوه من اختهم يوروس لان فعلا لو هربت زي ما بيقولوا فممكن تنتقم. في الوقت ده بيعرف شارلوك مايكروفت انه ما يعرفش ان ليهم اخت اصلا وما يعرفش طالما ليهم اخت ليه نسيها. بيطلب شارلوك ومايكروفت يحكي لهم كل حاجه عن اختهم دي يمكن يفهم اي حاجه. فبيبدا بقى مايكروفت يحكي وبنعرف ان زمان لما كانوا شارلوك ومايكروفت واختهم يوروس اطفال كان عند شارلوك كلب بيحبه جدا اسمه ريد بيرد، وفي مره يوروس خبته وما رضتش تقول على مكانه وكانت ذكيه جدا لدرجه انها فضلت تغني اغنيه لشارلوك وعرفته انه لو حل الاغنيه دي هي ده يعرف مكان كلبه. بس ده برضه ما حصلش وشارلوك ما عرفش مكان كلبه. بعد كده يوروس قالت له انها غرقته في البير ودي كانت اول حادثه مجنونه تعملها، وبسببها حرفيا اتصاب شارلوك بصدمه نفسيه كبيره لدرجه انه نسي اخته بعد مده. وبيعرف مايكروفت الكل ان اختهم يوروس ما كانتش طبيعيه خالص لدرجه ان ما عندهاش مشاعر اصلا، وفي كل ده بتقدر تتحكم في البشر بمجرد ما نتكلم معاهم لانها ذكيه جدا. وفي مره بقى يوروس ولعت في بيت العيله بتاع شارلوك ومايكروفت وهنا كان طفح الكيل زي ما بيقولوا، فخد مايكروفت وسجنها في سجن خاص في جزيره وسط الميه عشان ما تقدرش تهرب منه نهائيا. وفهم مايكروفت ابوه وامه ان يوروس ماتت، اما شارلوك فبسبب صدمته اللي قلنا عليها من شويه نسي اخته اصلا. وبس دي الحكايه بكل اختصار. وبيعرفوا مايكروفت ان سجن اخته صعب جدا ان اي حد يهرب منه، فازاي هي هربت الله اعلم. وبيخلص مايكروفت كلامه وفجاه بيلاقوا الكل قنبله جايه على طياره درون وبتستقر في وسط الاوضه اللي كل قاعدين فيها، فبسرعه بيهربوا الثلاثه من البيت والحمد لله مش بتحصل لهم حاجه. بعد فتره مش طويله بقى بنشوف سفينه كده في البحر في مكان قريب لسجن يوروس، وفجاه بيطلعوا على السفينه دي شارلوك وجون وبيخطفوه. بعد وقت مش طويل من كل ده بنشوف الاتنين اللي كانوا على السفينه مربوطين قدام سجن يوريس وبيتكلموا حاليا مع رئيس السجن اللي اسمه ديفيد، وبيعرفوا ان في حد خطفهم وربطهم وسابهم هنا وما يعرفوش مين الحد ده. بعد كده بيلاقي ديفيد ان الضباط اللي معاه لقيوا شخصين تانيين على الجزيره، وبيكونوا الشخصين دول هم جون ومعاه شخص كده عجوز. المهم بقى ان ديفيد بيجيب جون والعجوز اللي معاه ده بحيث يعني يحقق معاهم، بس قبل ما ديفيد يحقق معاهم بيدي لواحد من رجال الامن في السجن هنا الكارت بتاع اوضه يوريس عشان يروح يطمن انها هناك ومهربت. بعد كده بيقعد ديفيد يحقق مع جون والعجوز اللي معاه، وبيكون ديفيد عارف جون وبيشك ان العجوز اللي معاه ده هو شارلوك وجاي متنك، فالعجوز بيقلع التنكر بتاعه وبيطلع انه مش شارلوك بل مايكروفت، وبنكتشف ان شارلوك هو جندي الامن اللي ديفيد اداله مفتاح اوضه يوروس، ودي كانت خطه مش اكتر من كده عشان يشتتوا ديفيد وياخدوا منه كارت الغرفه. بعد كده بقى بيقول مايكروفت لديفيد يوري له التسجيلات اللي اتصورت لاخت يوروس هنا في السجن على امل ان مايكروفت يعرف منها هل يوروس فعلا قدرت تخرج من السجن ولا لا. فعلا بيشغل ديفيد الفيديوهات دي واللي بتظهر فيها يوروس وهي بتتكلم مع ناس من حراس السجن وبتأمرهم ان هم يعملوا حاجات معينه، وبيقول ديفيد ان يوروس عندها قدرات رهيبه جدا لدرجه انها من كلمه مع اي حد تقدر تسيطر عليه وتستعبده حرفيا. وقتها بيستغرب جون وبيسال ديفيد ايه اللي يمنع يوروس اصلا انها ما دام كده عندها قوه خارقه بالشكل ده تسيطر عليه هو نفسه. بيعرفهم ديفيد ان يوروس فعلا مسيطره عليه شخصيا، وحاليا بيأمر ديفيد رجالته ييجوا يثبتوا جون ومايكروفت، فبيعملوا كده فعلا. وبنعرف هنا ان يوروس مسيطره على كل السجن، وده يفسر ازاي بتعرف تخرج وتدخل تاني للسجن براحتها. المهم ان جون بيحاول يهرب من رجاله ديفيد وفعلا بيضربهم وبيهرب، وفي اللحظه دي بيلاقي جون كل الشاشات اللي في السجن بتعرض فيديو لجيم موريارتي، فبتجنن جون وما بيكونش عارف هو ازاي لسه عايش وايه علاقته بيوروس، لكنه يعني مش بيلحق يعرف حاجه حاليا لان الجنود بيجوا وبيضربوه فبيغمى عليه. على الجانب الاخر بقى كان شارلوك واقف بيتكلم مع يوروس وهو فاكر ان بينهم حاجز، لكن بيطلع ان مفيش حاجز ولا اي حاجه، وبتعرف يوروس شارلوك انها بتكرهه وبتهجم عليه وبتفضل تضرب فيه لحد ما حرفيا بيفقد الوعي. دلوقتي بقى يا صديقي قبل ما نكمل اللي بيحصل ده
لازم نرجع للماضي عشان نعرف ايه علاقة جيم موريارتي بيوروس. بنرجع للماضي وبنشوفه مرة جيم بيوصل للسجن بتاع يوروس وبيقابل مايكروفت، فمايكروفت عرف جيم ان اخته يوروس طلبت تقابله ولان النهاردة عيد الميلاد مش هيرفض لها طلب ويخليها تقابل جيم. وقتها بقى بيدخل جيم وبيقابل يوروس، فبتتفق معاه يوروس انه يطارد شارلوك زي ما عمل حرفيا ويجننه. وكمان المفروض يعني ان يوروس خلت جيم موريارتي صور لها فيديوهات كتير جدا، وهي بقى استخدمت الفيديوهات دي وبقت كل فتره تنشرها على اساس ان جيم لسه عايش، فيشوفها شارلوك والكل ويفتكروا جيم لسه فعلا عايش مع انه ميت عادي خالص. وبس بنرجع بقى للوقت الحالي، وبنشوف حاليا ان شارلوك وديفيد وجون ومايكروفت محبوسين في اوضه كده، وحاليا بقى بتتواصل معاهم يوروس من خلال الشاشات وبتعرفهم ان حاليا في بنت على طياره كل اللي فيها متخدرين بما فيهم سواق الطياره، وحاليا الطياره هتقع. وبتطلب يوروس من شارلوك انه يتكلم مع البنت دي ويحاول ينقذها، فبتكلم شارلوك معاها فعلا، وقبل ما يقدر شارلوك يساعدها بتقطع يوروس الاتصال. بتعرف شارلوك انها هتلعب معاه لعبه تانية، وهي انها هتحطه في اختبارات ولو نجح فيها هتخليه يكلم البنت اللي في الطياره ويحاول يساعدها، فبيوافق شارلوك وهو مضطر. فهوب بتعرفوا يوروس انها خطفت مرات ديفيد وحاليا هتقتلها، او ممكن ما تقتلهاش بس في حاله واحده بس مش اكتر، ان شارلوك يختار حد جون او مايكروفت يقتل ديفيد وساعتها بس مراته هتعيش. في الوقت ده بيدي شارلوك المسدس لجون عشان يقتل ديفيد، بس جون مش بيقدر يعمل كده وكمان مايكروفت مش بيقدر، فبياخد ديفيد منهم المسدس وبيقتل نفسه عشان مراته تعيش. لكن رغم كده يوروس المجنونه بتقتل مراته برضه، لان الاختبار ما تمش زي ما هي كانت عاوزه بالظبط. بعد كده بتطلب يوروس من الكل يروح اوضه تانيه عشان يلعبوا الالعاب الجديده. فعلا بيدخلوا الاوضه التانيه وبتتواصل معاهم البنت اللي في الطياره التاني، بس زي المره اللي فاتت مش بيلحق شارلوك يتكلم معاها وبتقطع يوروس الاتصال. بعدها تواصلت يوروس مع الكل وعرفتهم ان في اختبار جديد، وبتعرف يوروس شارلوك ان في شخص مات وفي ثلاث اخوات واحد منهم اللي قتله، وبتعرفوا ان في معلومات عن الاخوات دول عنده ولازم يحدد منهم بقى مين فيهم القاتل، وساعتها عادي جدا هتخليه يكلم البنت اللي في الطياره مره تانية. فيبدا بقى شارلوك يفكر مين فيهم القاتل، وكل ده حرفيا من خلال صورهم وورقهم وبس، ولكن برضه شارلوك بيقدر في الاخر يحدد مين فيهم القاتل. في اللحظه دي بقى بتوري يوروس لشارلوك التلات اخوات، وبيكونوا التلاته حرفيا مربوطين في الهواء وتحتهم البحر. وبتطلب يوروس من شارلوك انه يقول المذنب فيهم انه قاتل وهياخد دلوقتي عقابه، فبيعمل شارلوك كده فعلا، ولكن بترمي يوروس التلات اخوات في الميه وبتقتلهم، ولا بيفرق معاها ان فيهم واحد بس مذنب. وكالعاده بتخلي يوروس شارلوك يتكلم مع البنت اللي في الطياره تاني. بعد كده بتدخل يوروس شارلوك وجون ومايكروفت اختبار جديد، والاختبار ده بقى بتطلب يوروس من شارلوك انه بكل بساطه يختار واحد من جون او مايكروفت ويقتله حالا، وساعتها هيكلم البنت اللي في الطياره. فبيقرر شارلوك انه يقتل مايكروفت، خصوصا ان حاليا يوروس بتعرفوا ان هو اللي جاب لها جيم، واتفقت مع جيم انه يجنن شارلوك زي ما شفنا طول المسلسل وعلى مدار الاربع مواسم. بس شارلوك يا صديق قبل ما يقتل مايكروفت اخوه مش بيقدر يعمل كده، وبيرجع في كلامه وبيقرر انه هيقتل نفسه او يوروس توقف اللي بتعمله ده، ولان يوروس يعني مش عايزه شارلوك يموت، فبتطلق عليه هو مايكروفت رصاص مخدر وبيناموا. ولما بيصحى شارلوك بيلاقي نفسه في اوضه غريبه، وبيلاقي البنت اللي في الطياره بتكلمه وتعرفه انها هتقع وانه لازم يساعدها. بعد كده بيتكلم جون مع شارلوك وبيعرفه انه في بير غريب وتحته عظام حيوان او انسان، ومربوط من رجله في البير والميه حرفيا بتنزل عليه وقريب هيغرق. وحاليا بقى بتتواصل يوروس مع شارلوك وبتعرفه انه لازم يحل اللغز القديم اللي بينهم، ويعرف كلبه ريد بيرد راح فين او يوروس خبته فين، وساعتها بس هتخليه ينقذ جون صاحبه ويتواصل مع البنت اللي في الطياره ويمكن يقدر ينقذه. في اللحظه دي بيبدا شارلوك يفكر ويفكر، وبيحس ان الاوضه اللي هو فيها دي غريبه شويه، فبيحاول يشيل الحيطه، فبتتحرك الحيطه من مكانها وبتطلع ان دي مش اوضه حقيقيه بل صندوق مش اكتر من كده. ولما بيخرج شارلوك منه بيلاقي نفسه قدام بيته القديم اللي يوروس حرقته زمان. المهم بقى ان حاليا شارلوك بيفضل يجري في البيت على امل يوصل لجون، لكنه بيفشل. وبيتكلم دلوقتي جون مع شارلوك وبيعرفه ان العظم اللي تحته لانسان مش لكلب او حيوان. وهنا بقى يا صديقي بيعرف شارلوك ان جون في البير اللي المفروض غرق فيه ريد بيرد زمان، لكن واضح ان ريد بيرد ده ما كانش كلب بل كان انسان، ويوروس كانت بتتلاعب بعقل شارلوك وبتنسيه ان ريد بيرد اللي اتسببت هي في موته كان انسان مش كلب. وهنا بقى بيبدا شارلوك يفتكر الماضي، وبنشوف ان شارلوك كان ليه صديق عزيز جدا وهو طفل اسمه فيكتور وشهرته ريد بيرد. وفي الوقت ده يوروس اللي كانت طفله كانت بتغير جدا من شارلوك لانه عنده صحاب وحياته طبيعيه وهي لا. ففي يوم خدت يوروس فيكتور وحطته في مكان محدش يعرفه نهائيا، والمكان ده كان البير اللي جون حاليا محبوس فيه وهيموت هو كمان زي فيكتور. وبنفهم هنا ان يوروس زمان لما قتلت فيكتور ليه مايكروفت انها خطيره، فحبسها من ورا كل الناس عشان ما تاذيش اي حد تاني. وبنفهم برضو ان شارلوك حصلت له صدمه من صغره بسبب اللي حصل ده، خصوصا انه حصل لبني ادم مش كلب، فنسي اخته خالص ونسي كمان فيكتور، وكان فاكر ان ريد بيرد ده اسم الكلب بتاعه اللي مات مش اعز صديق لي. مهم شارلوك بقى يا صديقي بيكون عاوز يحل لغز يوروس ده عشان يوصل لجون في البير وينقذه، وعشان شارلوك يحل اللغز لازم يركز في الاغنيه اللي اخته كانت بتغنيها زمان زي ما قالت له قبل كده. ف
فبيبدأ شارلوك يحل اللغز، وفي النهاية بيكتشف ان الاغنية دي هي عبارة عن شفرة لو فكها بيلاقي جملة بتقول ابحث عني في غرفتي. فبيكتشف شارلوك ان حتى الشفرة دي ما كانتش للمكان اللي فيه البير اللي يوروس رمت فيه زمان فيكتور، بل هو عبارة عن شفرة كانت يوروس بتطلب فيه من اهلها انهم يقربوا لها ودايما يجوا لها غرفتها وما تكونش لوحدها. وحاليا بيروح شارلوك لغرفة اخته في بيتهم، فبيلاقي اخته قاعدة على الارض وهي خايفة ومرعوبة، وتكون يوروس عمالة تقول انها في طيارة والطيارة هتقع. فبيفهم شارلوك هنا ان اصلا مفيش بنت في الطيارة زي ما كانت يوروس بتقول، بل يوروس هي اللي كانت عاملة نفسها الطفلة وبتتواصل مع شارلوك. وبيفهم شارلوك دلوقتي ان اخته مريضة جدا لدرجة انها بتتخيل نفسها طفلة تايهة على طيارة هتتدمر، وبتطلب المساعدة من اخوه عشان خاطر ينقذها من الطيارة ومن حياتها السيئة. وبيفهم شارلوك ان يوروس كانت مريضة من وهي طفلة، وكانت بتطلب من الكل ان هم يوقفوا جنبها، لكن محدش كان فاهمها لدرجة انها رمت فيكتور في البير عشان بس تلفت انتباه الكل ليها، لكن ده ما حصلش ومايكروفت حبسها وده اللي زود المرض والجنان عندها. مهم شارلوك بيفضل يوعي يوروس انه مش هيسيبها تاني، وبيطلب منها ان هي تعرفه مكان البير بحيث ينقذ جون وما يموتش زي فيكتور. ففعلا بتعرفه مكان البير، وبيجوا الشرطه وبيخرجوا جون وبيقبضوا على يوروس. وعلى فكره بيكون مع الشرطه دلوقتي الضابط ليسترد، واللي بيعرف شارلوك انه ليه مايكروفت محبوس في زنزانه كده في سجن الجزيره، لان يوروس حبسته هناك لما خدرت الكل، لكنه بخير. وبس يا صديقي بتخلص الليله على كده، وبيكون شارلوك حل مشكله اخته وخلاص، وبنشوف ان الكل بعد كده بيرجعوا لحياتهم الطبيعيه بما فيهم شارلوك، واللي بقى دايما 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 بيزور اخته يوروس وبيطمن عليها عشان يحاول يحسن من حالتها وتتعالج بسرعه. وبس بعد تصالح شارلوك مع اخته يوروس حرفيا اتحلت كل المشاكل اللي عنده، واصبح اخيرا اخيرا سعيد. ومع النقطه دي بينتهي المسلسل خالص خالص خالص، واللي اتمنى طبعا يكون عجبكم. وبس كده، سلام.